بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. الليلة مفيش هزار، أفريقيا أبطال، ده شعارنا النهاردة. فريقنا بيخوض مباراته قبل النهائية أمام فريق عنيد، فريق قوي، فريق الأنابيب الكيني. بس خليني أقول لحضراتكم إن إحنا تابعنا معاكم امبارح دور الثمانية، أربع مباريات. الأربع مباريات طبعا طلع منهم أربعة لدور النهائي. خليني أستعرض مع حضراتكم مشوار البطولة من امبارح. احنا تابعنا طبعا امبارح وتابعنا مباراة قبل النهائي الاولانية. خلينا استعرض مع حضراتكم للي ما تابعش معانا من امبارح البطولة وصلت لغاية فين. هبتدي مع حضراتكم مباراة امس دور الثمانية. امبارح اتلعب اربع مباريات في دور الثمانية. السجون الكيني لعب ريفينيور رواندي، ودي كانت اسهل مباراة، وعلى ضوءها فاز السجون الكيني 3-0 وتأهل المباراة او مباراة قبل النهائي اليوم. الأنابيب الكيني لاعب بافيا الكاميروني وفاز الأنابيب 3-2. الشمس المصري لاعب قرطاج التونسي امبارح على مباراة في مباراة احنا تابعناها على شاشة قناة النادي الأهلي، وفاز قرطاج بعد مباراة طويلة 3-1. الأهلي المصري لاعب الجمارك النيجيري أمس الساعة 8 وتابعناها أيضا على شاشة قناة النادي الأهلي، وفاز الأهلي 3-0. خليني أقول لحضراتكم إنه النهاردة تأهل طبعا قرطاج لاعب السجون الكيني الساعة 4 وفاز قرطاج 3-1. يبقى قرطاج هو الفريق الأول المتأهل للمباراة النهائية. المباراة الثانية إن شاء الله هتبقى مع ماتش الأهلي النهاردة، هيكون الساعة 8 والأهلي والأنابيب الكيني. خلينا أقول لحضراتكم ألقاب النادي الأهلي في أفريقيا. هما 8 ألقاب، والبطولة دي حقيقة النادي الأهلي بيبحث عن لقبه التاسع. أول لقب كان 1996، 1999، 2000، 2003، 2007، 2009، 2015، 2016. خلينا استعرض مع حضراتكم الجهاز الفني، المدير الفني الكابتن حمدي الصافي، مدرب عام ياسر صلاح، المدير الاداري مجدي بيبو، اداري ايهاب عبد المنعم، مخطط احمال رانيا عبد العزيز، محلل تقني ايمن فؤاد عبد السلام، اخصائي علاج طبيعي منه الله عادل، مشرف عام ممدوح نور. خلينا استعرض مع حضراتكم تشكيل الفريق. رقم 8 كابتن الفريق نهله سامح، 9 اشرف فؤاد، 7 مريم مصطفى، 20 مريم متولي، 1 ايا الشامي، رقم 6 دانا شوقي، رقم 18 رنا الجهري. رقم 12 فريده العسقلاني، 3 نور الله ياسين، 13 نرمين المنشاوي، 14 رحمه المهندس، 5 كاترين تشيلينكوفا المحترفه الاوكرانيه بصفوف النادي الاهلي، 10 مايا ممدوح، 2 ندى وليد. خليني اقول لحضراتكم ان البطوله هي البطوله في نسختها 29. حامل اللقب السنه اللي فاتت قرطاج، وهو تأهل أيضا للمباراة النهائية. النهاردة إن شاء الله كل التركيز مع مباراة قبل النهائي، مش هنفكر أبدا في مباراة النهائي حتى ينتهي مباراة اليوم. إن شاء الله نادي الأهلي يكسب النهاردة، يبقى النهائي بعد بكرة إن شاء الله مع قرطاج. هنطلع فاصل قصير وأرجع مع حضراتكم عشان أستقبل ضيوفنا في الاستوديو التحليلي عشان نتناول المباراة بشكل أكبر فنيا وتوقعاتنا لسير المباراة. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي والانابيب، ماتش ما يقبلش الاسم على اتنين. النادي الاهلي ان شاء الله هيكون في الميعاد الساعه 8 باذن الله. ان شاء الله ربنا يكرمهم النهارده ويتاهلوا للمباراه النهائيه. مباراه النهارده انا متاكد ان بناتنا هياخدوا المباراه بكل قوه وبكل يعني تركيز. النهارده خلاص يعني هما يومين، النهارده وبعد بكره ان شاء الله، ويحسم الاهلي باذن الله باذن الله لقبه التاسع. قبل ما نروح للمباراه عشان نتناولها فنيا، خاصة ان فريق الانابيب يعني فرقة محترمة، والفرقة الكينية في الفولي بول سيدات بيحتلوا في افريقيا صدارة كبيرة، وحتى على مستوى المنتخبات دايما ما بيخرجوش من المربع الذهبي. طبعا لازم ارحب بضيوفي الكابتن طبعا نجم النادي الاهلي السابق ومدير فني طبعا أندية نادي وادي دجلة الكابتن هاني مصلح. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا، منورنا. ربنا يخليك كالعادة ان شاء الله نبارك لبعض باذن الله بعد الماتش ان شاء الله.
معانا طبعا نجمه النادي الاهلي السابقه واحد نجمات الكره الطائره في النادي الاهلي ندى ايمن. نورانا ندى. نورك يا كابتن هيثم. وان شاء الله النهارده نبارك لبعض بعد المباراه زي اخر مره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن هاني مباراه النهارده. مباراه النهارده يعني في حاليا دلوقتي في فرق كبير قوي بين الفرقتين من وجهه نظري يعني. الفرق الكينيه قويه دلوقتي يعني لكن مش زي زمان، مش زي من 3 4 سنين. دلوقتي اعتقد ان احنا بقينا احسن كتير منهم على مستوى الفرق يعني. الكويس منهم قوي بيحترف بره في كينيا كلاعبات على مستوى كلاعبات، وحتى اللي احترفوا برده مستواهم قل يعني على مستوى المنتخب الكيني مستواه قل برده يعني. ففي حين ان مصر بتشهد دلوقتي طفره في رياضه السيدات للكره الطايره تحديدا يعني، في شغل جامد جدا حصل فيه على مستوى المدربين اللي ابتدوا يشتغلوا مع السيدات، على مستوى اعداد اللاعبات اللي بتلعب كره طايره. طبعا ده انا لمسه بحكم شغلي يعني، فشايف ان هو مصر في الفولي الحريمي يعني طالع قوي. طالع ما شاء الله. ما شاء الله. طيب كابتن تابعت مباراه قرطاج اكيد يعني اللي خلصت منذ يعني فتره بسيطه ممكن ساعه ولا ساعه ونص. مباراه قويه جدا جدا. وحتى الشوط الثالث الرابع شهد يعني تقدم فريق السجون. انا كنت متوقع السجون تكسب الحقيقه. رايك ايه، تعليقك على المباراه؟ يعني انا كنت بحس على طول ان فريق تونس برضه هتعرف تكسب يعني. هم عندهم هم من اول البطوله لغايه اخرها كل الناس متوقعه ان الفريق التونسي قرطاج والاهلي هم اللي هيلعبوا النهائي من اول بس احنا لما شفنا قرطاج مع الشمس توقعنا ممكن يحصل مفاجاه والسجون تكسب. يعني بص الفريق البطل برضه يعني تقدر تقول بيوزع مجهوده، تقدر تقول هو كل ماتش له ظروفه معاه، لكن هو في الاخر بيعرف يكسب. الفريق الوحيد في البطوله اللي يقدر يكسب الاهلي هو قرطاج، والفريق الوحيد اللي يقدر يكسب قرطاج هو الاهلي. يعني هنشوف فاينل قوي باذن الله. باذن الله باذن الله باذن الله نتاهل النهارده ان شاء الله. باذن الله. ندى شفتي ماتش قرطاج النهارده تابعتيه، رايك في قرطاج ايه؟ انا شايفه والله ان فريق قرطاج يعني كفرقه عملت فيري جود جيم، قدرت تسيطر على المباراه من اولها. مشكله الفرق الكينيه ان هي لو ركبت الماتش من اوله ما بتقدرش توقفهم بعد كده. فهم قدروا يحجموا الموضوع ده بعد الشوط الاولاني. بالظبط بعد الشوط الاولاني قدروا يسيطروا على المباراه كويس، وقدروا يكونوا على طول ليدنج وراكبين الماتش. ده هد كتير من الفرقه الكينيه ومن عزيمتهم، وقدروا يوقفوهم. وده دي دايما بتكون ميزه الفرق العربيه لما بتلعب الفرق بتاعت افريقيا بس السمراء. بالظبط. بيكون اسهل عليهم ان هم لما يبداوا كسبانين بيقدروا ياخدوا المباراه بسهوله. طب قولي لي الشوط الرابع تحديدا في مباراه قرطاج والسجون شهد تقدم للسجون الحقيقه. انا قلت خلاص السجون هياخد الثاني والشوط الخامس هيبقى، بس لقينا انهيار فجاه للسجون، انهيار حتى في الرابع وفجاه الخامس، حتى يعني الكيرف نزل بسرعه، بس ده ما كانش متوقع. فرق تونس دايما عندها مهاره الارسال، مهاره مهمه جدا وقويه عندهم. قدروا يسحبوا كذا نقطه بالارسال المباشر، قدروا يتقدموا حتى لما الجيم قفل في الاخر شويه في الجيم الرابع وكانوا ايكوال ماشين ايكوال، قدروا يفرقوا بالارسال. الارسال فرق مع قرطاج. الاستقبال عند الفرق الافريقيه زي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت ضعيف لان ارسالاتهم ضعيفه. فالاستقبال كانت خسروا كذا نقطه مباشره ورا بعض، ده وقف الفرقه كتير يعني. حتى ما الفرقه بتبقى طالعه ما بتقع فيها كذا نقطه ورا بعض استقبال بيقفوا ما بيقدروش يكملوا. صحيح. وتونس قدرت تستغل الموضوع دوت وضغطوا بالارسال اخر الجيم وقدروا يكسبوا. يعني كانت نتيجه بالنسبه لك متوقعه مش غريبه ان قرطاج تكسب يعني؟ انا شايف ان المباراه انا توقعت امبارح ان ممكن هو كان ماتش في الملعب يعمل. هو كان ماتش في الملعب، هي الفكره كلها في الفريق اللي يقدر يتحكم في المباراه من اولها. هم قدروا ينسوا الشوط الاولاني ان هم اتغلبوا بسكور عالي، بداوا من الشوط الثاني كان هم لسه نازلين المباراه، ضغطوا بالارسال، اكتشفوا بسرعه نقط الضعف اللي هم كانوا فيها، قدروا يسيطروا على المباراه وده ساعدهم ان هم يكسبوا. طب ندى خلينا نتكلم على فريق الانابيب مع النادي الاهلي. هم فرقتين كينيين يعني في طرفين في المباراتين السجون والانابيب. الانابيب المفروض اضعف من السجون، ده حقيقي. تابعنا نتائجه وحتى هو تاهل بصعوبه جدا امبارح للمباراه قدام الكاميرون. هل ده مؤشر ان ممكن تبقى المباراه سهله النهارده قدام النادي الاهلي؟ والله هو الاهلي لازم ينزل فول باور من الاول، يركز ان هو يبقى ليدنج طول الماتش. احنا معانا الجمهور وبنلعب على ارضنا، وفريق الانابيب زي ما حضرتك بتقول اضعف الى حد ما من فريق السجون الكيني.
لو الاهلي ركز من الاول في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، نقطه الارسال، ان هو يضغط بالارسال، هيفرق كتير قوي من اول الماتش، وهيقدر يسيطر على المباراه كلها. بتهيالي اكيد النهارده مش بس ضغط، ده هيوجهوا الارسال كمان، يعني فرقه النادي الاهلي اكيد ده اكيد حمدي قاري الفرقه وعارف مين نقطه الضعف. بالظبط، اكيد هو عارف، اكيد اتفرج امبارح، يعني اكيد الفرقه اتفرجت امبارح على الماتش وقدروا يحددوا. ان انا شايفه ان استقبال الفرقه كلها، سواء الليبرو او الفردتين الاربعات اللي كانوا بيلعبوا، استقبال ضعيف، والكاميرون كانت بتلعب عليهم ارسالات قويه جدا، وده اللي خلى الكاميرون عملت معاهم جود جيم، ان هم قدروا يضغطوا عليهم بالارسال في وجود استقبال ضعيف، قدروا ان هم يسيطروا هم كمان. صحيح، خلينا نشوف هيحصل ايه. بس كابتن هاني احب اقول لحضرتك حاجه. امبارح اكيد تابعت مباراه الاهلي والجمارك، الشوط الاول والثاني كان ماشي 1 ساي جيم تقريبا، الشوط الثالث خلص 27-25. تفسيرك ايه للشوط ده؟ يعني هل ده طبيعي في الطياره؟ احنا بس عايزين نوصل للناس طبيعي اللي حصل امبارح. هو مش المفروض يحصل، لكن احنا بنتكلم في الفرق بتاعتنا والكالتشر بتاعتنا، بيبقى طبيعي. يعني انت فرقه بتبقى اطمنت على النتيجه وواثق ان انت هتكسب في اي وقت، طبيعي بعض اللعيبه اتغيرت شويه، لما بينزل حد تاني ممكن يعني يبقى في تغيير شويه في نغمه اللعب او الريتم بتاع اللعب، فطبعا ده كان شيء طبيعي. بس برضه طول الوقت انت متاكد ان الاهلي في الاخر لا ان شاء الله احنا كان عندنا يعني ثقه كبيره. لا ومفيش قلق، وحتى لو شوط راح يعني القصه 3-1 مفيش مشاكل. بس هو الواحد ايه، طب كابتن انت مين الاكتر لعيبه في البطوله مثلا، او اكتر 2-3 لعيبات في الاهلي عجبك ادائهم؟ بص يعني بدون انا بحب مش بحب يعني انا شايف انها ياسين عامله يعني نور ياسين نور نور. يعني هي عامله طفره جامده جدا. ماتش الاهلي امبارح يا كابتن لقطه بقى لها سنتين كده يعني ما شاء الله، وحش ربنا يحميها بالاصابه. صغيره كابتن ياسين امين كان معايا امبارح، ولدها كان معايا امبارح في الاستوديو. لا ما شاء الله، بص يعني حاجه مركزها في البلوك، حركتها سريعه، تحس انها واخده الموضوع بشكل احترافي. يعني انا اعتقد انها مش هتفضل هنا في مصر. انا قلت لباباها كده امبارح، والله يا كابتن هي ما ينفعش، انت ما حضرتش يعني. انا ما اعرفش يعني قلت نور، لا والله العظيم قايل له امبارح في الكواليس قلت له نور ما شاء الله يعني ربنا يحميها من الاصابات الاول، كالتشر وشخصيه في الملعب ممكن تقدر تحترف. اكيد انا متوقع كده ان شاء الله. يعني هو بس لسه صغيره، فهي ممكن يجي لها زي نادى معوض كده انها تروح أمريكا. لا انا شايف انها كمان تبقى احسن، يعني امريكا يا نادا رايحه كطالبه. انا شايف نور تقدر تروح. لا ايوه نور تقدر تروح تلعب محترفه في الفرق التحديد، يعني في تركيا في دوري قوي جدا، في ايطاليا في دوري قوي جدا، هي ممكن تبتدي في فرق صغيره هناك، لكن هي هتوصل، لان هي ربنا يعني مديها الياف سريعه جدا، اعلى شويه من الالياف الطبيعيه، اقوى عضليه. صحيح، فهي دي اكتر واحده انا يعني بتلفت نظري على طول. طبعا معاها طبعا يعني كروس نور يا جماعه اللي في الملعب، نور اللي في الملعب هتلاقوها نمره ثلاثة هتلاقوها في مركز ثلاثه في نص الشبكه. هي في الملعب دلوقتي هتلاقوها رقم ثلاثه، اللي في نص الشبكه بالظبط دي. اتفضل. وايا الشامي طبعا بخبراتها يعني احسن لعيبه عربيه في البطوله اللي فاتت، على طول بتلاقيها هي اي وقت زنقه كوره مش مظبوطه بص على طول بيرمي يلا ايه خلصين رايحين. ما شاء الله. فطبعا دول اتنين مميزين جدا على مستوى القوه الضاربه يعني. وشروق انا شايفها برده عامله بطوله كويسه، فايقه شروق. لا شروق المره دي يعني مركزه وفايقه كويس جدا النهارده ما شاء الله، يعني في فورمتها يا رب تاتش وود تكمل على كده. والطبيعي بتاع نهله سامح ما شاء الله ما بتغلطش يعني. يعني نهله سامح لا دي حاجه نهله هي بتبقى يعني الخبره اللي بتمسك كل الكلام ده في بعضه طول عمرها، بقى لها سنين طويله لعبت، حتى لعبت مع ندى ما هيجي لي خبراتها عاليه جدا، هتلاقيها في الاوقات الصعبه موجوده بشكل مؤثر جدا. صحيح. في الاوقات الصعبه صحيح. يعني لما تلاقي الدنيا ماشيه سهله مش هتحس بيها، هتلاقي شروق لكن لو في وقت زنقه كده هتلاقيها هي يلا خلص يا خلصنا الدنيا. بالظبط. طب لا ده تتفق مع كابتن هاني في يعني في اللاعبات اكتر يعني كلهم نجوم فوق العاده، احنا ما بنستثنيش حد، بس احنا بنقول بيبقى في لعيب فورمته البدنيه في البطوله، لعيب بيبقى فايق زي ما بيقولوا. متفق مع كابتن هاني ولا عندك اضافات اسامي تانية؟ لا طبعا كابتن هاني كلامه كله مظبوط، يعني نور عامله بطوله كويسه جدا، ومن قبل البطوله هي بقى لها فعلا موسمين بتأدي اداء باهر بالنسبه لنا، لعيبه صغيره في السن انا بحس بامانه معلش انا اسف يا ندى، نور بتلعب سيرف سبايك
ما شاء الله زي الولاد. اه ده حقيقي. صح يا كابتن؟ ده حقيقي يعني. اه والله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميها تاتش وود يعني. بحس السيرفيه رايح زي الولاد. صح ده حقيقي. اه فهي ما شاء الله الكروس بتاعتها فريده طبعا برضو عامله بطوله كويسه جدا. اتفرجت عليها امبارح كانت هايله في البلوك وفي الضرب كانت مميزه عندها ارسال مميز. فريده فنانه. انا بحس والله العظيم انا بحس انا بحس انها فنانه في الملعب. اه بتلعب فنانه عارفه ترسم تابلو يعني لعب شيك والدنيا جميله مع فريده. فريده تحب تتفرج على لعبها قوي قوي يعني. اه ده حقيقي خفيفه وحركتها سريعه ودي مميزات لعيبه التلاتات دايما بيكونوا خفاف وحركتهم سريعه جامبهم عالي بلوكهم كويس يقدروا يتحركوا ويوصلوا للكور. ففريدة كانت كويسة جدا امبارح وشايفة ان هي من اول البطولة كويسة بس امبارح بما انه ماتش يعني اقوى الى حد ما دور 8 طبعا بالظبط كانت كويسة فريدة. خلينا قبل ما تتنقل من فريدة. فريدة كانت في اليوبلس ودي تاني سنة ليها بالظبط مع النادي الاهلي. تحس ان بقى لها 10 سنين في النادي الاهلي لان احنا الفرقة دي كلها بتلعب بتجمع مع بعض في المنتخب يعني هم بيلعبوا ضد القوام الاساسي للمنتخب مصر. ففريده مندمجه معاهم لان هي بتقابل هي شروق البصيره بتاعتها. لا مش مندمجه فريده بتقود الهزار والتهريج في المنتخبات. انا عارف ده حقيقي لما شرفوا لي في الاستوديو فريده بتقود الهزار والتهريج طبعا دخلت وسط الفرقه بسرعه عارفه اللعيب لما بنبقى واخد عليك وبنهزر وبنضحك. احنا ميزه الاهلي دايما ان احنا بنحتضن اي لعيب سواء صغير طالع ناشئ لسه طالع في الفرقه. نور نفس الكلام هي نور لسه صغيره يعني مش ما لعبتش مع الفرقه كذا سنه بس من اول ما طلعت بيكون في لعيبه كبار بيحتضنوا على طول الموضوع وبندخل ما فيش عندنا قصه الانقسامات انه في شويه كده وشويه كده. لا هي الشلاليه اللي بيقولوا عليها باللفظ الدارج في الرياضه الشلاليه مش موجوده. لا ما فيش خالص عمرنا ما كان عندنا الموضوع دوت على طول بيطلع لنا ناشئات سواء من ناشئات الاهلي او من فرق اخرى على طول بيندمجوا في وسط الفرقه الكبار بيحتضنوهم وبيدخلوهم في وسط الجماعه زي ما بنقول. شوف ندى وليد اصغر لعيبه بالظبط بتحس في الملعب حتى لو غلطت تلاقي رحمه طالعه صغيره كل الفرقه بتحتضنها حتى لو في غلطه بالظبط كلهم بيكونوا قوام واحد يعني ما بتحسش ان في اللي هو شويه كبار دولت لوحدهم منفصلين وشويه صغيرين لا خالص. وخلينا نقول برضو ان مركز ثلاثه عندنا ندى فيه اربع لاعبات بامانه ما تعرفيش هتلعبي مين. ده حقيقي. يعني نور عندك فريده ومريم متولي ونيرمين المشاوي. بالظبط نيرمين المشاوي الاربعه والله وانت مغمض. الاربعه هايلين. وانت مغمض تحط اي حد يلعب. وهم دول الاربعه الاساسيين برضو في منتخب مصر وهم دول القوام الاساسي. مش شايف حد احسن منهم. احسن يعني. احسن احسن اربع ثلاثات في مصر هم دول يعني انا مش شايفه ان في حد احسن منهم ممكن لعيبه او اثنين من فرقه ثانيه بس هم دول القوام الاساسي وهم دول اللي بيلعبوا. طب ندى تتوقعي النهارده كابتن حمدي يبتدي بمين؟ يعني متابعتك الماتشات اللي فاتت؟ اعتقد نفس التشكيل. نفس التشكيل شروق واحد شروق وايه الشامي الكروس بتاعتها نهله والمحترفه في مركز اربعات وفريده ونور ياسين تمام هيبداوا والليبرو ومريم مصطفى لحد ما هيشوف يستكشف المباراه هتمشي ازاي الامور هتمشي بسلاسه هيقدر يغير زي ما حصل امبارح. لو الامور كانت مشدوده اعتقد ان هو هيقفل على السبعه دي. طيب ايه رايكم يا كباتن نطلع نشوف تقرير سجلناه امبارح بكاميرا قناه النادي الاهلي مع الكابتن حمدي الصافي واللاعبات عقب مباراه دور الثمانيه امبارح مع كاستم النيجيري. طبعا احنا في الشوط الاول والثاني كان في تفوق واضح لينا في الشوط الثالث كان في تفوق طبعا لينا حصل بعض التراخي عملنا شويه تغييرات حصل تراخي في نهايه الشوط الثالث بس الحمد لله رغبه الفوز عندنا وقوه اراده اللعيبه بتاعتنا وروحهم طبعا مسانده الجمهور اللي موجود ظهر في اخر الشوط الثالث وقدرنا نحسمه بعد صراع كبير مع الفريق النيجيري. الاربع فرق اللي وصلوا الدور قبل النهائي الاربع فرق محترمين جدا عندهم ذخيره من اللعيبه الدوليه كويس جدا الاربعه عارفين بعض ودارسين بعض وحافظين بعض فاعتقد ان شاء الله باذن الله هتبقى المباراه بكره قويه سواء الاهلي مع الانابيب او السجون مع قرطاج الاربع فرق عندهم حظوظ ان شاء الله باذن الله احنا هنلعب كل الماتشات بروح المكسب وربنا يكرمنا باذن الله. الحمد لله اللعيبه كلها فورمه عاليه وكلهم جاهزين باذن الله ولياقتهم الحمد لله تسعفهم ان هم يلعبوا ماتش كل يوم ما عندهمش مشاكل الحمد لله. النهارده احنا كنا مركزين قوي لان طبعا دلوقتي احنا بدانا خلاص اللي هيخسر هيطلع بره فاحنا تركيزنا ابتدى يزيد. الجيم الثالث شدوا معانا بس انا شايفاه حاجه ميزه ان هو بعد كده نتعود على الشده دي والطريقه دي اللعب دي لان الماتشات الجايه هتبقى اصعب بكتير. فرقه كينيا فرقه منافسه كبيره وفرقه كبار
كبار كلهم منتخب تقريبا، بس احنا جاهزين ليها ان شاء الله، وان شاء الله يعني نقدر نفوز عليها ان شاء الله. النهارده ابرز تعليمات كابتن حمد الصافي لكم كانت ايه؟ ان احنا نركز ومفيش فرقه سهله، الماتشات دي ما فيهاش هزار، وكله بنستعد للماتشات الجايه طبعا. الحمد لله احنا كنا من اول الماتش يعني قدرنا نسيطر عليه شويه. الشوط الثالث ابتدى يعني الريتم وقف شويه بتاعنا، ابتدوا في لفه الارسالات بتاعتهم تالت علينا، وهم كمان مساعدهم يعني القوه الجسمانيه بتاعتهم، بس الحمد لله قدرنا يعني نرجع تاني للمباراه وناخد الشوط الحمد لله. احنا طبعا من دلوقتي هنبتدي نفكر في ماتش بكره ان شاء الله اللي هو البايب لاين، احنا اكيد مسجلين لهم ماتشات وهنبتدي ان شاء الله بكره محاضرات ونطبق عليها في التمرين ان شاء الله. وربنا يسهل طبعا، البايب لاين فريق قوي حاصل على اللقب 7 مرات، فطبعا احنا عاملين حسابه يعني، وفرق الكينيه معروفه في افريقيا يعني من اقوى الفرق، بس ان شاء الله ربنا يسهل وهندرسه كويس وهنقدر نلعب على نقط ضعف ان شاء الله. اصعب وقت عدى عليك النهارده في المباراه كان ايه؟ طبعا في الجيم الثالث 24-22 بعد ما احنا كنا فارقين 6 نقط، دايما بيبقى ده صعب شويه لما تكون فارق والمنافس يجيبك، بس الحمد لله يعني خبره اللاعبين قدرنا نتماسك، وطبعا تعليمات كابتن حمدي في التايم اوت قدرنا نوقف النقط اللي راحت مننا ونرجع للماتش تاني. النهارده شفنا لقطه جميله جدا من جماهير النادي الاهلي بينادوا عليكم النهارده مؤازره حشد دعم، كلمينا النهارده عن روح الفانيله الحمراء وروح جماهير النادي الاهلي. طبعا صوتهم كان بيعلى مع كل نقطه بتروح منا، كان صوتهم بيعلى معانا، طبعا ده كان تشجيع لينا، ونتمنى ان شاء الله بكره يكونوا حاضرين باعداد اكبر من كده. احنا بنشكر طبعا اللي حضروا، واتمنى ان شاء الله يفضلوا معانا لاخر البطوله. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن هاني بتهيألي واضح التركيز من اللاعبات، كابتن حمدي الصافي يعني هم عارفين بيعملوا ايه، بياخدوا ماتش بماتش، الكلام كله داير في فلك ان احنا بناخد مباراه بمباراه، عندنا عارفين نقط الضعف ونقط القوه، يعني في احساس بالمسؤوليه عالي. طبعا خد بالك في نقطه مهمه، ان اللعيبه دي رغم صغر سنهم او صغر متوسط اعمار الفرقه جدا، الا ان كل واحده فيهم لعبت مثلا 5-6 بطولات افريقيا، يعني عندهم خبرات عاليه، اتحطوا في المواقف دي كتير، لان هي افريقيا هي اللي بتبقى دايما بالنسبه للنادي الاهلي في الـ في الـ في, الـ في البنات، يعني هي بتبقى الفيصل دايما في نجاح السيزون عموما، لان هنا في مصر ما فيش منافس للاهلي خالص، يعني هم بياخدوا الدوري مش قوي بمنتهى السهوله، بياخدوا الدوري والكاس، فبتبقى افريقيا دائما للبنات على مدى العصور هي المقياس لقوته، فهم بيبقوا مهتمين جدا في الفتره بتاعت افريقيا، وكل واحده بتبقى حاطه في اعتبارها ان الترمومتر بتاعها هو بطوله افريقيا، نجاح الموسم او عدمه من بطوله افريقيا، تعتبر اقوى بطوله. ده نتيجه ده يعني اللي مخلي اللعيبه كلهم مركزين دلوقتي، هو ده الموسم. ده الموسم. طب كابتن اكيد فريق قرطاج لعب مباراته، هتلاقي الجهاز الفني قاعد في المقصوره او في المدرجات بيتابع المباراه، تهالي محدش عنده حاجه خبيه، خلاص كل احنا حفظناهم هم حفظونا. تفتكر كابتن حمدي هيحط الموضوع ده في حساباته ولا هيلعب بكل قوته؟ خلاص ما بقينا كتاب مفتوح. لا خلاص بقى، يعني بص من بطل قوي الموضوع من زمان، ان حد بيخبي وحد يعني الدنيا كلها الاناليسز دلوقتي بقى، يعني هو عامل اساسي في تحليل اداء اللاعبين، يعني بقى عامل اساسي في الرياضه، الناس كلها بتشوف بعضها بشكل شبه دائم، يعني انت لما بتشوف بطولات عالم او اولمبيات الناس بيشوفوا بعض الاف الفرق في اللي بيأدي بالظبط كده. في الملعب بقى هو اللي بيسمع التعليمات وبيأديها، دلوقتي التحليل بقى بيوصل لدرجات عاليه جدا من الدقه ومعلومات كتير جدا، بيبقى المشكله مع الجهاز الفني ان هو كم المعلومات الكبيره اللي بياخدها من المحللين هو هيدي ايه منها للعيبه تفيده وامتى، يعني احنا بيبقى في عندنا محاضره قبل الماتش مثلا، دي ممكن انا افضل انها تبقى قبلها بيوم عشان اللعيب يركز فيها ويبتدي، دي محاضره طويله شويه بيبقى فيها معلومات كتيره قوي عن الفرقه المنافسه، هم بيلعبوا ازاي واحنا هنلعبهم ازاي، تمام. دي بتبقى محاضره مهمه جدا وبتاخد وقت في حدود ساعه مثلا، عايزه وقت محاضره فيديو يا كابتن. طبعا بالفيديو. بتبقى بالكمبيوتر بيحلل الاداء الفرقه المنافسه، بيشوف كل مواطن القوه والضعف اللعيبه، كل لعيب بيطلع نسبه وطرق واماكن ضربه وكل الكلام ده اللعيبه بتاخده بشكل مفصل في المحاضره اللي هي بتبقى قبل الماتش بيوم غالبا. بنيجي بقى في الماتش، بتيجي في معلومات بتجيلك، ما اقدرش ادي كتير للعيب، لكن هو المدرب في الحقيقه بيختار المعلومات اللي هيديها، هيدي ايه دلوقتي،
وعنده مثلا 30 ثانيه محتاج يدي لست سبع بنات كل واحده فيهم معلومه مهمه هو محتاجها. ومن هنا يجي دور الجروب عمل الجماعي التيم ورك بقى اللي موجود، المحلل مع مساعدين المدربين مع المدير ممكن الفني، ممكن يكون المدير الفني مشدود مع المباراه، مشدود مع المباراه لازم انا كمحلل تقني اجي له اقول له كابتن دلوقتي وما يديلوش محاضره، يدي له هو هيدي له دلوقتي حاجه مهمه جدا. احنا عندنا نقطه ضعف في الاستقبال نمره كذا عندها مشكله دلوقتي وهي موجوده في الملعب، وهي موجوده في وجه الارسال عليه دي تبقى معلومه مهمه، المدير الفني ياخد المعلومه يشوف بقى مناسبه مش مناسبه بس جات له المعلومه خلاص. البصير في الوقت الحساس بيدي للعيبه فلانيه يبقى لازم نركز معاها في البلوك كده يعني تبقى الاهميه. فبالتالي هو عمل جماعي مهم يعني حضرتك قسمتها الناحيه الفنيه بتروح كلها زي باكج واحده للاعبات قبل البطوله او الماتش بيوم، ساعة الماتش بقى ندي بقى هنتات صغيرة او زي كباسيل صغيرة كده. فاكرين لما قلت لكم الحتة دي احنا عايزين دلوقتي نعمل كذا، وجه الارسال في الحتة الفلانية، في ضرب مثلا في بايب من منطقة ستة، في ضرب العب ارسال قصير قدامه عشان ما يضربوش من ستة، في الضرب من الباك رو في واحد العب ارسال في واحد عشان احنا مش عايزين حاجات كتير كده، لازم تتاخد على وقتها ساعة تنفيذها بالظبط عشان تعمل زي ريمايند اللعيب. بس خلينا نقول برضو ان ما هو التركيز اللعيبه بيبان هنا، ممكن المدير الفني يدي كل ده واللعيب ما يقديش، هي دي بقى قيمه اللعيب، ممكن اللعيب ما تديلوش ده خالص وهو نازل مركز، هو دي قيمه اللعيب اللي احنا بنتكلم عليه، اللعيب بيسمع التوجيهات وبينفذها ويكون له قدره على تنفيذها، يعني هو في ممكن يكون لعيب ذكي بس مش قوي مش طويل مش ايديه مش سريع، فهو الموضوع بتبقى فيه حاجات كتيره مهمه. مشكله فريق قرطاج ان هو المدرب معاهم اعتقد بقاله سنتين بقاهم ومعاه طقم كامل من ايطاليا مدربين كويسين، واضح جدا ان هم بيعرفوا يعملوا الاناليسز ده يعني هو ده اللي شفتهم في التايم اوت معاهم لابتوب وراح في وقت قعد اللابتوب بداوا يشوفوا حاجه وراح في التايم اوت وراح المدرب بص عليها مدير فني وراح متجه للاعبات مديهم معنى كده انه بيعملوا اناليسنج مظبوط جدا الاداء الحركي والاداء واخدين كل يعني هم اساس العلم ده هو يعني هو ان شاء الله الايطاليين هم اللي دخلوا الداتا فولي طبعا هم اللي عملوا الطفره دي فانا قصدي ان هو في الماتش بتاع ان شاء الله بس ربنا الاول يكرمنا النهارده برافو عليك صح انما في ماتش قرطاج هيبقى فيه شغل تاني يعني هيبقى فيه شغل خططي عاليه في الماتش ان شاء الله. ندى يعني كنت انت وانت بتلعبي انت يعني مش بعيد عن اللاعبات كان بيجي لك حاجات زي كده تعليمات زي دي في الملعب بيتقال لك دلوقتي هنعمل كذا يعني برضو قولي لي خلي الناس تعيش اكتر مع اللي بيحصل في الملعب. طبعا احنا كان فعلا بيجي في وقت تاخد تايم اوت مثلا في النقطه دي هنعمل خطه معينه الرفع هتكون بالشكل الفلاني الهجوم فلانة اللي هتهاجم او ان البلوك الناحيه الثانيه عندك بلوك دوت قوي نسبته عاليه بلاش الرفع الناحيه دي الرفع يبقى الناحيه المعاكسه ممكن يكون في تعليمات للمدير الفني بانه يرفع ناحيه حد معين او الضرب يكون عند حد معين بيبقى زي ما كابتن هاني قال بيبقى فيه للفرقه الثانيه انت بتبقى دارسها بشكل مفصل لكل لعيبه هي مميزه في ايه وعندها قصور في ايه فاللعيبه ديت بيبقى معروف ديت مثلا استقبالها كويس بس بلوكها ضعيف فملعبش عليها الارسال اجي وانا بشوط ابقى الضرب من ناحيتها اللعيبه ديت ارسالها كويس او اللعيبه دي هجومها كويس في المنطقه الخلفيه فانا محتاجه ان انا العب الارسال عليها عشان اوقفها محتاجه العب الارسال في سكه البلاي ميكر وهي داخله علشان ما تاخدش الكوره بسهوله صحيح. تقدر ترفع وتعمل جمل الكلام ده بيبقى اللاعبات مركزين فيه لما كنت ده بيتحفظ يعني لما بيجي لك في الملعب بيبقى خلاص انت بقى انت يعني المفروض ان احنا تنزل المباراه انت عارف كل الكلام دوت يعني عارف من اول من قبل ما المباراه تبدا انت عارف انت هتلعب ارسالاتك موجهه على رقم كذا كل الفرقه بتلعب على نفس الرقم دوت لان هي دي اضعف واحده في الاستقبال صحيح صحيح عارف ان ديت البلاي ميكر قصيره شويه فانا عارفه من اول ما البلاي ميكر هتطلع على الشبكه كل الرفع هيبقى ناحيه فرد الاربعات يعني بنظر لاعبه مش هسالك بقى كمحلله معانا في الاستوديو بنظر لاعبه نازله الماتش مثلا انا هسبق الاحداث شويه قرطاج انت شايف نقطه ضعفه ايه انا شايفه قرطاج معاهم بلاي ميكر قصيره اقدر استغل الموضوع ده ان انا عندي دربتين اربعات كويسين جدا المحترفه والنهله يعني ممكن ادوخهم بقى يعني بالزبط. مره من هنا مره من هنا مش او اضرب حتى هو النهارده قرطاج ده يعني حاول ان هو في الجيم الاخراني ان هو يتغلب على الموضوع ده وطلع الباستيره ونزل مكانها لعيبه اتنينات طويله عشان تقدر اللي هي كابتن الفريق رقم صح. 16 عشان تعوض الموضوع علشان تقدر تعوض ان هو ما يبداوش يعلو عليه او يحصلوا الفرقه ان هم يستغلوا نقطه الضعف ديت وفعلا لما نزلت البلاي ميكر تاني
فريق الكيني قدر ان هو ياخد 3 4 نقط بيضرب تاتش بلوك في البلاي ميكر لان هي قصيره مفيش فقدر ان هو يستغل الموضوع دوت ويتقدم شويه. طب خليني اقول لك انه يعني مش نادي الشمس لما لعب كرتاج كان في دور الثمانيه تعبهم جدا، الشمس ناقص لعيبه ومعهمش محترفين ومعهمش ومش مستعدين ومفيش معسكر والكلام ده كله اللي احنا قلناه، ومع ذلك الشمس لما لعب خططيا معقول مش هنقول يعني معقول وكان لعب بروح تعب كرتاج جدا. صح، لدرجه ان رد فعل كرتاج بعد المباراه كان مبالغ فيه بالفرحه. اتفاجئوا فرحوا جدا فيعني بتهيألي لو لعبناهم خططيا زي ما انت بتقولي وخدنا نقط الضعف بتهيألي هيبقى عندهم مشكله. ده حقيقي، والشمس ضغط عليهم جدا بالارسال فقدر يوقف اللعب السريع بتاعهم، قدر يوصل لكل الاطراف بدبل بلوك، خد كميه بلوكات كتير جدا الشمس منهم لان هو ما بقاش فيه سريع شغال، فبقى سهل على لعيبه التلاتات ان هي ما بتتاخرش في السنتر بلوك عشان تشوف الرفعه هتبقى فين، عارفه ان الرفعه على الاطراف. شفنا ساره كمان خدت تاتش بلوك كتير جدا منها عشان ساره بتبقى على الخط اللي فيه البلاي ميكر بالزبط. قدام فقدرت تلعب بس عليها الشمس كويس. الشمس لعب بزياده على ساره لان ساره ما كانش هم ما عندهمش حلول يعني برده هم ما عندهمش غير ساره ودعاء يعني غالبا ساره ودعاء عملت شغل كويس، بس انا قصدي اقول انه كان ما فيش حلول يعني انا كنت دايما بلاقي الرفع ناحية يعني ما فيش ثلاثات بتطلع واثنين واربعات وما لقيتش ومع ذلك قدروا ان هم يمشوا معاهم وعملوا جيم رائع والجهاز الفني بصراحه ادار المباراه كويس جدا يعني كانوا موفقين في الموضوع ده. فبتهيألي لو حد لاعب كرتاش خططيا زي ما قال كابتن هاني بالظبط هيتعبوا بالظبط. هم الفرقه بتاعتنا ان شاء الله بعد ماتش النهارده بعد ما يكسبوا يعني هيتفرجوا على ماتش الشمس ده مره واثنين وثلاثه وهيتفرجوا على ماتش النهارده تاني مره واثنين وثلاثه وهيقدروا يعني كابتن حمدي طبعا خبره خلاص يعني شاف الفرقه دي كذا مره، فرقه قرطاج السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها في تونس، فهو بقى عارف الفرقه هيكلها ما اتغيرش في حد كتير، مفيش لعيبه كتير اتغيروا، هو نفس التشكيل اللي بيلعب ناقصهم واحدة أو زيادة عليهم واحدة فمش هيغير كتير. البنات نفسهم بقوا حافظين الفرقة كويس عارفين كل واحدة مميزاتها. منظمين يعني هم لعبوا مع بعض كتير يعني هم نفس الفرقة دي بتلعب بالظبط، الفرقة باينة إنها لعبة مع بعض كتير ده حقيقي، اللي طالع عارف مين اللي نازل يعني حتى في التغييرات في الروتيشن اللي بيحصل في الملعب كل واحد عارف دوره. هم حتى ما عندهمش يعني ما عندهمش تغييرات بره بتحصل كتير، هم الستة دول هم اللي بيلعبوا بقالهم 3 سنين هم الستة دول، فهم بقوا منسجمين جدا مع بعض، كل واحدة فيهم عارفة البلاي ميكر رفعتها عاملة ازاي بالظبط التايمنج بتاعها معاها ازاي، فهم حافظين بعض صحيح. يعني الفرقة نفسها حافظة بعض صحيح. وانا برضو عايز اروح لكابتن هاني، اللعيبة المحترفة يا كابتن معهم لعيبة محترفة، هي طوية بتلعب في مركز ثلاثة دي كانت مع صفاقس التونسيين وصفاقس انا فاكر البطولة العربية اللي فاتت انا فاكر اللعيبة دي كويس مش فاكر اسمها لعبت مع البطولة العربية اللي فاتت في شهر ديسمبر ومشاها تقريبا صفاقس قالوا انه بعد البطولة هنمشيها وتعاقد معاها كرتاش. تقييمك للاجانب ايه؟ بص هو الفريق التونسي زي ما قالت ندى كده عنده مشكله عموما في اجسام اللعيبه اللي عنده، يعني هم ما عندوش اطوال عاليه قوي. عنده مشكله بس مركز ثلاثه اطوال. ما انا لسه عايز اقول لك بقى هو كان في تونس هو فاضطر ان هو يجيب بقى لعيبه محترفه جامد عشان النادي الاهلي تحديدا. لان انت في الاهلي عندك صح يا كابتن لان انت كده قريتهم صح هم جابوا المحترفه دي عشان الاهلي. طبعا لما هو انت في الاهلي اقوى من اقوى المراكز الهجوم هي مركز ثلاثه عندنا في الاهلي لو الاستقبال يعني هو هتلاقي 100% المدرب بتاعه هيلعب على حاجه واحده ان هو يبوظ الاستقبال بتاعه يعني هيلعب ان هو يلعب قويه هيلعب برسالات قويه عشان يمنع الضرب السريع بتاعنا. لما ضربنا سريع الماتش ده زي ما فاكر ماتش الاهلي والزمالك لما اتكلمنا نفس الموضوع هنا بالظبط الاستقبال بتاع الاهلي لو جه مظبوط بنسب معقوله الماتش هيبقى في منتهى السهوله 3-0 خلاص في فرق جامد جدا في الصراعات يعني في فرق جامد جدا في قوه الهجوم بين الفرقتين. انما الفريق التونسي لعبوا مع بعض كتير عندهم خبرات كويسه لو اتحطوا ان هم الجيم مقفول هيبقى فيه مشكله لان هم اعصابهم اهدى ممكن تكون اهدى شويه من اللعيبه بتاعتنا والضغط علينا اكتر عشان ملعبنا بالظبط ما هو اللي بيبقى بيلعب في ملعبه بيبقى عليه ضغط اكتر فهتلاقي الموضوع مش لطيف لو فضلنا ماشيين نقطه بنقطه لو الاستقبال عندنا ما اتظبطش هو الحاجه الوحيده اللي هتخلي الماتش يمشي نقطه بنقطه ان الارسال بتاعنا لو ما اتظبطش. وكمان يا كابتن ما اعرفش وجهه نظرك طبعا حضرتك استاذنا بس انا بقول بعين المشاهد احنا لما بيبقى السيرف معانا بيبقى مهم جدا البلوك البلوك بتاعنا برده لا هم ما عندهمش الطوال وانا لاحظت برضو ما بيلعبوش سريع كتير هم بيلعبوا لعب نمطي كتير بشوف كرتاش كده انا بحس كده لو احنا البلوك بتاعنا توفقنا فيه كويس بشكل كبير
ان احنا نقدر ناخد نقطه ورا اثنين ورا ثلاثه ولا اربعه يعني، وحتى لو الارسال مش معانا بس نسحب نقطه. هو ما بيلعبوش برضه، البلوك عليه عامل. طبعا هو عليه عامل، بس احنا برضه زي ما هم عندهم نقط ضعف احنا عندنا نقط ضعف، وبرضه البصيره بتاعتنا قصيره، وهم بيلعبوا هتلاقي الماتش كله بيتلعب برضه على صانع الالعاب عندنا. يعني هتلاقيه يلعب على شروق على بس فوق. احنا عندنا حل، عندنا حل، عندنا بصيره ثانيه اطول بالزبط. لكن برضه في فرق كبير في ان شروق خبرته عاليه طبعا. تعرف تمشي طبعا بس ده دور بقى ان شاء الله كابتن حمدي يمشي بايه، يمشي معاهم كده. لا ويبقى في تاكتيك في السيرف مهم جدا في يعني في الوقت اللي فيه شروق موجوده على الشبكة. على الشبكه لازم يبقى في تاكتيك سيرف ان احنا نخلي الضرب ما يبقاش موجود. في حاجات كتير قوي نقدر، في حلول كتير، حلول كتير صحيح، ان احنا نقدر نخليه نقدر نلعب على لعيبه اربعه اللي على الشبكه نبعده بره خالص، يبقى ارسال ورا شويه، ما يبقاش متهتمش ان انت تبقى عايز تلعب ارسال سريع بس عند لعيبه اربعه، لا يتلعب عالي بس لورا عشان في اخر الملعب، في اخر الملعب عشان يبقى صعب انها تتهاجم. برضو لو راح اخر الملعب يبقى في مشكله برضو، هم عندهم بيعدوا الكره كويس يعني برضو عايزه ما انا بقول لك في حاجات كتير قوي، في تاكتيك للسيرف كتير جدا. ممكن تلعب ارسال في واحد سريع جنب الخط اللي صانع الالعاب ما يعرفش يوصلها لهناك في اربعه، فهو على حسب اللي بيشوفه كابتن حمدي بقى في الوقت ده. لكن هو المباراه هيبقى فيها شغل خططي، خططي من الاثنين صحيح. احنا عندنا نقط ضعف هو عايز يستغلها، وهم عندهم نقط ضعف. بس انت انا متفق مع حضرتك انه اللعيبه الايطاليه اللي هو جايبها مخصوص عشان نادي الاهلي، جايب عشان يوقف السريع بتاعت سنتر بلوك محترم طويل يعني. انا شايفها يعني مهاريا ضعيفه والله، انا مش شايفها الصد بتاعها حائط صد قوي. هو جايبها مخصوص عشان اللعب السريع بتاعنا. بص هو جاي البطوله عارف هو هيعمل ايه وعارف مين ممكن يقابله في الاخر، والحقيقه القرعه خدمتنا احنا كمان وخدمتهم ان احنا نقابل بعض في النهائي. هي كل لازم هتبقى كده، كان ممكن يعني يحصل مفاجاه، كان ممكن قرطاج يخسر ماتش في مجموعته او يخسر في حاجه فتحطه زي ما الشمس حصل يحطه في سكه الاهلي، بس القرعه خدمتنا ان احنا وصلنا في الاخر، بقينا كتاب مفتوح، الفرق هو الاداء. طب خلينا استاذنكم نطلع لتقرير نشوف بعد ما وصل قرطاج النهارده المباراه النهائيه، نشوف الجهاز الفني واللاعبات قالوا ايه، نشوف التقييد وارجع لكم. صبري معاك يا كابتن هيثم السعيد، معنا في هذه اللحظات رحمه العجربي طبعا احد نجمات فريق القرطاج النهارده. مبارك لك على الفوز وعلى الاداء. المباراه النهارده كنت متوقعين تكون قويه بهذا المستوى امام فريق السجون الجيني، وشايفه المباراه النهارده ازاي؟ اول حاجه هيبارك فيك عايشك. كنا متوقعين اللي تكون مباراه قويه. نادي البريزنس الكيني نعرفوه، لعبنا ضده السنة اللي فاتت في النصف النهائي وفزنا عليه 3-1. كنا متوقعين صحيح اللي نحن باش نفوزوا، هو فريق كويس صحيح، اما نحن عرفنا نضغطوا عليه وعرفنا نقاط الضعف متاعه، ونحن لعبنا على نقاط القوة متاعنا، تعاوننا البنات الكل مع بعضنا، عرفنا كيفاش نسير المباراة والحمد لله يعني فزنا. وانا بسجل مع رئيس الاتحاد والسفير قال احنا عندنا رجاله ما عندناش بنات، عندنا رجاله ابطال ان شاء الله يفوزوا بالبطوله. ده بينعكس عليكم ازاي ودوافعكم ازاي متجدده ان انتم تحققوا البطوله دي، لان بطوله صعبه جدا بالنسبه لنا؟ طبعا صعبه يعني، هو لهنا في مصر وفي الاهلي صعيبه شويه، بس مش حاجه مستحيله النجم نفوزوا. علاش ليه؟ نحن جايين هوني باش ندافعوا على اللقب نتاعنا، باش ناكدوا اللي نحن نسحقوه على السنه اللي فاتت، وان شاء الله نفوزوا ان شاء الله بعد غدوه ان شاء الله. عايش. نشكر طبعا من جديد اللاعبه رحمه، طبعا احد اللاعبات المميزات بالنسبه لي لفريق قرطاج التونسي، وبينضم لنا كمان احد اللاعبات المميزات. برحب بيكي في البدايه ومبروك النهارده الفوز واداء رائع ومميز. المباراه النهارده بتمثل لك ايه، ووصولكم للدور النهائي بيمثل لك ايه؟ وصلنا للدور النهائي، كان هذا المره الثالثه على التوالي. ما كانش سهل ضد ايكيب كما هذه، اقوى منا في الضرب، اعلى منا في البلوك، بس الحمد لله عرفنا كيفاش نلعبوا على نقاط ضعف نتاعهم ونتخطاوهم بسهوله. التعليمات الفنيه للمدرب الجهاز الفني مستر ماركو كان بيتكلم معاكم ازاي قبل المباراه، وكان مركز معاكم على ايه؟ لا ده سر المهنه. لا اكيد يعني عملنا فيزيوناج على الفريق وعرفنا نقاط الضعف نتاعه ولعبنا عليهم يعني اكيد. المباراه النهائيه بتمثلك ايه، وصولكم للمباراه النهائيه؟ احنا بنتمنى يكون الطرف اكيد النادي الاهلي، يبقى ديربي تونسي مصري ان شاء الله في النهايه. شايف المباراه النهائيه بالنسبه لكم ازاي؟ ان شاء الله هو الوصول للقمه ينجم يكون سهل، اما المحافظه على القمه هي اللي صعيبه. احنا هون جايين باش نحقوا ونحافظوا على اللقب نتاعنا اللي خذيناه السنه اللي فاتت. اكيد مش باش يكون ماتش سهل، واحنا ديما ماتش نتاعنا ضد الاهلي يكون ماتش صعب خاصه في الارض نتاعو، اما احنا متحضرين لكل هذا نفسانيا وبدنيا وكل على كل الحالات. عايشك.
بنشكر من جديد طبعا كل نجمات فريق قرطاج التونسي طبعا على هذا الاداء وهذه طبعا الامور الخاصه بالنسبه لفريق النادي قرطاج النادي الاهلي. مباراته القادمه ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ليكون الطرف الاخير في المباراه النهائيه. يمكن دي كانت لقاءاتنا عقب فوز نادي قرطاج على فريق السجون الكيني، وان شاء الله هيكون لنا لقاءات عديده خلال الفتره القادمه او خلال الساعات القادمه مع مباراه النادي الاهلي اللي بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. مستمرين معاكم كابتن عيسم كل مشاهدينا كل نجوم الاستوديو التحليلي وتغطيتنا الخاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره للبطوله الافريقيه رقم 29. طبعا في الاول احنا نبارك طبعا لاشقائنا التوانسه فريق قرطاج تاهلوا للمباراه النهائيه. الحقيقه بتبقى روح حلوه. يمكن زميلنا كريم احمد مراسلنا في ارض الملعب حاول يسالهم سؤال كده، كان يعني كان عايز يعرف منهم معلومتين ثلاثه كده، بس قلت له لا ده سر المهنه. فالحاجات دي بتبقى يعني بتبقى لطيفه وبتبقى حلوه لما بتحصل ما بين الاشقاء وبعضيهم. يعني كابتن هاني احنا قلنا لسه بنقول واحنا بنتفرج على التقرير لو كريم يقدر يوقعهم في سؤال ولا حاجه، فقالوا له لا يعني احنا مروه تقريبا، قلت له لا ده سر المهنه. لا بس هو يعني هي طبعا هي يعني هزار هزار طبعا، وهو مش محتاجين احنا مش محتاجين نعرف منها حاجه يعني هو خلاص احنا كل حاجه عرفناها بالظبط، وحمدي اكيد عنده كل وهم كانوا قايلين احنا متحضرين كويس او مذاكرين كل الفرق. هو هي نفس انا كاتب الكلمه احنا متحضرين كويس محضرين كويس فكله كله بقى واحنا برضو محضرين محضرين بالظبط. لا ده احنا محضرين كويس قوي ان شاء الله باذن الله. طب اقول لك يا كابتن انت يعني مباراه النهارده هنرجع لها بشكل او باخر برضو لان هي دي الاساس. بتهيألي برضو مش هتبقى سهله، هتبقى اقوى شويه من امبارح. والانابيب عمل مباراه قويه امبارح فاز 3-2 على بافيا. فممكن يكون ده ليه اعداد كويس، يعني خلاص بقى عارف خد روح المكسب. لما بتلعب مباراه جامده وتكسب بتلاقي نفسك عندك ايه؟ نفسك اتفتحت للمكسب. هي عموما ممكن تبقى المباراه صعبه النهارده شويه. بص فريق وصل قبل النهائي. يعني مستني منه ايه؟ اكيد هيلعب اقصى جهد عنده ان هو يحاول ان هو يوصل للنهائي. في البطوله دي هو مش مطلوب منه ان هو ياخد البطوله، فهو بالتالي برضه هتلاقي اعصابه اهدى بكتير مننا، فممكن الكلام ده يديله شويه يعني نقط قوه شويه. بيلعبوا من غير خوف، مش خايفين، مفيش حاجه يبكوا عليها. هم وصلوا للمركز اللي هم جايين عشانه، ويمكن اكتر كمان، يمكن هم شايفين ان هم وصلوا للمربع فيعني طبعا فهيبتدي بقى يحاول ان هو يوصل اكتر، مش هيبقى متوتر، هيلعب اقصى حاجه عنه. من طبع الافارقه عموما ان هم لو لعبوا كده بمزاج والدنيا معاهم رايقه يعملوا جيم كويس، يعملوا جيم كويس. طب يا كابتن هقول لك ان شاء الله في حاله تاهل النادي الاهلي باذن الله باذن الله المباراه النهائيه هيبقى فيه ثالث ورابع كيني انابيب بتلعب السجون، هيبقى ماتش معركه. بس انا يعني احنا شايفين كده ان السجون اقوى شويه يعني كلنا شايفين ده. بس هم بيبقوا حافظين بعض ولاعبين قصاد بعض وعارفين. يعني احنا لما الشمس لعبناها السنه اللي فاتت في قبل النهائي في تونس كنا لسه كاسبين الشمس قبل ما نمشي 3-0 روحنا يعني سرنا. الاهلي كان كسبان الشمس يعني في التسع ماتشات يعني بالظبط. ده يعني الفرقتين لما بيكون قصاد بعض حافظين بعض المباريات بتبقى. انا بتكلم عن المباراه الثالث والرابع بكره ان شاء الله اذا تاهل النادي الاهلي ان شاء الله للمباراه النهائيه، وان شاء الله يتاهل. هو ان شاء الله هيتاهل بس يعني انت عارف برضه زي ما انت بتقول كده هم حافظين بعض، ممكن اي حاجه تحصل لكن هتلاقي السجون اعلى شويه وهتلاقيه يخلص الماتش. الماتش النهائي برضه هتلاقي الفرقتين بقى هيبقى في شغل جامد جدا يعني يعني بجد هيبقى ماتش حلو. وحمدي عليه دور جامد جدا في الماتش ده، هو قدها وسهله ان شاء الله هو قدها وهيبقى قدها باذن الله. هو مركز جامد بس هو دلوقتي التفكير كله لازم يبقى في الانابيب، ما يفكروش خالص في الماتش النهائي، ما يفكروش في الماتش خالص. لا البلد ما شاء الله عليهم لازم يكونوا مركزين لانه ماتش مهم جدا قبل النهائي، هو استلم للماتش النهائي. صحيح. طب ندى يعني النهارده خلاص كلها لحظات وتنطلق المباراه ان شاء الله، ايه اللي بتطلبيه من اللاعبات النهارده بحكم ان انت لعبتي معاهم وعارفه الاداء؟ ايه اللي مطلوب من اللاعبات من اول المباراه لاخرها النهارده عشان ناخد البطاقه التاهل بكل سهوله؟ والله مطلوب منهم ان هم يكونوا هادين من اول المباراه، ما يتشدوش، يحاولوا على قد ما يقدروا يسيطروا على الماتش من الاول. طبعا بيبقى في ضغط كبير ان انت بتلعب في ارضك وفي جمهورك و وسط كل مشجعينك واهلك وناسك بالظبط، بيبقى ضغط يعني الناس بتبقى فاهمه ان هو بيبقى عامل مساعد، هو بالعكس بيبقى ضغط كبير قوي على اللعيبه يعني. بس مع الصفاره وتلعب دقيقتين ثلاثه بيتقلب معاك ده حقيقي. بس هي بتبقى الفكره كلها في اول المباراه، يعني انت لو قدرت من اول المباراه ان انت تتحكم في نفسك وفي المباراه
وما تتشدش، تقدر تلعب بهدوء وتلعب اللعب العادي اللي انت بتلعبه كل مباراه، الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لهم. يعني انا مش شايفه فرقه البايب لاين فرقه قويه زي ما كانت، واللعيبه دي منهم كتير لعب في فريق مع فريق البايب لاين، لا ولعب مع فريق البايب لاين وهو كان يعني بعزه بالظبط، كان قوه يعني، كان هو بطل كينيا يعني قبل ما السجون يطلع كان بايب لاين بطل كينيا. ففي منهم لعيبه كتير شافوا فعلا فريق الكيني دوت وهو في قمته، صحيح. فاعتقد الموضوع هيبقى بالنسبه لهم نفسيا اسهل، يعني هم عارفين ان الفرقه ديت دلوقتي مش بنفس القوه اللي هم كانوا بيلعبوها، فهيبقى الموضوع اسهل بكتير بالنسبه لهم لو قدروا يركزوا من اول المباراه بدون اي ضغوطات. الموضوع هيبقى سهل. طب ندى، ايه رايك نعرف الساده المشاهدين برضو على اللاعبات اكتر، نتكلم عن مركز مركز واللاعبات اللي فيها؟ يعني احنا مش هنقول اسامي، احنا هنقول المركز ومين بيلعب في المركز ده في النادي الاهلي. يعني نبتدي مثلا بصانع الالعاب. صانع الالعاب احنا عندنا شروق فؤاد رقم 9، ودانا شوقي رقم 6. في مركز اربعات عندنا، خلينا نقول ان شروق اكبر خبره واكثر سن، اكبر سن واكبر خبره بالظبط. دانا لعيبه صغيره في السن وبقى لها يمكن سنتين في الفريق بتشارك. كروس الباسير عندنا ايه الشامي ورنا الجوهري. رنا الجوهري تمام تمام برضو، آية خبرتها أعلى وخبرتها أعلى من رنا إلى حد ما. تمام. عندنا في مركز ثلاثات زي ما قلنا، خلينا نقول للسادة المشاهدين إن اللي بيلعب بلاي ميكر واحد أو صانع لعب واحد في الملعب، مركز بالزبط. اثنين بيكون لاعب واحد، ماشي اتفضلي اتفضلي يا نار. عندنا بيكون في لاعبتين مركز ثلاثات في الملعب. عندنا أربعة إحنا في الفرقة، من أول مريم متولي رقم 20، عندنا فريدة العسقريني رقم 12. وخلينا نقول حاجة، مريم متولي كانت مصابة بالظبط، راجعة من إصابة عاملة عملية في كتفها اليمين، وقعدت 6 شهور تتعالج، هي لسه راجعة يعني، دي أول بالزبط. مشاركة ليها بعد العملية. مريم متولي وهي من أفضل اللاعبات حتى في سنها، ده حقيقي من أفضل اللاعبات في مصر حاليا يعني. هي لولا الإصابة فرق أخرتها شوية. ومريم متولي رقم 20، وهي ان شاء الله يعني ايه اول بطوله ليها تلعبها اول بطوله بعد الاصابه بالظبط، لغايه دلوقتي الحمد لله تاتش وود ماشيه كويس. يبقى اول لله. اول لعيبه مركز 3 مريم، مركز 3 مريم متولي، وعندنا فريده العسقلاني رقم 12 بالظبط، وعندنا نرمين المنشاوي رقم 13، ونور ياسين رقم 3. بيبقى عندنا لاعبتين مركز 3، مركز 3 في الملعب. تمام. واحده منهم بتنزل في الخط الخلفي مكانها الليبرو اللي هي مريم مصطفى. تمام. وعندنا ليبرو تانية ندى وليد، برضو اول مشاركه ليها مع الفريق، لعيبه صغيره في السن واصغر واحده. ده حقيقي. يبقى عندنا 2 ليبرو، مريم مصطفى، مريم مصطفى وندى وليد، افضل ليبرو في افريقيا. ده حقيقي. وعندنا ندى وليد كمان رقم 2. تمام بالظبط. الاربعات بقى عندنا الاربعات نهله سامي، في ليبرو واحد في الملعب عشان بس نحدد انه بيبقى في ليبرو واحد، وهو الليبرو يا جماعه عايز اقول حاجه، بيبقى لابس تيشيرت مختلف، وهو الليبرو هدفه الاساسي والاول والاخير هو الاستقبال الدفاع، وما بيهاجمش، يعني مش هنلاقي الليبرو بيضرب على الشبكه، هنلاقي الليبرو بس بيستقبل، هو بياخد اللفات الخلفيه بس للاعيب ثلاثات او لاي لعيب اخر يعني، هو بياخد الثلاث لفات الخلفيه. تمام. عندنا لعيبه مركز اربعات، نهله سامح كابتن فريق. تمام. والمحترفه كاترين. ايوه. ومايا ممدوح. تمام. ورحمه المهندس. تمام. بيكون عندنا لاعبتين في الملعب مركز اربعات. طيب خلينا نقول انه احنا بيبقى عندنا لاعبتين اربعات في الملعب بالظبط، لاعبتين غالبا هتكون نهله سامح والمحترفه كاترين. تمام. طيب مين جاهز معانا يا جماعه دلوقتي في التقرير؟ طيب نشوف طبعا سفير تونس قال ايه بعد مباراه النهارده، واجع لحضرتك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدينا وطبعا قناه الاهلي في كل مكان، فوز مهم ومميز لفريق قرطاج التونسي حامل اللقب واللي بيأدي اداء اكثر من رائع منذ بدايه البطوله، بيسعدنا وبينضم لنا في هذه اللحظات معالي سفير تونس طبعا نجيب المنيف، وببارك لك طبعا على الفوز النهارده، فرحه كبيره، والحقيقه يمكن فريق قرطاج من الفرق المميزه جدا. تابعت المباراه ازاي، وفي البدايه بتشوف التنظيم ازاي في جمهوريه مصر العربيه وخاصه النادي الاهلي؟ اولا حبيت اولا هذه فرصه ومناسبة طيبة باش نشكر جمهورية مصر العربية ونادي الأهلي للتقاليد المثمرة في تنظيم الرائع لهذه البطولة الإفريقية، وأكيد التقاليد اللي موجودة في مصر وتونس هما الفرق على الصعيد القاري التي بلدين ديما يتصدران اللعبة الشعبية الهامة جدا كرة الطائرة، وثانيا أنه المسيرة التي قطعتها الفرق المصرية والتونسية في هذه
البطولة تؤكد زعامة تونس ومصر وجدارتهم بتبوء دائما المراتب الأولى. أكيد نعرب عن 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 فرحتي والفريق التونسي فريق قرطاج ذو صاحب الألقاب القارية والوطنية، وكما شاهدتم اليوم وتابعتم مع مباراة نصف نهائي كانت متميزة، كانت تتويج لمسيرة هذا الفريق طيلة من منذ بداية هذه البطولة، وأكيد أنه الترشح للنهائي في انتظار إن شاء الله ترشح فريق الأهلي لمقابلة ليكون دربي جديد، دربي جديد تونسي مصري. وأكيد أنه كرة الطائرة والرياضة ككل هي أحد عوامل التقارب بين الشعبين الشقيقين تونس ومصر، ولدينا تقاليد وذهبنا إلى بطولة العالم والألعاب الأولمبية مع بعض، فالرياضة هي عنوان للتقارب بين البلدين. ونشكر مجددا هذه القبة وهذه قاعة الألعاب الرياضية المتميزة، ونادي الأهلي ليس بغريب عن ذلك، فشكرا لكم وإن شاء الله نتمنى لكم ترشح للدور النهائي. قولي للأبطال البنات قبل المباراة القادمة اللي هي النهائية، بنتمنى يبقى الطرف النادي الأهلي إن شاء الله، لكن لو السفير بيقول لهم رسالة تحفيزية البنات تونس تحب تقول لهم يا معالي السفير؟ أكيد أنه بنات والفتيات التونسيات نقول لهم دائما الراية التونسية، وهذا ما أكدنا عليه هذا المساء قبل الدخول إلى الملعب، قلنا لكم راكم تمثلوا كرة الطائرة التونسية، سفارة والسفير وكل الطاقم السفارة والجالية التونسية الموجودة هنا، فهو إذن نؤكد أنه دائما في كل المحافل الدولية نمثل الراية التونسية، فإن شاء الله نكون دائما خير سفيرات وسفراء للرياضة التونسية عموما، ونتمنى أن نلاقي فريق الأهلي في النهائي. شكرا 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 كل الشكر والتقدير من جديد طبعا لمعالي السفير. طبعا نجيب المنيف سفير تونس هنا في القاهره، وعلى هذه التصريحات المميزه والرائعه عوده ليك يا كابتن عيسى السعيد، ويكون معنا لقاءات ايضا خلال اللحظات القادمه. عوده للاستوديو التحليلي كابتن عيسى السعيد. الحقيقه يعني بشكر كريم احمد، لقاء حلو مع الحقيقه مع السفير التونسي، دمه خفيف جدا الراجل يعني، ونشكره على وجوده على قناه النادي الاهلي. اكيد معالي السفير هو يعني باختصار شكر طبعا النادي الاهلي على التنظيم الرائع، وده حقيقه حاجه يعني فخر الكل لينا احنا كل من ينتمي للنادي الاهلي. الحقيقه ان الناس تتكلم على التنظيم بهذا الشكل، قال ان نفس التقاليد، الحقيقه هو حاسس انه يعني في مصر نفس تقاليد تونس ومصر، مش حاسس باي غربه، حاسس نفس الكلام. قال ان المباراه ان شاء الله اتمنى تاهيل النادي الاهلي، تاهل النادي الاهلي، واتمنى وهنشوف ديربي مصري تونسي جديد. قال كمان وجه كلمه للاعبات التونسيات، قال لهم انتم سفراء تونس الان، وانتم سفراء الكره الطائره كلها، وسفراء عن السفاره وعن الجاليه المصريه هنا، الجاليه التونسيه هنا، وقال طلب منهم انه يكونوا ان شاء الله على قدر المسؤوليه. يعني روح خفيفه يا كابتن هاني طبعا، يعني تحس ان مصر وتونس يعني في كيمياء غريبه بينهم، دي حقيقه فعلا. يعني انت عارف زي الاهلي والزمالك كده، يعني هم اهم دولتين في الرياضه في افريقيا يعني في وجهه نظري. صحيح، هتلاقي في كل الالعاب يعني 80% من الالعاب انت مصر وتونس. صحيح، هم اهم دولتين. يعني عجبني ديربي مصري تونسي تاني، ده عجبني يعني الحقيقه. في كل انت رحت تونس، انت رحت تونس وعارف يا كابتن، لا حاجه بسيطه، بيحبونا جدا واحنا بنحبهم جدا. طبعا يعني لان هي احسن دول في التنظيم عموما بتبقى مصر وتونس، يعني هم احسن دول بينظموا بطولات، عندهم خبرات، عندهم كفاءات للكلام. صحيح. ده فيعني احنا كنا بنحب نروح هناك وهم بيحبوا يجوا هنا، لان صحيح. احسن ما بنروح تحت كده الدنيا بتبقى صعبه شويه. طيب اعزائي المشاهدين هنروح لزميلنا كريم احمد في ارض الملعب يوصف لنا اجواء ما قبل مباراه الاهلي. اتفضل يا كريم. تحياتي ليك يا كابتن هيثم السعيد، نجوم الاستوديو التحليلي، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وتغطيتنا طبعا للبطوله الافريقيه للكره الطائره رقم 29. الحقيقه في البدايه من كل لقاءاتنا اللي بنعملها هنا يا كابتن هيثم داخل النادي وخارج النادي، فنادق الاقامه الخاصه بالفرقه المشاركه، الاشاده نمره 1 على التنظيم، حسن الاستقبال، بيقولوا النادي الاهلي حاجه رائعه جدا وقادر ان هو ينظم اكثر من بطوله. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي عنده البطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات ورجال، ثم بطوله اليد ايضا كمان وبطوله
ابطال الكوس لكره اليد. الحقيقه الاشاده دي يمكن بتنعكس بشكل كبير جدا على مجلس اداره النادي الاهلي وايضا كمان على الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ محمد الضماطي، الاستاذ محمد الجرحي ايضا رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله ونائبه الاستاذ محمد الضماطي. الحقيقه يمكن ما سابوش حاجه بالنسبه للتنظيم، الكل بيعمل على قدم وساق بالنسبه للبطوله الافريقيه لتخرج بالشكل الذي يليق باسم النادي الاهلي. الحقيقه كمان يمكن في هذه اللحظات مباراه نادي الشمس وفريق ريفرز الرواندي 2-0 فريق ريفرز الرواندي. يمكن نادي الشمس بيأدي مباراه متوسطه هذه المباراه، فريق ريفرز يمكن فريق من الفرق المميزه جدا، الحصان الاسود بجانب الفرق الكاميرونيه زي ما احنا عارفين، لكن بنتمنى خلال الشوط ده نادي الشمس يتقدم في الشوط القادم ويحصد نقاط هذه المباراه بالنسبه لفريق نادي الشمس وريفرز الرواندي. ايضا كمان يسبق هذه المباراه او سبق هذه المباراه مباراه كانت اكثر من رائعه وقويه جدا بين فريق قرطاج التونسي والسجون الكيني، فريقين على اعلى مستوى، كان مباراه رائعه جدا حسمت طبعا لفريق قرطاج حامل اللقب زي ما احنا عارفين بيأدي اداء اكثر من رائع، عنده محترفه مميزه جدا، وكمان كان ليه لقاء مع السفير التونسي طبعا هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، سالته علا هم حاملين اللقب شايف المواجهه ان شاء الله اللي بننتظرها تكون النادي الاهلي في المباراه النهائيه امام قرطاج، قال احنا جايين من البدايه وعارفين ان شاء الله هتكون المواجهه النهائيه والاخيره تونسيه مصريه، فبنتمنى ان شاء الله تكون فعلا مواجهه تونسيه مصريه ويكون النادي الاهلي هو بطل هذه البطوله وياخذ اللقب من فريق قرطاج التونسي. زي ما بنقول طبعا الامور هنا ماشيه بشكل رائع جدا ومميز جدا، التنظيم والحكام اللاعبين واللاعبات الامور ماشيه اكثر من رائعه، وفي انتظار ان شاء الله مباراه النادي الاهلي. مباراه النادي الاهلي كابتن حمدي الصافي يمكن كان ليه محاضره مع اللاعبات منذ قليل، ركز بشكل كبير معهم ان المباريات القادمه ابتداء من مباراه اليوم تعتبر هي المباريات النهائيه وليس المباراه القادمه، يعني نوع من انواع التحفيز للاعبات، لاعبات على قدر المسؤوليه زي ما احنا عارفين اكثر من لعيبه انجي الشامي، مريم متولي، مريم مصطفى، عدد من اللاعبات لديهم خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه، بنتمنى هذه البطوله لن تخرج ان شاء الله من النادي الاهلي ويحصل النادي الاهلي على هذه البطوله. يمكن الشوط الثالث بدا كابتن هيثم دلوقتي في هذه اللحظات، زي ما قلنا طبعا فريق نادي الشمس المباراه متوسطه شويه فنيا، فريق ريفرز الرواندي متقدم 2-0 وايضا في الشوط الثالث متقدم 2-0 على فريق نادي الشمس، بنتمنى التوفيق لنادي الشمس بجانب فريق النادي الاهلي زي ما بناكد، وان شاء الله يكون مستمرين معاك يا كابتن هيثم ويكون لنا لقاءات خاصه ان شاء الله عقب مباراه نادي الشمس وايضا كمان مباراه النادي الاهلي. فهذه اللحظات نرجع للاستوديو التحليلي وكابتن هيثم السعيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا. الحقيقه مفاجاه ان نادي الشمس يعني خسران 2-0 من ريفينيو الرواندي. الحقيقه كان نادي الشمس قابل ريفينيو الرواندي ده البطوله اللي فاتت يعني قبل الاخيره مش اللي فاتت اللي قبليها وطلعها من دور الثمانيه، دي لقطات حيه من ارض الملعب في مباراه شويه احباط، ولا رايك انا ده حقيقي لان هم عملوا مباراه كبيره جدا امبارح، كان عندهم عشم كبير يكسبوا بالظبط، وهم كمان يمكن حتى لو ما كانواش داخلين المباراه عندهم الايمان الكامل ان هم هيكسبوا، بعد ما لعبوا ولقوا نفسهم بيأدوا كويس اتحمسوا جدا وفرقوا يعني فاجئوا فريق قرطاج. فريق قرطاج بعد المباراه في كل تعليقاتهم ان هم يعني اتخضوا من اداء نادي الشمس، ما كانوش متوقعين ان هو يؤدي الاداء دوت، فطبعا حصل لهم اكيد احباط خلاص، يعني اصل انت لو ما وصلتش للمربع بيبقى بالنسبه لك كل يعني خلاص كل زي بعض مش هتفرق يعني، بس ده ما يمنعش ان ريفينيو الحقيقه برضه فريق كويس. انا قلت لحضرتك من المره اللي فاتت هو فريق كويس، والفرق الرواندية عامه الفتره الاخرانيه بدات تظهر في المشهد بقوه يعني كمنتخبات وكانديه، وهو بطل رواندا فريق ريفينيو. انت رحت رواندا قبل كده ندى؟ لا. دي بلد صغيره جدا. انا عايز اقول لك رواندا بلد يعني زي ما بيقولوا اوضتين وصاله، بلد صغيره جدا والبلد كلها مثلا فيها اوتيلين، وان هم يطلعوا فرقه زي دي برافو عليهم. لا هم مهتمين الفتره الاخرانيه جدا بالرياضه وخاصه بالكره الطايره النسائيه، الفرق بدات تظهر في البطولات الافريقيه وبتحقق مكاسب يعني في فرق كتير افريقيه بتشارك مجرد مشاركه يعني ان هو يظهر في الصوره. لكن نادي ده ماتش قرطاج امبارح والشمس وحتى خلينا نتكلم برضو قرطاج تحس ان هم يعني فرقه اوروبيه، انت فاهم ازاي؟ حتى مختلفه اللبس، ستايل لبسهم دلوقتي نفس اللبس الايطالي والبرازيلي، ستايل اللبس الايطالي والبرازيلي، وهم اغلب معسكراتهم بيقضوا اغلب معسكراتهم جهاز ايطالي اكيد في ايطاليا بالظبط، بيروحوا ايطاليا وهم كانوا عاملين معسكر في ايطاليا قبل البطوله،
يعني هما جايين من هناك على هنا على طول. ودي اللاعيبه المحترفه الايطاليه اللي في نص ملعب رقم 14، وهي دي صح جابت رقم 14 وهي اللي هي يعني مخصوص جايبينها عشان توقف اللعب السريع بتاعنا. القصد اقول انه هما عندهم اتنين اجانب يا كابتن، جايبين اتنين محترفات معاهم اتنين وغالبا هما الاثنين في ثلاثه اعتقد، هما الاثنين في ثلاثه هما الاثنين في ثلاثه، وكمان بس في واحده اطول من الثانيه، يعني هما الاثنين واقفين على الشبكه اهو، هي رقم 14. احنا بكره ان شاء الله طبعا ان شاء الله يا رب نكرمنا ونعدي النهارده باذن الله يعني، ونتاهل ويبقى يعني فعل ماضي، وان شاء الله هنجيب هما اللي عاملين البلوك اللي في واحده في اثنين، لا اللي في اثنين ديت كابتن فريق دي تونسيه اللي هي رقم 10 رقم 16. لا الاثنين دول اللي طلعوا البلوك دول لا اللي في اثنين ديت دي 16 دي كابتن الفريق دي تونسيه، لما الاثنين طلعوا بلوكين دول يبقى سناتر فعلا سناتر هما السناتر الواحده منهم في الملعب وواحده الكروس بتاعتها واللي بتلعب السيرف برضو واللي على الشبكه الاثنين اجانب. وخلينا نقول ان احنا كان عندنا الاوبشن نجيب اثنين اجانب بس كان عندهم شرط، لا اللي بتلعب السيرف ايطاليه كابتن صح، اللي لعب السيرف لا اللي بتلعب السيرف دي التونسيه كابتن الفريق، انما اللي على الشبكه دلوقتي هي دي المحترفه الايطاليه. لا انا اتلخبطت معلش، بس قصدي اقول لك ان هم احنا كان عندنا الاوبشن نلعب باثنين لاعبات بس في شرط ان انت لو عايز تجيب اثنين لاعبات لازم يلعبوا معاك الدوري او تلعب معاك قبل البطوله صح، نسبه من ماتشات الدوري تقريبا كابتن حمدي قال لي 3 شهور بالظبط كابتن حمدي قال لي تبقى قبل البطوله فاكره كابتن البنت الكينيه اللي كانت معانا هنا في البطوله العربيه عشان تلعب البطوله العربيه كانوا عايزينها تلعب في الاثنين بس احنا الحمد لله ما شاء الله عندنا يعني عدد ما شاء الله جيت الحق يعني مش محتاجين خالص مش محتاجين انا بكلمك بصراحه بس برضو هم استفادوا بالاوبشن ده وده ليه بقى انا اقول لك لان هم بالنسبه لهم هي البطوله دي ما بيشاركوش في البطوله العربيه حتى يعني قرطاج ما شاركش برغم انه فرقه قويه لا الفرقه التونسيه غالبا ما بتشاركش في البطولات العربيه ما بتشاركش بيشاركوا في البطولات الافريقيه وبتكون غالبا البطولات المؤهله يعني خلينا نقول للناس برضو تاني دي مباراه نادي الشمس ندى اللي لعبوها في دور الثمانيه امبارح ونادي الشمس احرجهم بشكل كبير خلينا نقول برضو انه يعني قرطاج ملوش تاريخ كبير يعني يعني اول لقب اللي خده بتهيألي اللي فات السنه اللي فاتت ده اول لقب ليه ده حقيقي وخلينا نقول انه في انديه تونسيه ليها القاب اكتر من قرطاج في الانديه التونسيه الصفاقسي كان ليه تقريبا لقبين والافريقي هم دول الانديه اللي بتشارك وكان ليها وجود تكتيك هم يعني كل الانديه التونسيه مجموع الالقاب اللي حققتها تقريبا 5 القاب 4 القاب متقسمين ولقب واحد لفريق قرطاج ده فرقتنا فريق النادي الاهلي في المدرجات بيتابع المباراه طبعا كله بيربط واللي بيجهز المباراه يعني وضع طبيعي جدا ان يكون في فتره ان الماتش اتاخر يعني المباراه النهارده كمان اتاخرت فيعني خلينا نقول ان هي تقريبا هتبتدي 9 يا جماعه لان الناس اكيد منتظره المباراه الساعه 8 ولكن ده المعهود في الطايره حتى لما بينزع المباريات حتى للرجال او دوره مجمعه او خلافه وضع طبيعي ان اخر مباراه في اليوم بتلاقيها مشفته ساعه مثلا ده على فكره بقى الموضوع ده هو شاغل الاتحاد الدولي جدا يعني وفي دراسات كثيره جدا بتحصل مشارك فيها الحقيقه بشكل ايجابي يا كابتن من غير دراسه اقول لك الحق خلوا اقول لك الحل ما بين كل ماتش والتاني 3 ساعات وخلاص ونخلص يا كابتن لا ما هو ما يقدرش هو في البطولات المجمعه بقى احنا الكلام بيبقى في الاولمبيات اللي يحصل في بطولات العالم اللي يحصل ما يقدرش يعمل اللي انت بتقوله ده فهو موكل للفنيين في الاتحاد الدولي ومنهم طبعا فخر المدربين المصريين كابتن شريف شمال يعني هو موجود في يعني في مطالب منه ان هو يقدم حلول للموضوع ده من الحلول اللي متقدمه اللي اتلعب بيه بطوله العالم هنا في مصر تحت 23 سنه اللي هي الصوت يقصر يبقى 15 نقطه ما يبقاش 25 ويبقى 7 اصوات بس لما اتلعب في بطولات العالم الحقيقه كل المدربين الكبار رفضوا الحل ده ابتدوا يلجأوا ان هو هيبقى فيه تايم اوت واحد بدل اثنين او ان التكنيكال تايم اوت تتلغي عشان يأثر الوقت هو بيحاول يأثر الوقت هيدي تايم من اول النقطه ما بتخلص لغايه اللعيب ما يلعب السيرف يعني كل لعيب يعني على طول هتلاقي فيه واحد تايمر اول لما النقطه تنتهي هيبقى قدامك مثلا 9 ثواني او 10 ثواني ان اللعيب يكون جاهز انه يلعب سيرف يعني ما نبالغش في الفرحه ونقعد نلف ونضيع وقت ده لا لا يعني يعني دلوقتي يعني بطوله العالم اتلعبت اللي فاتت 7 اشواط 7 اشواط 15 نقطه في الشوط وطبقت طب نجحت لا ما لقيتش قبول من المدربين الكبيره بتاعه الفرق الكبيره يعني هم لما بيبقى في اقتراحات جديده
بيعملوا بطوله 23 بنات واولاد عشان يطبقوها زي تيست بد كده يشوفوا يشوفوا الدنيا. فغالبا دي ما لقاش فابتدوا دلوقتي هم بيدوروا على حلول تانية عشان النقطه دي تحديدا اللي هو يبقى فيه تايم للوقت في تايم للمباراه ما يزيدش عنه، لان طبعا انت في بره بقى في السبونسرز في اعلانات لازم تتحط في وقت معين من صحيح. البطوله البطولات نفسها الكبيره لازم بيتلعب في اليوم 8 ماتشات صحيح. كل الكلام لازم ده لازم بقى له حل. بس خليني انا عايز اتكلم في الموضوع ده باستفاضه، بس معانا زمان كريم احمد مراسل قناه نادي الاهلي في ارض الملعب ومعاه رئيس الاتحاد التونسي لكره الطائره. اتفضل يا كريم. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد ومن كل متابعي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، دكتور فراس الفالح رئيس طبعا الاتحاد التونسي للكره الطائره، مبروك الفوز النهارده، اداء رائع بالنسبه لفريق القرطاج من اول يوم في البطوله، حاملين اللقب، عليكم عبء كبير ان انتم تحافظوا على اللقب، لكن المنافسه صعبه امام النادي الاهلي وايضا كمان الفرق الكينيه والفرق الكاميرونيه، حابب تقول النهارده عقب انتهاء المباراه. قبل كل شيء نحب نشكر على حسن الضيافه من طرف النادي الاهلي المصري، مش غريب على الفريق كبير بالاسم هذا. كما قلت معناها النادي نساء قرطاج جاي باش يحافظ على البطوله اللي هو حامل اللقب حاليا، وكي نوصل للفرق الدور نصف النهائي كل الفرق تولي متساويه متقاربه فنيا، اللي يفرق بعدين هو خبرة بعض اللاعبات، وذاك اللي حصل اليوم على الفريق التونسي. الفريق التونسي اللي مجهز نفسه، فريق نساء قرطاج معناه حاضر، قام تربصات قبل ما يجي البطولة هذه، جاي معمل على انه يرجع ان شاء الله بالكاس، وهذاك كما كان متوقع ان شاء الله النهائي متوقع انه يكون مع ما بين فريقين من تونس ومصر، هذيك هي المنافسه الافريقيه في الكره الطائره نساء ورجال ديما ما بين تونس والجزائر. باخذ مصر عفوا. لو باخذ انطباعك ورايك على تنظيمك، حضرتك شاركت ببطولات عديده افريقيه وحضرت افتتاحات كثيره جدا، كيف ترى تنظيم النادي الاهلي في هذه البطوله السيدات وايضا كمان الرجال عقب ايام قليله؟ هو كما قلت سبق وقلت معناها التنظيم ممتاز ومش غريب على فريق الاهلي المصري، كل الفرق الكبرى معناها في مصر او في تونس كيف تنظم بطولات دوليه بطولات افريقيه الا وتكون ناجحه، ونحن ديما نكونوا سعداء انه تونس تنظم او مصر تنظم باش نكونوا معناها مرتاحين الفرق ويلعبوا بأريحية ويعطيوا مستوى فني رائع للبطولة. أخيرا تتوقع الفاينل، قرطاج طرف النادي الأهلي إن شاء الله بنتمنى له التوفيق، تتوقع تونسي مصري النهائي إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي وأيضا فريق قرطاج؟ أكيد نحن في تونس من اليوم اللي سافر الفريق قرطاج ونستناه في نهائي تونسي مصري، معناها ما ينجمش يكون غير هذايا، وإن شاء الله تكون مباراة شيقة وإن شاء الله نساء قرطاج يروحوا بالبطولة. شكرا شكرا. بنشكر من جديد طبعا كل المسؤولين في قرطاج تونس على هذه التصريحات، مباراه رائعه ومباراه جيده. مستمرين معاك يا كابتن هيثم ولقاءات خاصه كمان مع احد لاعبات فريق قرطاج وايضا المدرب العام لفريق قرطاج التونسي. زميلنا كريم احمد من ارض الملعب، شكرا جزيلا، واللقاء يعني جميل برضو مع رئيس الاتحاد التونسي لكره الطائره. حقيقه باين اهتمام كبير من الجانب التونسي بهذه البطوله بدليل تواجد معالي السفير تونس في ارض الملعب، رئيس الاتحاد التونسي لكره الطائره موجود ايضا في ارض الملعب، واضح ان في اهتمام كبير من الجانب التونسي. شفنا كمان رئيس الاتحاد وهو بيقول انه من منذ البدايه متوقع الفاينل هيكون اهلي او هيكون مصري تونسي في الفاينل. قال كمان مش غريب عن النادي الاهلي تنظيم رائع زي ده زي اللي احنا شايفينه، يعني النادي الاهلي لا جديد، هو ده النادي الاهلي، هو ده المتوقع من النادي الاهلي، وده اللي بقوله لكم ان يعني البطوله دي ان شاء الله هتفضل سنين محفوره في ذاكره كل من شارك في هذه البطوله، وهتبقى تنظيم هذه البطوله هيجهد الفرق اللي بعدين او الدول اللي هتنظم او الفرق اللي هتنظم البطولات دي، خلينا نقول الفرق بعد كده هتجهدهم، لان لما شافوا التنظيم ده بتهيألي الاتحاد الافريقي هيدور على ستاندرد معين هيحاول ما ينزلش من عليه، بس النادي الاهلي اجهد من بعده. ارجع كابتن هاني، كنا بنتكلم في موضوع في منتهى الاهميه وهي حته ان المواعيد الطائره قد الجيم ممكن ما ياخدش ساعه الا ربع وممكن يطول ياخد 3 ساعات ونص واربع ساعات، ففي تضارب، وقلت لنا ان في دراسات دوليه في الموضوع ده، ومعنا كابتن شريف شاميرلي برضو مشارك من مصر في هذه الدراسات. طب وصلنا لفين لغايه دلوقتي؟ بص هو يعني ايه سبب الموضوع ده من البدايه خالص، ان بتيجي من اللجنه الاولمبيه
على طول نوت للاتحاد الدولي للفولي ان في مباريات الفولي مش ملهاش نظام، مش عارفين ننظم لها اوقات يعني الفولي والتنس مثلا، وده بيخلي فيه مشكله للرعاه بتوع البطولات صحيح. الكبيره كلها انه وقت فلازم نحدد نقلل شويه وقت المباريات، لان المباريات الايكوال ممكن تقعد 3 ساعات صحيح. يعني اي فرقتين ايكوال ممكن نقعد 3 ساعات. طبعا كانت اول خطوه ان هم غيروا نظام خالص الحساب بتاع الفولي، ان هم خلوه نقطه على طول ماشيه مش 15 نقطه والسيرف رايح جاي. هتلاقي الاتحاد الفولي الدولي على طول فيه تطور، اسرع اتحاد بيطور بيعمل تطورات ابتدى يصعب الكره تقلها لا يعني بيحصل كتير قوي. فدلوقتي التحدي اللي قدامهم هو ان ازاي ياثر الوقت. دلوقتي في اقتراحات كتيره زي ما قلت لك كده، ان التايم اوت هيتلغي، التكنيكال بال هو 8 و16 عنده النقطه 8 هيتلغيوا، هيتلفوا بالاثنين تايم اوت بتوع المدربين. هيعملوا نظام تاني في التغيير او برضو مقترح ان هو الحكم مش لازم يوقف اللعب وواحد يخش مكان واحد ويمسك زي اليد داخل طالع زي اليد، هيخلوها زي الباسكت اليد على هو يخش مكانه ويبقى في واحد الباسكت مخصوص. لازم يوقف اليد لا بيغير واللعب شغال، لا بس في واحد مخصوص اللي بيدون الكلام ده. انا فاهم فاهم يعني هم هيزودوا العاملين في المباراه عشان خاطر يقللوا وقتها، يعني هيحط واحد للتايم بتاع النقطه اول ما تنزل لغايه لما اللعيب يروح يلعب ارسال 9 ثواني مثلا هيحط واحد ينظم الارسال التغيير في الفولي، لان التغيير بتاع الفولي مهم. كل فرقه ليها 5 تغييرات 6 تغييرات بس لازم برضو يبلغ المدرب ان انت وصلت الخمسه، فهتلاقي في واحد مخصوص للنقطه دي. هتلاقي في ممكن ان هم يخلوا عدد النقط بتاعه الشوط تقل ل 20 بدل 25. في حاجات كتيره قوي هم بيجربوها في البطولات، بس لازم التعديلات دي ما تبوظش اللعبه. لعبه ممتعه ما ينفعش احط تعديلات عشان اقلل وقتها. طب ما انا لو قللت الوقت ممكن الموضوع يضرب مني ويبقى الماتش يخلص ربع ساعه. هو ده اللي حصل الحقيقه في بطوله 23. حاولوا ان هم يخلوا السيرف، منعوا السيرف السبايك من ان هو يعمل جامب جوه الملعب. ده قلل قوه السيرف جدا وخلى الفرق كلها ايكوال مع بعض، لان هو الفرق الكبيره من اهم مميزاتها السبايكسر. فلما عمل ده لقى ان الفرق الكبيره كلها فقدت حاجه كويسه قوي كانت هي بتتمرن عليها بتدي لها وقت كبير في فرجعوه تاني. موضوع ال 15 نقطه لقى ان اي فرقه برضو متوسطه او صغيره ممكن تخطف اصوات كتير، فبالتالي مش هيبقى فيه كبير يعني. يعني انت عارف هتبقى الموضوع اي حاجه ممكن تحصل، مجرد ان فرقه عندها شويه حماس وتركيز ممكن تعمل اي حاجه، وبالتالي في شغل سنين ممكن يضيع نتيجه ان الماتش مش موضوع لازم يتدرس عشان ما يتفرخش وما يجيش على حساب حد. ففي ابحاث كتير جدا في الموضوع. انا كنت اعتقد ان اقربها هيبقى موضوع التايم اوت والتغيير والوقت بتاع الاحتفال بتاع. لا ده احنا عايزين حلقه كبيره يا كابتن الموضوع ده بقى، وجبنا الورق ونقعد نتكلم. طب ندى حصل معاكم قبل كده مباراه طالت لثلاث ساعات وساعتين ونص؟ حصل معاكم ده؟ حقيقي، وخصوصا المباريات اللي بتبقى مع تونس، لان احنا لعبنا شبه بعض يعني ما فيش اختلاف قوي في رتم اللعب، فبتبقى المباراه يعني زي ما بنقول كتاب مفتوح بالنسبه للفرقتين بالظبط. واحنا الاثنين بنلعب نفس ستايل اللعب بالظبط، يعني مش زي الافارقه شويه ما عندهمش اللعب السريع قوي زينا، ما بيلعبوش الرفعات السريعه البوش والسيباك والكلام دوت، يعني بيلعبوا لعب عالي السريع بتاعهم عالي الى حد ما، فبتبقى الماتشات رتمها يعني الفرقتين رتمهم مش زي بعض. فالرالي بتاع الكوره بيبقى طويل شويه بياخد وقت اطول، لكن في الفرق التونسيه بيبقى الرالي اطول بقى كمان، لان احنا الاثنين بنلعب زي بعض بالظبط. فاي نهائي بيننا وبين تونس كان خصوصا في المنتخبات بيتلعب 5 جيم وبياخد من 2:30 لـ3 وده بيخلي بقى بيجي على حساب اخر مباراه زي ما احنا شايفين دلوقتي. النادي الاهلي النهارده اخر مباراه، واحنا ممكن ومش ممكن ده غالبا هتلعب الساعه 9، فبيبقى الموضوع صعب، بيبقى دايما في تاخير في اخر مباراه بالذات، لان ممكن الماتش في الاول يخلص بدري والماتش اللي في النص يطول واللي بعديه يطول، فبيجي الماتش الاخراني هو دايما اللي بيتظلم في الوقت صحيح يعني. طب خلينا لو تقدروا يا جماعه بعد اذنكم يعني تجيبوا لنا لقطات من الشمس نشوف الدنيا وصلت لفين. 17-17 مباراه الشمس وريفينيو الرواندي 2-0، فطبعا 2-0 طبعا للريفينيو. بتهيألي نادي الشمس عمل كامباك في دي لقطات هي من الماتش لايف. بتهيألي نادي الشمس عمل شويه يعني كامباك يعني للجيم وبيلعب في الجيم الثالث احسن شويه. بتهيألي الشمس يعني لو كان شويه اعداد ندى كان ممكن يعني يبقى هم اتظلموا طبعا ان هم ما حصل لهمش اي اعداد قبل الماتش، ولا في معسكر داخلي ولا معسكر خارجي. البنات لحد ماتش اول امبارح كانوا بيجوا بباص من النادي يعني زي الماتشات المحليه. صحيح يعني مثلا الكره دي ندى رالي احنا بقالنا دقيقه مثلا دقيقه في اللعبه دي،
فيعني قصدي اقول لك انه وضع طبيعي جدا يعني ان هو ممكن الماتش يطول عن كده. يعني نقطه زي دي خدت وقت لو 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 الماتش كله بقى ماشي كده لا ده احنا ممكن نخش في 3 ساعات وهي دي المشكله. صح ده حقيقي. فخلينا نقول دلوقتي 18 17 نادي الشمس 18 18. يعني خلينا نقول انه كمان في حاجه مهمه ندى انا شفتها بامانه بتفرق مع كل الفرق بحكم متابعه البطوله، السيرفات اللي في الشبكه. يعني انت ممكن تضيع كوره، ممكن تضرب غلط، يعني ليك عذره، انما سيرف يروح او ارسال يروح في الشبكه دي بصراحه انا شايفه سيلي ميستيك. صح صح ده حقيقي. طب بتعملوا ايه بقى انتوا في الملعب عشان تتغلبوا على حاجه زي كده؟ بتقولوا ايه لبعض؟ بتنزلوا مركزين؟ يعني هو المفروض بيحصل تمرين في وقت مخصص في خلال التمارين اليوميه، وفي البطولات التدريب الصباحي قبل المباريات بيبقى هو عباره عن ارسال وشويه شوت خفيف علشان اللعيبه ما تتعبش. بس لازم تركيز كمان في ارض، يعني لازم يكون في تركيز كمان. وهو التمرين كمان بيبقى التمرين اغلبه على التركيز ان انت ما تضيعش الارسال. لو انت بتوجه الارسال او انت بتلعب ارسال قوي ده مش معناه ان انت تجازف بيه ان هو يضيع. صحيح. وخصوصا في الكريتيكال تايم ما ينفعش ابقى انا ماشي ايكوال انا والفرقه واروح انا لعيبه بمنتهى الاستهتار احط الارسال في الشبكه. في ماتش ندى بيبقى الماتش ماشي ايكوال ولاعب من اللاعبين يحط السيرف في الشبكه، يعني حتى بتلاقي الناس كلها يعني ضده ايه ده انت ازاي ده تلاقي الناس حتى تخدب جامد وبتاع. صح. فهو ده الواحد بيتقبل لو في غلط مثلا ما، بس موضوع السيرف ده موضوع سهل ومحتاج. وبعدين اصل هو كمان انت يعني في المهارات التانية انت معتمد على حد تاني، يعني معتمد على ان استقبالي يجي لك كويس فترفع كويس فرفعه تجيلك مظبوطه فانت تهاجم. صح. لكن الارسال انت دي مهاره فرديه ليك انت، يعني انت ما فيش حد مثلا مش تقدر تقول اصل الكوره مرفوعه لي وحش اصل الارسال اللي جاي لي صعب فما عرفتش استقبل. صحيح. فهي دي مهاره فرديه يعني. صحيح. طب كابتن هاني اجيلك يمكن بنتكلم اكتر عن قرطاج. خلينا نقول انه اللعيبه جاهزه فايقين عارفين حافظين النادي الاهلي كويس جدا، بس اكيد في نقط ضعف غير البصير انه قصير عندهم، اكيد في نقط ضعف ثانيه، اكيد في حاجات برضو انتوا عارفينها عن قرطاج. يعني من وجهه نظري فرقه قرطاج في القوه عموما اقل من الاهلي في القوه. يعني قوه ضرب اللاعبات اقل، تنظيمهم الدفاعي والتنظيم بتاعهم والتكتيك بتاعهم اعلى شويه من الاهلي، بحس كده ان هم منظمين شويه. انما كقدرات لعيبه مجمل مش بس البصيره الاهلي اعلى بكتير جدا. عشان كده بقول لك ان الماتش ده هيبقى محتاج تركيز، تركيز جامد جدا. تركيز جامد ان احنا نقلل الغلطات عندنا، لان هم مش هيغلطوا، هو مش هيديك سيلي ميستيك اللي انت بتتكلم عليها دي. يعني حتى مش بس في السيرف، في الضرب، يعني كرة مش مظبوطه هتلاقي البنت بتعديها في مكان صعب شويه، هتدي الكره للبصيره مثلا عشان الهجوم يبقى اقل. هتلاقي عندهم وعي في النقطه دي شويه، لان هم بتلاقي فيه البنات وهم صغيرين بيشتغلوا مع مدربين اجانب بيتكوا قوي على الموضوع ده. ان هو المهاره يبقى شكلها حلو، الغلطات اقل. فهو فرقه تونس عندها النقطه دي غيرنا احنا شويه، احنا بنبقى عايزين نخلص بسرعه الكوره، ممكن نعمل شويه سيلي ميستيك شويه. يعني افهم من كلام حضرتك ان قرطاج غلطاتهم قليله. مش هيديك غلطات كتيره زي الفرقه، مش هيديك لازم انت هدايا. هدايا بالظبط بالظبط. يعني لكن احنا مثلا في كوره صعبه هتلاقي الضريبه عندنا عايزه تضربها وتخلصها فتلاقيها ضربتها جامد جدا اوت مثلا او في الشبكه. هم ارسال عايزين نضرب ارسال نجيب نقط مباشره بارسال فنسرع السيرف قوي لدرجه ان هو يبقى معرض ان هو يبقى سيرف او اتنين في الشبكه. فده اللي انا بتكلم عليه. في نقطه بس، يعني الموضوع بتاع التايم بتاع الماتشات ده هو ليه البنات يعني او الفولي بتاع البنات بيبقى في اوروبا اكتر شويه، الناس بتحب تتفرج عليه اكتر، هو عشان النقطه عشان الموضوع ده يعني يبقى فيه رالي كتير، فالرالي ده بيدي نوع من المتعه للمشاهد. الولاد رأي يعني الولاد طق خلصت هي ما يعني فيش ممكن يعني من السيرف كمان يكون خلصت يعني غالبا. فالبنات الفولي بتاع البنات بيبقى حتى في تركيا مثلا هم في انديه كتير قوي شالت فرق الاولاد وسابوا البنات عشان الامتاع، وفي سبونسرز وفي كاميرات كتير اكتر بكتير من دوري الاولاد. اكتر بكتير جدا. ما يعني عنده رؤيه، عنده حد دوري تركي قوي في الفولي بول جدا. جدا جدا. التركي وطبعا الايطالي. يعني حتى وفي امريكا وفي كل الدول بيحبوا يتفرجوا اكتر شويه على البنات، على البنات، لان لما يبقى المستوى عالي ومتقارب بتلاقي فيه رالي كتير قوي بيحصل.
تمام. طب كابتن كلمنا اكتر عن الاستعدادات للمباراه، كلمنا عن البروجرامز اللي بتخلي بتقطع الماتشات بتاعه الخصم، وكلمنا اكتر عن ديتيلز عن الموضوع ده، البرامج دي دخلت مصر امتى بدانا نطبقها، لان انا عرفت النادي الاهلي اول الفرق اللي طبقت هذا النظام. كلمنا اكتر عن نظام الاحصائيات او نظام بيسموه الداتا فولي. الداتا فولي ده نظام ايطاليا اخترعوه يعني في التسعينات، ابتدى حتى بنظام تدريب وتحليل في نفس الوقت، هم دخلوا حاجتين جداد كده الايطاليين خلوهم يعني يحكموا العالم 8-9 سنين. الفتره اللي هي بدايه التسعينات دي كانت ايطاليا كانت بعيده خالص. جم عملوا فريق كان فيه احسن لعيب فيه كان اسمه زورزي، وكان اللي عمله كان مدرب جالنا هنا في مصر كان اسمه كارميلو، ده اللي كان معاهم في مرحله الناشئين. انا فاكر طورهم جدا وخلاهم يعملوا، دخل حاجه جديده في سيستم اللعب اسمها ريدنج بلوك. ريدنج بلوك يعني لعيبه طوال جدا ومش بيطلع مش بيتنطق مع الكوره، لا هم بيشوف الكوره وبعدين يبتدي يتحركوا معاها، واللعيبه قريبين من بعض. سيستم بلوك يعني زي بقول لك حكم العالم بيه، كسبوا بطولات كتير جدا، دوري عالمي وكاس عالم بالموضوع ده. ومنهم نظام التحليل بقى اللي انت بتتكلم عليه. التحليل ده كان الاول كان بسيط وكل شويه بيبتدي يخش فيه تعديلات تعقيدات كتير قوي. بمنتهى البساطه هو بيحلل عن طريق الصوره والكتابه، يعني الصوره اللي احنا شايفينها على التلفزيون، الصورة اللي احنا دي شايفينها بيخش بيبقى فيه معانا محللين بالكمبيوتر، كل لعبه بتتعمل في الملعب بتتحل بتتسجل، يعني هي اساسها لازم يكون فيه نقل تلفزيوني صح؟ ولا انا ممكن انا اسجل؟ لا انت ممكن التحليل ده يتم بواحد قاعد والكمبيوتر قدامه، مفيش مشكله. انما الفيديو ليه؟ لان هو بعد كده اخترعوا حاجه جديده بقى اللي هي الداتا فيديو، اللي هو الماتش من خلال التسجيل الفيديو بيتقطع. يعني البرنامج اخترع ان احنا مثلا الاول ابتدى ان هو بيقول بيطلع لي العنصر البشري عن طريق التحليل، وهو من غير الفيديو اللعيب الفلاني جات له مثلا 50 كره في الاستقبال، استقبل منهم بيرفكت مثلا 25 ونص نص 5 وكده، كلها ارقام. وضرب اللي بيضرب في المركز اللي هو ما بين 6 و5، اللي ما بين 5 و6، اللي بيضرب في الحته الفلانيه، بيحب في الحته الفلانيه، يبقى هو ده اتجاهه، بيحب يضرب هنا، بيحب يضرب هنا. تمام. بيطلع لك في شكل رسمه مرسومه بالاتجاه، يعني بتلاقي الرسمه كده في البوزيشن البصير وهو في مكان في واحد، الضريبه اللي في الملعب هناك كام واحد ضرب وضرب فين بالظبط، بتجي لك برسمه كده. تمام. فبيديك نسبه رقم عدد كور اتضربت، منها كام ناجح ومنها كام فاشل ومنها كام مستمر في الضرب واماكن الضرب دي. تمام. الجديد بقى ان الفيديو بيوريك ده بالصوره، يعني هو انت جيت دلوقتي وانا في المحاضره انا شايف ان مثلا نور اكتر واحده بتضرب في الاهلي كويس، في المحاضره بتاع تونس هيعمل ايه؟ هيجيب مثلا يوري لعيب الثلاثه، بصوا كل ضرب نور ياسين ورا بعضه، هيجيب لها كل الضرب اللي ضربه في الماتش كله بالظبط، ضربته فين؟ في نص دقيقه كده كله ورا بعضه، كله ورا بعضه وفين فين مكان بتكنيك فيديو الفيديو قدامك، فيديو قدامك شايف اللاعب. يعني الماتش بتاع النهارده اللي هيتلعب هو هيفرجه لهم متقطع، نور مثلا كل الكور ورا بعض ضربت في خمسه اكتر، فهيبتدي يخلي البلوك مرحل لحد خمسه. طب وهي في اربعه لما في البوزيشن اللي هي اربعه فيه بتضرب فين اكتر، وهي في ثلاثه بتضرب فين، وهي في اثنين، يعني هي داخله من اربعه بالزبط. او ثلاثه او من اثنين بتضرب من كل مركز وبتضرب بتفصص فين. يعني الداتا دي بتفصص كل حاجه، الارسال بتاعنا اللعيبه شروق بتلعب الارسال فين، معظم ارسالاتها فين، فبتبتدي تتوجه ان انت تحط الاستقبال بتاعنا او يعني توجه الاستقبال على الخط فترحل اللعيبه شويه على الخط كده، لما شو تبقى على السيرف تلاقي اللعيبه كلها رحلت حته، ليه؟ لان هي بتفضل انها تلعب هنا مثلا صحيح. ان الحائط الصد القوي في الفرقه دي مين اقوى حائط صد، عندنا فلانه وفلانه، اهرب منه اهرب منه، بلاش تخلي البصير ما ترفعش هنا، ارفع هنا، شوفوا فين وارفع عكسه. في نوع من في لما بنيجي نحلل الاداء البصيره بتلاقي في ايه نوع من صنايع الالعاب، يعني لو الكوره جت في نص التلت بيحبوا يلعبوا سريع، الكلام ده كله بيبقى بتجيب كل الكور اللي جت للصانع اللعب وتحطها ورا بعض، وتشوف لما بتيجي المنطقه كده انت بتطلب من الكمبيوتر تقول لما البصير يكون مثلا وهو طالع من واحد هات لي كل الرفع بتاعه، هتلاقيه بيفضل ان هو يعني يرفع في الحته الفلانيه،
ده برضو بيتوجه على طول. عشان كده بقول لك في كم الموضوع كبير بجد، كم رهيب يعني علم المعلومات بتطلع، موضوع كبير وعلم ما نقدرش كمان نديه كله للعيبه، لكن في كتير قوي بيبقى في ذهن المدير الفني ويفضل يديه للعيبه حاجه حاجه. عشان كده بقول لك المحاضره انا بفضل انها ما تبقاش قبل الماتش، عشان ما تبقاش يعني عشان تبقاش تنسي. لا وما تنساش، ما تنسي يعني انت بتديها له بالليل ويبتدي هو يفكر فيها، وممكن تدي له ورق موجود فيه الكلام اللي احنا بنقوله ده قبل ما ينام يشوف يعني هما هي ستة بوزيشن بيبقوا مرسومين، الفرقه اكتر واحد ضارب بتبقى باينه اكتر واحد وفين وتبتدي اللعيبه، لان ده مهم جدا ان انت تلعب الماتش قبل ما تنام، تلعبه قبل ما تلعبه صح. احنا كنا حتى قبل كل الكلام ده ما يخترع احنا كنا بنعمل كده، كنت بقى متخيل ان انا هلعب قدام مين وبالليل بلعب الماتش، فهو ده بقى واقع قدامك. ممكن هو يبقى في ورق وممكن يكون في فيديو، ممكن بنحط مثلا 6 لفات على فلاشه ونديها لكل واحد في الاوضه وهو قاعد اتفرجوا عليهم قبل ما تنام وبعدين بقى قبل الماتش بيبقى في حاجه بريف صغيره كده هند معار خد بالك جوه الماتش اخف برضو صح، حته صغيره عايزها مركزه فهو الموضوع بتاع التحليل ده بقى كبير، وبقى هو بيفرق فرق عن فرق صحيح. يعني انت بتلاقي في بعض الدول البرازيل وامريكا وايطاليا بتلاقي فيه اكتر من 12 محلل مع الفرق موجودين في الفرق، بتلاقي فيه 2 الناحيه دي و2 الناحيه دي و3 قاعدين هنا وواحد، شغلانه كبيره جدا فرقه تانية. فرقه تانية يعني ده فرقه تانية قاعده بتراقب وبتقطع وبتشوف سنين. هو ما هو احنا اتفقنا ان الفولي نفسه كفولي ممكن ناس كتيره قوي توصل لنفس المستوى، يعني من القوه ومن السرعه ومن الطول، ايه اللي هيفرق؟ التكتيك بتاعهم اللي هيلعبوا بيه، المعلومات اللي عندهم او عند الجهاز الفني، كيفيه تعامل الجهاز الفني مع المباراه مع اللاعبين هيعمل ايه، هو ده اللي بيفرق في الفرق الكبيره، هو ده اللي بيفرق في البطولات. بتلاقي يعني لو انت هتفتكر الاولمبيات اللي فاتت، فريق البرازيل اتغلب في المجموعه 3 مباريات وخد المركز الرابع، 3 مباريات وبعدين فوجئنا اللاعب الاول في الاولمبياد واللاعب الاول في المجموعه الثانيه، ولعب الاول في المجموعه الثانيه كسبه، وبعدين لعب دور الاربعه كسبه، وبعدين لعب النهائي وكسبه بمنتهى السهوله رغم انه واخد رابع المجموعه، رغم ان هو اتغلب من ايطاليا في المجموعه. ده انت متخيله من ايه؟ يعني هم نفس اللعيبه والفرق الزمني لا يتخطى ايام يبقى في حاجه حصلت. اشتغلوا ايه؟ اشتغلوا في التكتيك، هو غير التكتيك بتاعه بما يناسب الفرق اللي ظهرت قدامه. هو ده الفرق، وهو ده العلم، وده اللي بيغير في الرياضه، علم اكتر مما يتخيله البعض. الموضوع كبير ومعقد جدا ومحتاج ان احنا لازم نجري صح. خلينا اقول ندى، يمكن انت مريتي بده واكيد حصل معاكي في المباريات الكلام ده، واكيد كان بتحضري المحاضرات والداتا فولي برضو بيتقطع لك الماتشات بالشكل اللي انت تشوفيه ويتحلل لك مظبوط. كلمينا انت كلاعبه، كان الموضوع ده بيفرق معاكي في الملعب ولا لا؟ طبعا احنا كمان كان في حاجه مهمه قوي كان بيعملها معانا كابتن رؤوف عبد القادر من الشاطر دلوقتي قاعد ماسكه بالظبط. كانت حاجه مهمه جدا انه كان بيخلينا احنا بنفسنا، يعني رغم انه في اللابتوب هيطلع لنا كل الاتجاهات بتاعه الضرب وكل الداتا فولي وكل حاجه، بس كان بيخلينا احنا بنفسنا نقعد نتفرج على الفيديو ونحدد، يعني كل واحده تمسك ورقه كده في الماتش سواء بقى على الفيديو او تحضر الماتش نفسه، تمسك ورقه وتمسك لعيبه معينه في الفرقه، انا مثلا معايا رقم 8 انا اشوف كل اتجاهات ضربها، انا بنفسي احدد اتجاهات ضربها، يعني ارسم الملعب قدامي وكل كره اشوفها هي بتضربها فين صحيح. انا لعيبه اتنينات اشوف لعيبه اربعات اللي انا هطلع لها بلوك، امسك انا اللي معايا على الخط ديت انا اشوف هي اتجاهات ضربها بتبقى فين. طب ندى خليني معلش انا هقطعك سنه، ريفينيو كسب الشمس 3-0، هارد لك نادي الشمس، عملت اللي عليك خلاص، ده يعني بيسلموا على بعض بعد المباراه، واحنا خلاص في انتظار ان شاء الله تسخين، وشايفين النهارده حضور جماهيري كبير يعني الحقيقه من جمهور النادي الاهلي، هو ده المتوقع، مش غريب على جمهور النادي الاهلي ان هو يكون ورا فرقته في، وقلنا الكلام ده، قلنا الدنيا لما تسخن ويبتدي الماتشات تسخن هنشوف المنظر اللي احنا شايفينه ده، وان شاء الله في الفاينل هيبقى لينا كلام اخر. اتفضل يا ندى. بس زي ما بقول لحضرتك يعني ده بيساعد اكتر اللعيبه على انها إن تركز اكتر، اشتغلتوا اكتر في السكاوتنج بالظبط، وبيبقاش عندها كم معلومات، كنتش بتضايق وتقول لا دي مش شغلتي لا مش عايزه انا، لا بالعكس خالص، واوقات كنا احنا بنطلب يعني اوقات كنا احنا بنطلب ان احنا نروح نحضر الماتش نتفرج على الماتش اللي قبلينا، لو احنا خلاص
يعني زي فرقه قرطاج دلوقتي خلصت وممكن تقعد تتفرج على ماتش الاهلي وهي بنفسها اللي تحلل. ده بيساعد اللاعبات على ان هم يركزوا زي ما كابتن رين كان بيقول، بيبقى في كم معلومات كتير جدا على اللعيبه. ان انا ادخل قبل المباراه بيوم حتى اقعد ساعه احفظ ان كل اللعيبه دي بتشوط فين ودي بتشوط فين ودي بلوكها بيبقى ايه وديت بترفع فين، يبقى كم معلومات كبير قوي على اللعيبه ان هي تستوعب. لما يشارك بقى كابتن روكا بيشارككم بالظبط، خلاص هو سهل المهمة بقى. انت اللي عامل الكلام ده، مش محتاج ان انا اسمع بقى الكلام ده تاني، خلاص انا كده كده عارف اللعيبه ديت. انا ببقى داخله المحاضره حافظه اللعيبه اللي قدامي دي كل اتجاهات ضربها فين وبتعمل ايه وخلاص، ما عنديش مشكله. هسمع حاجه جديده او هسمع حاجه انا ما خدتش بالي منها، صحيح. مش محتاجه ان انا تاني اقعد احفظها وابص تاني على كل الفيديوهات واشوف. دي بتبقى حاجه بتفرق كتير قوي، كانت بتفرق فعلا معايا. صحيح، وكان بيبقى ليها مردود حتى في الملعب، مش بس طبعاً. خلاص انت حفظت الفرقه اللي قدامك وببقى انا شفت بنفسي، انا عارف ان اللعيبه ديت وهي في اربعات بتشوط على الخط، فانا خلاص كل طول ما هي واقفه في اربعه انا عارفه ان انا وانا في البلوك هقفل الخط خلاص. صحيح. مش بفتكر حاجه انا ما شفتهاش او حاجه قالت لي ونسيتها. بالظبط. لا ده انا مشاركه في الايه، ده انا عارفه انا حافظه كل حاجه، انا حافظه كل لفه بيحصل فيها ايه، حافظه كل لفه الرفعه دي بتترفع فين، الباصيره وهي خارجه من واحد بتفضل ان هي ترفع فين، بدل ما انا واخدها على شكل معلومه. لا ده انا اللي شفتها بنفسي، انا شفتها بنفسي. تعرف انا يعني معلومه اتقالت لي ودي بتاكد لي، فرق البنات اكتر التزام من الولاد. ده حقيقي. واكتر مش التزام يعني، قصدي يعني لا التزام يعني ايه، يعني عارفين دورهم ومركزين مخلصين اكتر. مخلصين في بالظبط. عارفه لو ده مع الولاد وادوا له الورق وادوهم الورق يعملوا رجع الورق زي ما هي. رجع الورق المدرب يقول لي هتطلع علينا كل ده. ياخد المدرب كده الورق يقول له معلش والنبي يا ابني اعمل لي الاسكاوت، يروح واخد الورق ومرجعه للمدرب زي ما هو فاضي. لا ده احنا كمان كنا بنعمل يعني اللعيبه، ممكن انا يعني احنا 12 لعيبه وهم 6 اللي بيلعبوا، ممكن انا وواحده تانية ناخد نفس البنت نفس نفس وبعد ما نخلص نقعد احنا الاثنين مع بعض نشوف انا طلعت ايه وهي طلعت ايه، نناقشوا بعض في اللي عملتوه. بالظبط. وتفتكر لا دي شطت كذا عدد كور، لا ده طب انت نوت ما عملتيش الكوره دي، فبيبقى الموضوع فعلا. انت عارفه ندى، انا بحس بايه يعني، تاريخنا في الفولي بول كسيدات 8 بطولات افريقيا ما جاش من فراغ يعني. كلمتي بتقولي ده يعني اكيد عملتوه عشرات المرات، يعني نوصل لبقى 8 القاب وان شاء الله يا رب ان شاء الله اللقب 9 باذن الله. اللقب يعني ان شاء الله يوم الخميس نحتفل بيه باذن الله. قصدي اقول انه يعني مش بيجي من فراغ. انت بتوصلي رساله للناس دلوقتي بتقول لهم يا جماعه بالظبط شغل، مش ان احنا يعني الناس ما تفتكرش ان هي بتبقى ماتشات بتتلعب اليوم وخلاص الماتش بيخلص كده. لا توفقنا ما توفقناش، لا بيبقى ليه تجهيز. لا ده بيبقى تجهيز، وتجهيز من قبلها بفتره ومن قبلها بفتره. لو انت الفرق عارف ان تشكيلها ثابت وما فيش تغييرات فيها، بنقعد من قبلها من المعسكرات يعني نفتكر ونسترجع الماتشات اللعيبه دي كانت بتعمل ايه وكل واحده فيهم اتجاهات ضربها ايه، ونقعد نشجع بعض. يعني حتى اللي بيبقى قاعد احتياطي بره بيبقى لو ناسي، لو اللي في الملعب ناسي حاجه بيقول له افتكر فلانه دلوقتي على الشبكه، الباصيره ديت بتحط سكند بول نقدم لها شويه في الديفنس من واحنا بنلعب الارسال. فبيبقى فيه يعني مشاركه ظريفه جدا بين اللاعبات، وبيبقى مجهود فظيع يعني. مش مجرد ان هو ماتش بيعدي وبيخلص او محاضره بتتفرج عليها وبتمشي. طب ندى لعبته بره في حضور جماهيري كبير لعبته، هل يعني كان بيبقى في حضور جماهيري بيأثر عليكم؟ يعني كلميني برضو عشان انت الجماهير تسمع كلامنا وتعرف قد ايه الجماهير بتأثر في سير المباراه. انت في كينيا اللعبه الشعبيه الاولى الكره الطايره، يعني زي كره القدم. بس هي الصاله اللي بنلعب فيها واسعه شويه، يعني الصاله بتاع كينيا اللي هي صاله الاستاد دي ولا استاديوم كازراني صح، فكرني يا كابتن بايام حلو ولا كازراني دي. بس دي صاله واسعه والجمهور في ماتشات الفولي ما بيبقاش فيها، ما فيهاش كرسي فاضي يعني. يعني اللعبه الشعبيه الاولى يعني زي كره القدم. يعني تشوفها بيبقى فيه ماتش للمنتخب مثلا او للنادي الاهلي بيبقى الاستاد مليان، يعني ما فيهوش كرسي فاضي. صحيح. وكمان انت يعني ما بيبقاش فيه اي مشجع ليك، يعني انت نادرا ما تلاقي مثلا ممكن فرقه من تونس تقعد تشجعك. صحيح. فرقه من الجزائر، لكن كل الفرق الافريقيه السمراء بيجوا يشجعوا وكل الجمهور بيبقى بيشجع، فالصاله بتبقى صوتها رهيب. يعني احنا بنتفرج على الالترا سينات لما بيجي يشجعنا بيبقى خضه للفرق الثانيه، فانت بتلعب في اجواء نفس الاجواء دي بالظبط، بتلاقي الجمهور كله ما بيسكتش طول الوقت، تشجيع رهيب كل نقطه. الافارقه تشجيعهم الحقيقه ما بيسكتوش، طبل وزمر واصوات غريبه، وبيبقى هم شكلهم مخيف بالنسبه لك. صحيح. يعني بيبقوا جايين بحماس حماس فظيع. حماس وزي ما بتقولي ايه، هي دي اللعبه الشعبيه عندهم، بيحققوا نتائج وهنكسب مصر وهنكسب مش عارف ايه وهنكسب الاهلي. بالظبط. هم بيكسبوا فعلا. هو عندهم طفره كانت فظيعه ال 10 سنين الاخرانيين. صحيح. الكينيات بينافسوا في كل، بس نازلين شويه حاليا. لان الاجيال ما عندهمش قاعده ناشئين قويه.
فكل الاجيال اللي كانت بتلعب واللي كانت بتنافس بس ده مصلحه الاهلي يعني طبعا يعني مصلحه الاهلي ومصلحه المنتخب بالظبط المنتخب لان بصراحه احنا وقتنا نركب يعني وقت بقى منتخب مصر السيدات بالظبط يركب نركب بفرق بالظبط يعني المفروض يعني دلوقتي الاجيال اللي طالعه المفروض يعني المكانه تبقى بتاعتنا المركز الاول صحيح سواء منتخبات او النادي الاهلي صحيح. طب كابتن هاني يمكن النهارده شايفين حضور جماهيري اكتر شويه، انت توقعت ده؟ انت قلت لي مع الدنيا ما تسخن هنلاقي الجماهير بتيجي بشكل اكبر، قلت لي كمان انه هنيجي على الفاينل ان شاء الله هنلاقي شكل تاني. وعلى فكره عايز اقول لحضرتك برضو زي ما بتقول ندى، في الفاينل لما بيلاقوا الحضور الجماهيري جامد كده بيحصل خضه، حصلت في البطوله العربيه السنه دي والسنه اللي فاتت كابتن حمدي الصافي كتب مسج بس على السوشيال ميديا قال يا جماعه احنا محتاجين لكم، الصاله ما بقاش فيها مكان، احنا عايزين يعمل الرساله دي النهارده بالليل ان شاء الله. طيب كابتن خلينا نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي في ارض الملعب ومعاه لقاءات مع فريق ريفينيو عقب مباراته مع نادي الشمس، اتفضل يا كريم. ليك من جديد كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. عقب مباراه الشمس وريفنز طبعا بيفوز نادي ريفنز على نادي الشمس، بنقول هارد لك لنادي الشمس، ادى مباريات رائعه خلال الفتره الماضيه، لكن زي ما قلنا في البدايه كان شوط متوسط بالنسبه او مباراه متوسطه بالنسبه لنادي الشمس. بينضمنا في هذه اللحظات المدير الفني طبعا لفريق ريفنز باسابا دوركاس، طبعا المدير الفني بنرحب بيه في البدايه وبنبارك له على الفوز وعلى المباراه. تقييمه النهارده للمباراه شايفها ازاي والاداء نادي الشمس شايفه ازاي؟ First of all, congratulations for the win today. Please tell us what do you think about the game today. Okay, in the first place, I know Shamsa is this is a home ground and we played knowing that Shamsa is going to win. But as our being our training here in the morning and yesterday watching them play versus Katash, we went and analyzed them very well. So we were prepared for anything for today. هو شايف ان فريق الشمس طبعا فريق قوي، ولكن هم استعدوا لهم كويس جدا، اتفرجوا عليهم في كذا مباراه وعشان كده هم اعدوا نفسهم وكانوا يستحقوا الفوز. مستوى الفني للبطوله عايزين نساله عليه، واستفاد ايه من البطوله او الفرقه استفادت ايه بالنسبه للبطوله المشاركه بتاعتهم. So for you sir, what are the benefits for you from this competition? Yeah, because my team is still junior and I think with their HS, I know it's a great pressure for me to at least to be in the top 5 teams. I'm so happy. طبعا هو سعيد جدا لانه فريقه كله اعماره صغيره، فانه يتواجد من اول 5 فرق دي حاجه طبعا تخليه سعيد جدا. رايه في التنظيم في البطوله مستواها الفني شايفه ازاي، ورايه في تنظيم النادي الاهلي للبطوله دي؟ So what do you think of the organization from Al Ahli team and for the competition in general? For me, this competition is awesome because the way they have arranged it, the way it's going on, I'm so happy and I think this is the first time to be made in Africa. هو شايف ان هو بالنسبه له ده سعيد جدا جدا بالتنظيم، وهو من وجهه نظره ان دي اول بطوله يعتبر شارك فيها في مصر في افريقيا كلها بسبب التنظيم الجيد. اشكره جدا. Thank you so much. You're welcome. نشكر طبعا يا كابتن هيثم المدير الفني لفريق نادي ريفنز، وينضم لنا كمان احد اللاعبات المشاركه في هذه المباراه، اكيد طبعا هنتعرف عليهم في البدايه. باتي. اسمها عايزين نتعرف على اسمها. My name is Beth. لو بنسألها على البداية الأول بالنسبة للمباراة، استعدادها للمباراة إزاي وشايفة المباراة النهاردة إزاي؟ So what was the preparation for this match? Thank you. This match is very very strong, but we are strong in service. Our reception was good, and we have a good attackers. El Shams is the strong match, but they have the strong player, but our block is strong also. It's the reason why we are winning. هي شايفة ان طبعا كان في مباراة قوية، فريق الشمس فريق قوي ولكن هم كان دفاعهم اقوى فاستطاعوا الفوز. مستوى الفني للبطولة، هي شاركت في بطولات قبل كده، عايزين نعرف المستوى والاختلاف ايه بالبطولة دي عن البطولات الماضية. So in your point of view, what is the difference between this competition and another competitions that you have participated before? What I saw, this competition is prepared very well. Al Ahli, it is a good club. It is they are prepared this competition very well.
هي يعني شايفه ان البطوله دي بتتميز ان النادي الاهلي قام بتنظيمها تنظيم رائع، كل حاجه منظمه جدا، فعشان كده هم طبعا سعداء بوجودهم هنا. ثانك يو سو ماتش اند جود لك. صابرين معاك يا كابتن هيثم، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد زي ما بنقول مباراه مهمه للنادي الاهلي القادمه، لكن بينضم لنا كمان احد اللاعبات دي بي تيز، طبعا بنسالها في البدايه بنرحب بيها وعايزين نعرف من اسمها طبعا بالنسبه لاسمها بالنسبه للفريق. سو يو ار ويلكم ات الاهلي تي في، واتس يور نيم بليز؟ ثانك يو، ماي نيم از ريجينا فروم رواندا. طبعا البطوله والمباراه بالنسبه لهم كانوا مستعدين ليها ازاي، والمباراه النهارده ازاي كانوا مستعدين؟ سو هاو يو بريبيرد فور ذس ماتش توداي؟ We are very happy of winning El Shams from Egypt. We are really proud of our team. هما طبعا استعدوا كويس المباراة، وهي بتقول ان هي فخورة جدا جدا بفريقها. على مستوى الشخصي استفادت ايه من البطولة؟ مستوى الفني شايفة الاستفادة اللي رجعت عليها ايه؟ So for you, what was the benefit from this championship? Benefit to participate in this competition. We saw how our other teams work, and we prepare more than we prepare our country. يا شايفة إن الاستفادة إن فريقها الصغير استفاد، وطبعا دي حاجة تخليهم سعداء جدا جدا باستفادة كبيرة في بطولة زي دي. أخيرا رؤيتها لمباراة الأهلي وقرطاج في حال فوز النادي الأهلي النهاردة، شايفة مين ممكن يأخذ البطولة بالنسبة للنادي الأهلي أو قرطاج؟ So in your point of view, what do you think, Al-Ahli or Carthage will win this competition? Sorry? In your point of view, which team will win this competition, Al-Ahli or Carthage? Carthage, of course. Yes. هي تتوقع ان فريق قرطاج هيكون ليه حظوظ اكبر في الفوز بالبطوله. Thank you. نشكر طبعا من جديد كل طبعا الفرق المشاركه، سواء فرق بعثه رواندا او ايضا كمان فريق نادي قرطاج نادي الشمس. يمكن زي ما بنقول مباراه الاهلي لحظات ان شاء الله وتنطلق، وزي ما انت سامع كابتن هيثم كل جمهور النادي الاهلي متواجد في الصاله المغطاه، صاله الامير عبد الله الفيصل، عدد قليل شويه لكن معروف عن جمهور النادي الاهلي ليه تاثير كبير، وخاصه فرق ملوك الصالات زي ما احنا عارفين. بنتمنى كل التوفيق يا كابتن هيثم لفريق النادي الاهلي، نقاط مهمه للمباراه ويصل الى المباراه النهائيه وايضا كمان يتوج بالبطوله الافريقيه رقم 29. مستمرين معاكم كل مشاهدينا كابتن هيثم السعيد نجوم الاستوديو التحليلي، ولقاءات خاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره وتغطيتنا للبطوله الافريقيه رقم 29. زميل كريم احمد بنشكرك على مجهودك معانا وبنشكرك على تواجدك في الملعب بشكل يعني متحرك، يمكن دي لقطات من ارض الملعب لايف والجمهور وهو بيستعد او يعني بيأزر فريق النادي الاهلي. طبعا ريفينيو الرواندي الحقيقه خد المركز الخامس، ودي كانت مفاجاه يعني، يمكن في فرق كانت ممكن، بس هو ادى باداء كويس وثبات. ده فريق النادي الاهلي النهارده واضح انه هيلعب بالقميص الازرق ان شاء الله باذن الله في الفاينل، يكونوا بيلعبوا القميص يعني المميز لينا او المفضل اللون الاحمر. خلينا نقول انه مباراه النهارده اتاخرت طبعا قليلا يمكن ساعه بسبب طول المباريات السابقه، واضح من الصوت في الملعب ان في حضور جماهيري اكثر شويه، وده اللي قلناه مع المباريات لما هتبتدي هنشوف بشكل كبير الحضور الجماهيري. كابتن هاني يعني بيتهيألي الحضور الجماهيري هيكون ليه يعني بيتهيألي مفعول السحر ان شاء الله معانا. طبعا يعني حط نفسك كده افتكر لما كنت بتلعب صحيح وفي جمهور، يعني كل بقينا من حسن حظنا يعني انه كان بيبقى وسط حضور جماهيري، يعني احنا جيل محظوظ بامانه. انا يعني من الناحيه دي بالظبط، من الناحيه دي كنا جيل محظوظ، يمكن هم محرومين كتير بسبب الاحداث اللي حصلت طبعا. فطبعا بيتهيألي حضور الجماهير بيفرق مع اي لاعب، واحنا كنا جيل محظوظ يا كابتن يمكن اكتر منهم كمان. طبعا في النقطه دي بتلاقي في طبعا الصاله بتبقى مليانه، في دايما حد لو هتكسل شويه بيفوقك على طول. صحيح. بتفتكر ان في ناس كتير قوي براقبك او هتزعل ناس كتير قوي، فده بيخليك تعمل مجهود اكتر. طبعا له سحر يعني مفعول السحر، نتمنى يعني ان المباراه النهائيه على الاقل ان شاء الله يبقى الصاله مليانه ان شاء الله. وبتهيألي يا كابتن اي فرقه بتاخد وقت، ده طبعا مجموعه من الضيوف الافارقه اللاعبات خلصوا مبارياتهم وقاعدين يتفرجوا على النادي الاهلي. بتهيألي برضو يا كابتن حته قرب محل الاقامه من الملعب بيشجع اللاعبين واللاعبات ان هم يقعدوا يتفرجوا ويفضلوا موجودين لوقت متاخر، مفيش مشكله لان هو الملعب قريب والدنيا امان يعني. ميزه كبيره، ميزه كبيره حتى للمدربين ان هو يبقى ياخدوا الطريق ماشي، دي بتبقى صحيح
حلو يقدروا يتابعوا البطوله كلها. وفاكر يا كابتن لما كنا احنا حتى في افريقيا كان ساعات بتبقى الاوتيلات بعيد نقول لا نمشي عشان الدنيا بتليل وبتاع. الموضوع ده هم مش شايفينه هنا خالص ومش يعني الحمد لله ربنا دايما نعمل لمصر يعني دايما نعمل الامان دي اجمل حاجه عندنا يا رب. نتمنى انها تدوم يا رب وتدوم ان شاء الله وتفضل مصر دائما قبله الافارقه. وبالتالي بطوله زي دي رجعت مصر بشكل كبير يا كابتن لدورها يعني. وخلي بالك احنا لسه بنقول يعني دي اول خطوه ان شاء الله، احنا عندنا لسه اربع خطوات تانيين هيجي على الاقل انا بتوقع مش اقل من اربعه، لو قلنا اربعه في متوسط 20 فرقه مش اقل من 80 90 فرقه هيجوا في خلال شهرين يعني. بطوله افريقيا للانسات وبعدين الرجال وفي بطوله هاندبول كمان، هاندبول سيدات ورجال ايضا. احنا لو يعني خدنا متوسط تقريبا 20 فرقه حوالي 80 فريق جاي، والاهلي قدها ورجالها يعني رجال الاهلي يعني يقدروا قوي ان هم ينظموا 100 بطوله ان شاء الله. والبنيه التحتيه في نادي الاهلي جميله يعني، انت شايف الصاله دي جنبنا صاله الشهداء يعني برضو عليها ملعب تاني وممكن يبقى ملعب تدريب. بس بتهيألي في بطوله الرجال يا كابتن هنحتاج ملعب تالت. متهيألي لان الاعداد اللي احنا سامعينها اكيد هنبقى محتاجين 24 او ممكن نحتاج ملعب تالت. هتبقى في بقى صاله الشرطه قريبه مش بعيده او مركز شباب الجزيره لا ده للتدريب يعني التدريب ان متهيألي مركز الجزيره السقف بتاعها قصير ممكن تكون الاستاد مش بعيد يعني. والاستاد مش الاستاد بعيد. انت كوبري اكتوبر بس تعديه بتبقى في الاستاد يعني. متهيألي مش البنيه التحتيه بس في نادي الاهلي، متهيألي المنطقه دي كلها مليانه يعني هم لا يعني انا متهيألي لو اتقسمت اربع مجموعات هيحط مجموعتين في الاستاد وفي اوتيلات قريبه من الاستاد. صحيح ممكن وبعدين يبقى الفاينل في الاهلي. اكيد هتبقى اللجنه المنظمه طبعا برئاسه الاستاذ محمد الجالحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد الضماطي طبعا النائب، بتهيألي هيقدروا يحطوا المواضيع دي كلها في الحسابات، خاصة ان في 30 فرقة للرجال طلبوا المشاركة في حين ان الاكثر عدد ممكن يشكل 24 فاكيد ده كله هيتحط في الاعتبار مع اللجنة المنظمة. وخلينا نقول برضو النادي الاهلي استضاف مجموعة كبيرة جدا من الضيوف الافارقة، ودي برضو كان من ضمن بنود العقد اللي مضاها النادي الاهلي ان هو يتكفل بكل تكاليف او يعني اقامه مجموعه كبيره جدا من ضيوف الافارقه سواء الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي كمان في ناس جايين. فالحقيقه كل جه اشاد بالاستقبال واشاد بحسن المعامله، لان انت ممكن يبقى نادي مستضيفك بس تلاقي الجو العام مش حلو اوتيل وحش بعيد الترانسبورتيشن صعب يعني طبعا الحاجات دي صحيح مش موجود عندنا. لا وهم شكروا بحقيقه يعني النادي الاهلي وشفنا لقاءات كتير شكروا النادي الاهلي بتوفير كل ما هو ممكن يعني يتم توفيره للضيوف. وبتهيألي الناس مش هتنسى البطوله دي بالسهله يا كابتن. طبعا. وبعدين كمان في نقطه جميله انا عايز العب يا كابتن الملعب. لا يعني لسه عايز اكلمك. بص الملعب جميل الحقيقه، البساط بتاع الفولي ده يعني برضو زي ما انت قلت كده بيخلي الواحد يبقى عايز يلعب لانها بتخليه مركز جدا. طب البساط ده يا كابتن غير التريفليكس اللي هو هو بس ده المطور ده اخر حاجه يعني بتبقى فليكسبل شويه بتبقى مرن على الركب اطرى شويه وانسب حاجه هي ده المعتمد من الاتحاد الدولي ده اللي بيتلعب عليه ده بتاع الاتحاد المصري. خد بالك يا كابتن ده الاتحاد المصري بقى عنده ملكه وبيفرده او جبناه في الدوري العالمي وفضل عندنا خد بالك بقى يا كابتن في الباسكت ما جبناش احنا البساط لانه غالي جدا. فجبنا الباسكت انا بشوفهم في امريكا بيلعبوا على الباركيه بس بيتجمع عاشق ومعشوق كده بيخش ويتفرد في الباسكت وبعد كده بعد البطوله بيتلم حتى البوردات بتيجي. بس المشكله انه مكلف جدا لو باركيه مكلف يعني ممكن ملايين ففي شركات بتاجره فانت قبل اي بطوله بتكلمهم لان انت عارف حضرتك صاله واحد الارضيه مش باركيه. الاتحاد الدولي في الباسكت الاتحاد الوحيد اللي معتمد الباركيه بس الفولي والهاندبول معتمد التريفليكس والباركيه بس يعني كل البطولات العالم تريفليكس. فعشان كده ده برضو عشان الناس بتسال طب ليه صاله النادي الاهلي مش باركيه؟ ما هو النادي الاهلي يقدر يعملها باركيه بس هي المشكله هيعملها لمين؟ للباسكت بس انما اليد والطايره لازم يعني تريفليكس يناسبه. فعشان كده صاله النادي الاهلي صعب انها تتعمل باركيه طبعا. فهو ده السبب. ندى خليني اقول يعني انت وانت بتلعبي كنت تفضلي اكتر اللعب على الارضيه دي ولا ارضيه مختلفه؟ يعني الارضيه دي مريحه الموجوده في ارض الملعب بالشكل يفتح النفس بيبقى الواحد عايز يلعب يعني كلمينا عن ده اكتر ارضيه الملعب. طبعا الارضيه التريفليكس دي بتبقى مفيده جدا في اللعب خصوصا ان احنا لعبتنا فيها جامب كتير وواقع على الارض اكتر كمان بس يعني. الجامب كمان اكتر لانه بيأثر على الركب وعلى الظهر وكل الكلام دوت. فكل ما الارضيه تكون يعني فيها سمك معين وطريه ده بيقلل من الاصابات. يعني ندى الصليبي كتر قوي في الفوليبول يعني مش أنا كل الملاعب يا كابتن هيثم مؤهله يعني مش كل احنا في الدوري المصري مش كله بيلعب على التريفليكس
انت بتروح صالات كتير، الارضيه فيها ناشفه جدا. ناشفه جدا اه، بس هو بامانه بقى كل موسم نسمع عن لعيب او اتنين في كل فرقه، بعد الشر يا رب ويحمي كل اللاعبين، تلاقي صليبي بقى. الصليبي ده بنسمعه في البولي بول، كنا سامعين ما نسمعوش صح، بس في البولي بول دلوقتي الموضوع زاد مؤخرا فعلا، زاد جدا اصابات الصليبي بقت كتير جدا نتيجه اولا طبعا ماتشات كتير وبطولات متتاليه ورا بعض والاجهاد، تحميل على اللعيبه. لعيبه في مشكله كبيره ان اللعيبه دلوقتي اغلبهم صغيرين في السن صحيح، وبيتصعدوا كذا فرقه فما بيريحوش خالص، بيلعب 19 يلعب 17 بالظبط. كل اللعيبه هتلاقي كل اللعيبه بتلعب، اللي بتلعب تحت 19 هي اللي بتلعب تحت 23 هي اللي بتلعب الدرجه الاولى صحيح. فده مجهود، كل لعيبه منهم عندها بطوله عالم في مع المنتخب، في مع المنتخب او مع الانديه، عندها بطوله افريقيه وعندها الدوري، بتلعب المراحل السنيه كلها، فده اكيد على نسب الاصابات صحيح، على نسب الاصابات صحيح. مجهود فظيع ان انت بتلعب تقريبا 6 ماتشات في كل فرقه بتلعب ماتشين في الاسبوع، فانت صحيح. لو بتلعب مع 3 فرق انت بتلعب 6 ايام في الاسبوع صحيح. وبيجي يوم اجازه ما بتقدرش تريح فيه، لان انت بتبقى عايز تتمرن مع الدرجه الاولى مثلا عشان عندهم ماتش مهم صحيح. فده مجهود كبير قوي على اللاعبات دوت، اللي زود الاصابات مع فرق كتير ما فيهاش تاهيل او اعداد بدني كويس فده بيأثر على صحيح. الإصابات. طب ندى، طبعا وصل لنا دلوقتي التشكيل بتاع الفرقتين، بتهيألي يعني فريق بايب لاين الكيني أو الأنابيب بتهيألي جاي فول تيم يعني مفيش نقص. احنا شفنا فريق رواندا جاي 10 لاعبات، لا الفريق الكيني جاي كامل 14 لاعبة بالظبط، وحتى الجهاز الفني برضو جايين برضو 3 جهاز فني برضو، يعني واضح ان الـ ان الـ ان البايب لاينز فريق كبير، وفريق مش جاي عشان يشارك بس من هدف مشاكل. لا هو من اكبر الفرق في كينيا، وهو اكتر فريق حصل على بطولات في كينيا، حصل على 7 القاب يعني فهو فريق عريق في الكره الطايره يعني. ان شاء الله نفرق عنه البطوله دي باذن الله بلقبين، لانه ان شاء الله نفرق عنه بلقبين. وبالتالي برضه ما فيش جديد في فريق النادي الاهلي كتشكيل، هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، لانه ما فيش اوبشن ان احنا نغير لاعبات اثناء البطوله. فاحنا الاوتو اللي كل الفرق الاوتو اللي بيتبعت هو لازم يكون طبعا دي سوريا ندى، ده طبعا فريق النادي الاهلي، نهله سامح كابتن الفريق، معاها طبعا الهدايا التذكاريه اللي بيتم تبادلها مع الفريق، يعني خلاص لحظات وان شاء الله وتبتدي اللقاء. طيب خلينا نروح لارض الملعب ونتابع لقاء دور قبل النهائي ما بين النادي الاهلي والانابيب الكيني في البطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات في نسختها 29 مع معلقنا الكابتن اسامه ابو زينه، فالى هناك. Thank you.
مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، أهلا ومرحبا بكم معنا والوصف التفصيلي لمباراة النادي الأهلي ونادي الأنابيب الكيني في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا رقم 29. وإحنا شايفين دلوقتي صورة تذكارية للسيد الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي والسيدة هويدا مدير عام الاتحاد، وفريق الأنابيب الكيني بيضم كوكبة من لاعبات المنتخب الكيني وفريق قوي جدا. عندنا طبعا النادي الأهلي هناك العديد والعديد من نجماته موجودين وحاضرين دلوقتي، أعتقد أنه يبقى فيه أيضا صورة تذكارية. يضم النادي الأهلي الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الكابتن شكرا لمعلقنا الكابتن اسامه ابو زينه. الف مليون مبروك تاهل النادي الاهلي لنهائي افريقيا للكره الطائره سيدات في البطوله الافريقيه في نسختها ال 29. الف مليون مبروك الفوز على الانابيب الكيني 3-1 بعد مباراه حبست انفاسنا في البدايه. الف مليون مبروك التاهل، حقيقه يعني فرحه كبيره وان شاء الله الفرحه الاكبر بعد غد. خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد مراسلنا ولقاء مع كابتن حمدي الصافي. اتفضل يا كريم. تحياتي ليك يا كابتن ياسر السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نجوم الاستوديو التحليلي، بنبارك من جديد للنادي الاهلي. مباراه قويه كالعاده زي ما بنقول، بيقترب الادوار النهائيه، بتشد البطوله بلغه الكره الطائره. كابتن حمدي الصافي المدير الفني، مبروك يا كابتن حمدي، النهارده المباراه مباراه قويه، انا عارف ان انت بتعد بشكل كبير بالنسبه للاعبين وهدفنا هي البطوله، لكن المباراه النهارده شايفها ازاي؟ ونقدر نقول الشوط اللي راح مننا ده نقدر نقول وجهه نظرك فيه فنيا يا كابتن حمدي. الحقيقه مباراه قويه جدا، البدايه قويه للفريق الكيني في الشوط الاول، فاجئنا بقوه جدا، بدخلوا المباراه بقوه، لكن الحمد لله احنا تمسكنا بعد كده وقدرنا ندخل المباراه واحده واحده. وانا كنت متوقع كده قبل المباراه، كنت مهيئ لعيبتي لكده، طالما الفريق الكيني عنده اوراق كتيره لسه ما استغلهاش وهيظهر بقوه في المباراه ديت وهيحاول يفرض السيطره بتاعته من اول مباراه، احنا ما نقلقش، نلعب لعبنا ونستغل قوه ارسالاتنا ودفاعاتنا، والحمد لله ارسالاتنا كانت قويه جدا في الوقت الحاسم، يعني اثرت في نتيجه اللقاء. شفنا ايه النهارده اصابه عايز اطمن عليها طبعا من خلالك، وهل في لعيبه ثانيه عندنا عندها بعض الاجهاد او بعض السبرين انكل او كده، ولا هي الحاله بتاعت ايه بس النهارده حاله ايه؟ الحمد لله، يعني ان شاء الله باذن الله تبقى بسيطه، سبرين انكل بسيط، ان شاء الله نقدر بكره نجهزها للمباراه النهائيه باذن الله. عارف ان انت مركز بشكل كبير على فريق قرطاج، تابعته اكتر من مره يا كابتن حمدي، نقدر نقول يعني ابرز النقاط عندهم ايه، هم مميزين بايه، وانت بتعد لهم ازاي ان شاء الله للمباراه النهائيه؟ والله المدرسه التونسيه شبه المدرسه اللي هي بتاعت شمال افريقيا اللي احنا بننتمي ليها، عندهم قوه في الارسالات، قوه في الدفاعات، لا ضريبه، واللعيبه بتشغل مخها، بتعتمد ما بتعتمدش على القوه بس، لا بتعتمد على المهاره، فاحنا مدرستين متشابهتين واحنا الحمد لله درسناهم وهم عارفيننا، فهتبقى مباراه قويه جدا وان شاء الله باذن الله يبقى جمهورنا موجود بكثره وورانا ويقدر يحسم اللقاء لينا صالحنا باذن الله. عايز اخدك بعيد شويه عن بطوله الكره الطائره وفوز النادي الاهلي بحصول على البطوله رقم 40 في بطوله كره القدم، بيمثلك ايه كواحد من نجوم النادي الاهلي؟ وبطوله 40 بطوله الدوري تدخل دولاب النادي الاهلي، بيمثلك ايه كواحد من نجوم النادي الاهلي يا كابتن حمدي؟ اكيد طبعا حاجه تفرح النادي الاهلي، دايما فريق بطولات سواء في كره القدم او في جميع الالعاب، وده يمكن فيه الخير لينا باذن الله ان احنا نقدر نحقق اللقب بتاعنا التاسع في بطوله افريقيا، ونبقى احنا بنحقق ارقام قياسيه في جميع الالعاب الحمد لله. شكرا شكرا، كل الشكر وتقدير من جديد للكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق النادي الاهلي طبعا على هذه المباراه. كابتن حمدي يمكن بيحاول بيعد بشكل كبير لكل اللاعبين وكل المباريات، وبينضم لي كمان الكابتن ياسر صلاح المدرب العام لفريق النادي الاهلي. طبعا هنحاول ان احنا نساله عن رؤيته الفنيه للبطوله. كابتن ياسر برحب بيك ومبروك يا كابتن ياسر، طبعا اداء رائع من اول يوم في البطوله، ان شاء الله عندنا امل كبير باذن الله نحسم البطوله هنا على ارضنا. مباراه اليوم بالنسبه لك عديته ليها ازاي وشايف المباراه ازاي يا كابتن ياسر؟ اولا الله يبارك فيك، الحمد لله كانت فعلا قويه، وكنا بنلعب فريق الانابيب الكيني، هو فعلا فريق مميز قوي، والحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله وفقنا. ان شاء الله عندنا بكره ماتش المفروض مع بعد بكره مع كارتاج التونسي، طبعا ماتش جامد، فرقه منظمه جدا، واحنا الحمد لله يعني شغالين عليها كويس، وان شاء الله خير، ويتمنى والتوفيق من ربنا بامر الله. المنافسات في البطوله مقارنه بالمشاركات الماضيه، شايف البطوله بتتطور، البطوله دي اقوى، عدد الفرق كمان مساعد ان البطوله تبقى شكلها مميز يا كابتن ياسر؟ والله هو عدد والفرق 19 فرقه، انا شايف احنا يعني انا وكابتن حمدي حضرنا اربع بطولات وثلاث بطولات،
دي ودي اقوى بطوله صراحه. في فرق كويسه قوي، في فرقتين من كينيا كويسين قوي، في فرقه من تونس كويسه جدا طبعا، في فريق من الكاميرون جميل يعني برضو مستوى عالي جدا. لا بطوله قويه صراحه. قولي للبنات قبل المباراه ان شاء الله بالنسبه لمباراه قرطاج، ان شاء الله زي ما بنقول جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره عنده امل كبير ان البطوله ان شاء الله تبقى من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله طبعا باذن الله. الله المستعان. طبعا انا بشكر كل اللعيبه، طبعا كل اللعيبه طبعا ورجاله جدا عملوا كل اللي عليهم، هم تعبوا قوي السنه دي كلهم يعني الحمد لله كلنا عملنا كل اللي علينا. ان شاء الله خير يعني، بتمنى التوفيق وان شاء الله ربنا امر الله. شكرا، ربنا يبارك لك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، بينضم لنا كمان كابتن فريق للنادي الاهلي الكابتن نهله سامح. طبعا بنبارك لها وبنقول لها الف مبروك يا كابتن نهله، النهارده مباراه عن مباراه ان شاء الله البطوله تبقى من نصيب للنادي الاهلي. اعدادنا للمباراه النهارده من وجهه نظرك ازاي، وكنتوا متوقعين المنافسه تبقى بالمنظر ده النهارده ولا لا؟ طبعا الحمد لله على المكسب والوصول للمباراه النهائيه. طبعا احنا متوقعين فريق الانابيب فريق قوي، حاصل على البطوله 7 مرات، ففريق طبعا كنا عاملين حسابه كويس جدا. ابتدى الماتش بشكل قوي عن ما احنا كنا متوقعين، بس يعني البرضه بتبقى دايما في شده ان ده سيمي فاينل وعلى ارضنا، كان في شده شويه من الفرقه، بس قدرنا طبعا نرجع لمستوانا وقدرنا نحسن المباراه الحمد لله في الثلاث اشواط اللي بعد كده. ايه يمكن واحده من العناصر الاساسيه اصابتها النهارده، عايزين نطمن عليها، يعني الاصابه عندها ايه ولا لسه ما بانتش بشكل رسمي النهارده كابتن؟ هو يعني احنا طبعا لسه هنشوفها، بس يعني انا لما وقعت كلمتها متهيألي سبين انكل خفيف، يعني ان شاء الله تلحق الفاينل ان شاء الله. المباراه النهائيه شايفاها ازاي؟ تستعدوا ليها ازاي كابتن حمدي كابتن ياسر وانتم كمان كاحد النجمات تتكلموا مع بعض ازاي قبل المباراه دي؟ طبعا احنا النهاردة ممكن يعني ننسى كل حاجة ونبتدي ان شاء الله من بكرة في التمرين، نبتدي من الاول نركز طبعا مع فريق قرطاج، هيبقى طبعا في محاضرات عشان نقدر نلعب على نقط ضعفهم ونحسم المباراة ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وزي ما بنقول فرحة كبيرة ومميزة بالنسبة للفريق للنادي الاهلي بعد الفوز المميز. بنضم لنا كمان الكابتن شروق فؤاد احد النجمات والكابتن كمان فريدة العسقلاني. يمكن بنبارك لكم النهاردة على المباراة، اداء رائع من اول يوم في البطولة، حاطين هدف اكيد ان شاء الله ان احنا نحصل البطولة دي. شايفة البطولة النهاردة ازاي، وكمان شايفة المباراة بالنسبة لكم النهاردة؟ اولا الله يبارك فيك، هو ماتش السيمي فاينل ده اصلا اهم من فاينل نفسه، احنا اكيد مش ناسيين طبعا البطوله الافريقيه بتاعه السنه اللي فاتت طبعا حصل فينا في السيمي فاينل، فاحنا نازلين اصلا عاملين حساب كويس جدا الماتش. فرقه البايب لاين فرقه مش سهله خالص، بلوكات يعني نص العناصر اللي فيها في المنتخب اساسا كنا درسينها كويس، بس مع ذلك احنا كنا في الاول متنشنين بس شويه، الضغط بقى والمسؤوليه اللي علينا وكده، بس الحمد لله يعني مع اللعب وكده فكينا يعني الحمد لله. المنافسات وفنيات البطوله مقارنه بالبطوله الماضيه ده نقول في تطور، في فرق مشاركه اكتر مخليه البطوله ليها طعم تاني مقارنه بالبطوله الماضيه؟ هي البطوله دي 22 فرقه مشتركه. البطوله اللي فاتت احنا كنا محطوطين في مجموعه الجزائر وتونس وفرقه من كانت البريزنس تقريبا، فكل مجموعه كانت صعبه بالنسبه لنا، يعني كان في لعبه يعني غير كده خالص. البطوله دي المره دي لا، احنا كان اول 3 ماتشات بالنسبه لنا كانوا عاديين جدا سهلين، اول دور الثمانيه وهو الوضع اختلف خالص يعني. بس المباراه النهائيه بتستعدوا ليها ازاي، وشايف المباراه النهائيه بالنسبه لكم ازاي؟ وتقريبا خلاص احنا رايح النهارده، يبقى تمرين بكره بقى، اكيد كابتن حمدي عامل سكاوتنج على فرقه قرطاج، اكيد بقى في محاضره قبل الماتش يعني. طبعا برده المباراه مش سهله خالص، بس احنا يعني قد المسؤوليه ان شاء الله يعني، وان شاء الله نكسب باذن الله. ميرسي. مستمرين معاك يا كابتن هيثم. كابتن فريد العسقلاني احد نجمات فريق النادي الاهلي، مبروك الفوز النهارده، ان شاء الله عندنا خطوه باذن الله ونحقق البطوله دي. كابتن حمدي اتكلم معاكم قبل المباراه ازاي، وازاي مأهلكم نفسيا ودوافعكم ازاي للمباراه النهائيه باذن الله؟ احنا زي ما شروق قالت احنا اتعلمنا من البطوله اللي فاتت ان احنا نشوف ماتش ماتشو، فاحنا ما كناش مركزين خالص مع ان احنا ممكن نقابل مين في الفاينل ولا ايه، فاحنا مركزين في الماتش اللي احنا داخلينه ده، فكنا كل تركيزنا فيه، وكنا عارفين ان دي فرقه جامده قوي، عارفين السيمي فاينل دايما بيكون صعب اقوى من الفاينل نفسه، فاحنا كنا داخلين مركزين جدا. كان في اول الماتش شويه توتر وكده سبب ان هم اخذوا اول جيم، بس احنا عرفنا ان يبقى في كومباك واخذنا 3 اشواط اللي بعدهم، بالتالي ده كابتن حمدي كان على طول بيهدينا في الملعب لما يحس ان في توتر، بس لما يحس ان احنا بنرخي شويه فهيشد علينا، فهو طبعا كان في عامل كبير قوي معنوي ونفسي كابتن. السؤالين المهم يمكن بنقول المنافسات شايفاها ازاي، البطوله مستوى الفني شايفاه ازاي، انت شاركت في اكتر من بطوله على ما اعتقد، شايفه المنافسات الموسم ده او السنه دي شايفاها ازاي مع الفرق التونسيه والفرق الجزائريه والفرق الافريقيه؟ هو الفرق الافريقيه لحد ما برضو ليها ليميت معين في المستوى بتاعها، احنا قدرنا نتغلب عليهم 3-0 الفرق كلها، لكن في طبعا الفرق الثانيه بقى زي تونس وكينيا وكده كلهم دول جامدين جدا يعني، فبتهيألي ان في برضو يعني في مستويين كده، مستوى جامد قوي ومستوى تحت شويه يعني. المباراه النهائيه قرطاج ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق وتحصلوا على البطوله، بتستعدوا ليها ازاي كابتن حمدي، وانتم كمان كلاعبات هتتكلموا مع بعض ازاي قبل المباراه؟ احنا ان شاء الله ان شاء الله هو هدفنا ان احنا ناخد افريقيا،
مش فارق معانا مين هنلعب مين ولا كده، فاحنا ان شاء الله كل تركيزنا اليومين اللي جايين بكره وبعدهم هيبقى على الماتش ده، ونتمنى ان الجمهور كله يكون موجود عشان بيحفزنا جدا، وان شاء الله نحاول يعني ان شاء الله هنكسب يعني. الله يبارك فيك. بنشكر طبعا من جديد كل نجمات فريق النادي الاهلي على الفوز على البطوله، ان شاء الله يحصدوها النادي الاهلي ولن تخرج باذن الله من مقر النادي الاهلي بالجزيره. اداء رائع مع كابتن حمدي الصافي، عندهم اصرار كبير بنات النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا موفقين في مباراه قرطاج. فريق قرطاج من الفرق المميزه جدا، حامل اللقب زي ما انت عارف يا كابتن هيثم، لكن يمكن مع التركيز الكبير في متابعات مستمره مع الكابتن حمدي الصافي والكابتن ياسر طبعا، واكيد هيكون في محاضرات بالفيديو للوقوف طبعا على كل نقاط القوه والضعف لفريق قرطاج. بنتمنى كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي في المباراة النهائية غدا، هيكون راحة بالنسبة طبعا للفرق اللي وصلت للمباراة النهائية وأيضا أدوار دور الأربعة، لكن بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي ويحصد هذه البطولة وتدخل دولاب النادي الأهلي البطولة رقم 29. يمكن كده تكون انتهت لقاءاتنا بعد لقاء النادي الأهلي اللي فاز بيه بنتيجة 3-1، وإن شاء الله على أمل خلال الأيام القادمة بإذن الله وتغطيتنا الخاصة للبطولة الأفريقية رقم 29. عودة ليك يا كابتن هيثم السعيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. الزميل كريم أحمد شكرا جزيلا لك، كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبات في النهائي بعد غد باذن الله. ارحب بضيوفي للمره الثانيه في الاستوديو، ونا دائما نجمه الفريق السابقه، اهلا بيكي ومنورانا. اهلا بيكي يا كابتن هيثم. كابتن هاني مصلحي طبعا نجم النادي الاهلي السابق، اهلا بيك يا كابتن والف مليون مبروك. ايه الاخبار النهارده، المباراه تعليقك عنها؟ اخبارها طبعا كنا متوترين كلنا في الاول، البدايه ما كانتش، لا احنا ما كناش متوترين، ده احنا قلبنا واقف ركب. البدايه ما كانتش موفقه خالص، نتيجه يمكن يعني انا بقول ان هم كانوا متخيلين الفرق هتبقى اسهل من كده شويه. احنا قلنا الفرق بتاعت كينيا وفرق افريقيا اول سلاح لازم تستخدمه الارسال. الارسال صحيح. وهو ده اللي يسهل الماتش خالص، ما يخليش فيه مشكله. اللي حصل ان احنا في بدايه المباراه الارسالات كانت مش قويه قوي. قدر الفريق الكيني ان هو يستقبلها، عنده قوه هجوميه جامده جدا. بيهاجم من منتصف الملعب كويس، بيهاجم من الاطراف كويس. لعيبته لو الكره وصلت للمعد كويس بيبقى فيه خطوره جامده. فرقه محترمه بصراحه، فرقه محترمه صحيح. فبالتالي ده خلى الشوط الاولاني يعني هم بتديهم الطريقه اللي يعرفوا يلعبوا بيها او يمشوا معاك، ان هو يمشوا معاك، ان انت الارسال مش قوي، فبالتالي هم اقوى، هم جسمانيا اقوى، جنبهم اعلى، حركتهم اسرع، بلوكاتهم قويه جدا. فبالتالي ما اهم نقطه ضعف عندهم ما استغلناهاش. في الشوط الثاني الامر اتغير خالص، شفنا تالق كبير. حتى بص لما نيجي نتكلم تالق اللاعبات هنتكلم تالق اللاعبات في الارسال صحيح على طول، يعني هتتكلم ان فريده النهارده فريده نجمة، فريده جايبه اكتر من يعني يمكن 20 بونت بالصرف مثلا في الماتش. لا بس يبقى امانه فريده النهارده يعني مش عارف تتفق معاه ولا يا كابتن، نجمه المباراه نجمه الماتش. ومريم متولي معاها بصراحه. ومريم برضو بس يعني انا يعني الشوط الاولاني لما حصل فيه تغيير، حصل تغيير في مركز ثلاثه لما خرجت نور ونزلت مريم، هو الموضوع ما كانش فيه تقصير خالص من وجهه نظري في مركز ثلاثة. صحيح مريم لما نزلت لعبت كويس وأدت كويس، لكن هو المشكلة كلها كانت في الاستقبال. صحيح. يعني كان استقبالنا كان وحش، استقبالنا كان وحش. فهو برضه أنا في حاجة عجبتني جدا في نهاية الماتش لازم أعلق عليها، إن هي كانت نور كانت فرحانة قوي بمتولي بأداء مريم. بأداء مريم كانت فرحانة بلعبوا جدا في نفس المركز. وكان واضح جدا إنها إن هما الاثنين مع بعض روحهم حلوه قوي. صحيح. فالموقف اللي انا بحب جدا صحيح. ويمكن الكره اللي بيعيدوها لنا دلوقتي يا كابتن دي اكبر مثال للاستقبال، يعني يا ريت تعيدوها تاني يا جماعه. يعني في الكره دي كان مش موفقين احنا حتى في الاستقبال. دي كانت في الفتره اللي كان فيها الهزه، يعني لو ناخد بالنا، لا اللي قبليها كمان يا جماعه، اللي قبليها كان في كوره كده في الارسال استقبلناها بشكل مش جيد. فيعني هو عموما الماتش ده على طول نتكلم ارسال، ضغط ارسال، خلاص انت الماتش خلص بالارسال. صحيح. ان اللعيبه بتاعتنا كلها، اللعيبه كاترين لعبت ارسال كويس، جابت نقط كتير جدا بيه طبعا. فريده الاول، قبلها مريم، شروق، كلهم جابوا نقط كتير بالارسال. صحيح. اول ما ضغطنا بقى بالسيرف وبقينا نفرق في النقط، ابتدينا ناخد بلوكات، ابتدينا نضرب، ابتدينا يعني واخد بالك، ابتدى الفولي بتاع كلي. لكن المفتاح هو كان السيرف. صحيح. نقطه مهمه جدا بس نحب نلفت نظر اللعيبه ليها، ان ماتش بتاع قرطاج مش هيمشي كده. ماتش قرطاج عايز، ما ينفعش تدي لهم فرصه
ان هم يلعبوا الاول، لازم الاول من لازم من الاول خالص. يعني هم مش هيعرفوا، يعني لو فرقوا عننا 4-5 نقط هيبقى صعب ان احنا نعمل يعني عوده لازم الستارتنج بتاعنا، فلازم الستارتنج. بس خد بالك يا كابتن، احنا يعني المباراه دي كان الستارتنج مش موفقين، وكذلك المباراه اللي فاتت يعني يعني اصلا عندنا مشكله عندنا في الستارتنج، بس هي بتبقى عليه التوتر شويه، انما ممكن في مباراه تلحق تجيب نفسك، فلازم في قرطاج من اول دي احنا ان شاء الله ان شاء الله. احنا عندنا ثقه ان اللاعبات عندهم خبره كبيره يقدروا يعملوا كده، وكابتن حمدي الصافي اكيد هيعمل كده ان شاء الله. ندى، رايك في الماتش النهارده ايه؟ اول حاجه ببارك للفرقه، الف مبروك، وربنا يوفقهم في الماتش اللي جاي ان شاء الله ويحسموا اللقب. رايي ان الماتش زي ما كلنا اتفقنا، يعني ان هو فعلا كان فيه توتر في الاول، الفرقه كانت نازله مشدوده، هم تفاجئوا بأداء البايب لاين قدامهم، ما كانوش متوقعين الأداء دوت، فده عمل هزة شوية، لكن قدروا يسيطروا على الموضوع بسرعة. بعد الشوط الأولاني بدأوا من الأول خالص تاني كأنه ما حصلش حاجة، ولغوا الشوط الأولاني من ذاكرتهم. كان الشوط التاني ده خطر جدا على فكرة، وكمان هم تفوقوا علينا في الأول كمان، دي بقى كانت أصعب لحظات المباراة. سبقنا شوية في السكور وهم جابونا تاني، فده شوية كان ممكن يوقف الفرقة، بس الحمد لله هم قدروا يسيطروا على الموضوع. أداؤهم كان كويس ممتاز، أنا شايفة أن فريدة عملت very very good game، بلوك هايل، سيرف، هجوم، يعني أنا شايفة أن هي كانت كويسة. حتى في الاستقبال النهاردة في كذا كرة طلعتهم أمانة في الديفنس كمان. كاترين كانت مميزة جدا في إرسالاتها وفي الهجوم، كان هجومها قوي. مريم متولية ما نزلت برضو كانت كويسة. زي ما كابتن هاني قال، نور ما كانتش مؤثرة في الشوط الأولاني، بس هو ظروف ماتش، كانت ظروف مباراة بالظبط، كان الاستقبال مش مظبوط وما قدرتش تظهر لأن ما كانش فيه رفع ليها. صحيح. شايفة ان دانا لعبت كويس جدا لما نزلت وفرقت في الشوط. دانا كانت هايلة وروحها جميلة جدا جدا، احب اشيد جدا بدانا، لان الحقيقة نزلت خلصت في الشوط الثاني، غيرت خالص الشوط الثالث، يعني كابتن حمدي احتاج لها على الشبكة وهي فعلا لحقت وخلصت نقطة كانت مهمة جدا، حطتها بليز ورا البلوك كانت حلوة جدا وخلصت بيها نقطة مهمة جدا. ندى دانا بالحقيقة انا شايف انها لعبت، ما لعبتش كتير، ولكن هي احد نجوم اللقاء، ده حقيقي. خلينا حقانين يعني، طبعا يعني كل اللاعبات نجمات فوق العاده، كل واحد كلهم طبعا كلهم عملوا اللي عليهم وزياده، مش عايزين ننسى حد، كله يعني، ومريم متولي ومريم مصطفى وكل اللي لعب، ونهله كل نهله هايله، وايه كله، كلهم نتمنى لها ان شاء الله الشفاء بسرعه. ولكن احنا بنقول اللي كان ليه موفق النهارده، بالرغم ان هي دانا ما شاركتش في وقتات اوقات طويل، بس كان ليها بصمه كبيره، كان ليها بصمه لانها كانت نزلت في وقت يعني الى حد ما مزحوق شويه، يعني ما فيش مشكله انزل في ركنتين اخلص الماتش بالظبط. ودي اهم حاجه بتميز لعيبات الاهلي، ان انت بتنزل تلعب حتى لو هتلعب نقطه واحده بتأدي اللي عليك يعني. صحيح. فالحمد لله ربنا وفقهم وربنا يكرمهم في اللي جاي ان شاء الله. بس برضو يمكن النهارده خلينا نقول استقبالنا ما كانش موفق قوي، وكان برضو ده كان برضو اعدادنا ما كانش بالشكل الجيد قوي، كان ساعات الكور بتروح بره قوي الشبكه، وساعات كانت بتبقى قصيره وحاجات كده، بس ده انا كنت يمكن راجعينه للتوتر الشديد، الاستقبال ما كانش جيد، فما كانش بتوصل ايد البصير كويسه، هو كان في هزه في الفرقه من الاول، وده اثر على الاستقبال بالظبط، ده اثر على الاستقبال، الثقه ما كانتش موجوده قوي، حسوا ان الفرقه بتعلى فوقفوا شوية، بس قدروا يعني يتداركوا الموضوع بسرعة، وقدروا يفصلوا نفسهم عن الشوط الأولاني ده خالص ويبدأوا من الأول تاني. صحيح. وخلينا نقول إن فريق كل اللاعبات، حتى كابتن حمدي الصافي ونهلة وشروق وفريدة، لما اتكلموا قالوا ان احنا اتفاجئنا الحقيقه بالانابيب، الانابيب خطفنا كلنا. صح، حتى اللي بيتفرجوا يعني هم ادائهم فوجئنا باداء يعني ما عملوهوش هم طول البطوله، يعني هو دايما اي فريق بيجي قدام النادي الاهلي وتلاقيه بيلعب بكل قوته وبيلعب باداء مختلف خالص. انا امبارح ما اتفرجت على فريق البايب لاين وهو بيلعب فابيل كاميروني، ما كانش بالقوه ديت يعني. صحيح. صراحه انا حسيت ان الماتش النهارده هيكون اسهل من كده بكتير، بشق الانفس بالظبط، حسيت ان الماتش كان هيبقى اسهل من كده بكتير، واكيد الفرقه اتنقلها الاحساس دوت بعد ما اتفرجوا عليهم امبارح، يعني حسوا ان الماتش هيبقى سهل بالنسبه لهم. بس خلينا نقول ندى ان مباراه النهارده كانت مهمه ليه، لان احنا عايزين نكسر عقده قبل النهائي السنه اللي فاتت بالظبط، هم حتى نفسهم البنات في اللقاءات بيقولوا كده، لان هو احنا الماتش اللي فات البطوله اللي فاتت البطوله نسختها 28 خسرنا الشمس في قبل النهائي، فعارفه بيبقى ايه حاجز كده شويه، دي المباراه دي بتفكرنا بذكريات. انا اعتقد ان هو الماتش ده بالنسبه لهم اصعب، هيبقى اصعب من النهائي. قالوا كده، قالوا كده يعني الاهلي اصعب عليهم، الاهلي قالت ان احنا محتاجين نركز وهناخد مباراه مش هنفكر في كرتاج. وعلى فكره في منتهى الخطوره حاجه، ان انت تلعب بعد ما يكون الطرف الثاني اتاهل. صح، كرتاج اتاهل واحنا لعبنا بعديه، فهو الخوف ان انت تفكر في كرتاج، بس واضح ان الاهلي كانت فايقه الموضوع ده ونبهت اللاعبات. اكيد، وده دور كابتن الفريق ان هي تتدارك الحاجات اللي ممكن تاثر على اللعيبه سلبا. صحيح.
وتقدر تلمهم وتفصلهم عن الاجواء اللي حواليهم. ما ينفعش افكر في ماتش النهائي قبل ما اعدي السيمي فاينل. صحيح. ودي ده الخطا اللي احنا وقعنا فيه السنه اللي فاتت. صحيح. ان احنا فكرنا في الفاينل قبل ما نخلص من السيمي فاينل. ما فكرناش خالص في السيمي فاينل وقلنا فريق الشمس وبنلعبه على طول وبنكسب. ففاجئنا بالظبط. فكرنا شعور. في الفاينل بس هو كان شعور اللعبات. بس كانت كل اللاعبات تفكيرهم الاساسي, واعتقد ان الجهاز الفني كان تفكيره الاساسي في المباراه النهائيه وتجاهل خالص لمباراه السيمي فاينل. عشان كده هم كانوا مقلقين النهارده, نزلوا مشدودين من الاول. بالظبط, وده يمكن سبب التوتر اللي في الاول. صح. صحيح. كابتن هاني, طيب فنيا هنتكلم شويه, طبعا ما ينفعش حضرتك معانا وما نتكلمش فنيا ديتيلز شويه. ايه اللي عمل الفرق؟ يعني لو احنا بنتكلم على الماتش ده, هو ما فيش حاجه عملت الفرق غير الارسال. لو بنتكلم على الماتش ده, ارسالنا احنا. لما لو بنتكلم على حتى انت حضرتك في الكواليس قلت لي لو حافظنا على اكتر لعبات ارسالهم كويس في الملعب, مش مهم عندي الشبكه دلوقتي, مش مهم عندي دي حقيقة. لو عندي عدد لعبات بيحطوا ارسال كويس, الماتش هيمشي زي ما احنا عايزين. بالظبط. وكنت لما كانت بتخش فريده, حتى انا بس احب اقول للناس, حضرتك كنت بتقول ايه كمان؟ كنت بتقول لما تخش فريده كنت بتقول يلا فريده بقى عايزين 4-5 نقط ورا بعض. نفس الكلام بالنسبه لكاترينا. وكان بيحصل. اتفضل يا كابتن. دلوقتي هو اللي احنا عايزين نتكلم عليه فنيا, لازم نتخيل لعيبه قرطاج هتلعب ازاي. تمام. مبدئيا في حالتين من الهجوم هم هيهاجموا بيه. لو الاستقبال بتاعهم جه مظبوط هم هيهاجموا 100%. من ناحيه شروق لو هي على الشبكه وحصل ثلاثه بوزيشن زي ما حصل النهارده. حصل يعني النهارده لو لاحظت ان البايب لاين لعب, يعني كل لما شروق بتكون موجوده هو بيلفع على طول ناحيتها, فهو اكيد. طب الحل يعني احنا شروق مهمه في الملعب. احنا هنتكلم عن الناحيتين وهقول لك. طيب. يعني انا متوقع فشروق هتلاقي الشبكه, هتلاقي فيه هجوم عندها على طول. تمام. الناحيه الثانيه في نهله برضو بتيجي في المرتبه الثانيه في ضعف البلوك عشان الطول. فاحنا في عندنا اربع لعيبه كويسين مميزين في البلوك. ايه والاثنين ثلاثات ايا كانوا مريم بيلعبوا, مريم او نور ياسين نرمين. او فريده الثلاثه بلوكاتهم او نرمين كويسه كمان. ولعيبه اربعه الثانيه اللي هي كاترين بلوكها كويس. فاحنا في هم هيهاجموا لان انت بتتكلم تتوقع تفكير المدرب التاني, خاصه انه شاف ده النهارده وشاف تاثيره علينا النهارده كويس وهيحل. فانت لازم تتوقع انه هيعمل كده, هو هيهاجم من ناحيه نهله ومن ناحيه شروق اكتر كتير لما يكون الاستقبال كويس. لما يكون الاستقبال كويس او وحش كمان, حتى لو وحش هو هيلعب هيعدل اللعب عليهم. في عندنا احنا دلوقتي لو توقعنا ده يبقى هنخلي تكتيك السيرف بتاعنا يبعده عن الكلام ده, يعني نلعب ارسال يخليه ما يعرفش يرفع في المنطقتين دول. وفي حاجات كتير طبعا ده مش وقتها لان حاجات معقده ما نقدرش نتكلم, يعني ما نقدرش نقولها. لا, هي الفكره ان احنا نوجه الارسال بطريقه نبعدهم عن ان هم يعملوا كده, نجبره على توجيه الهجوم. زي بالظبط لو انت فاكر ماتش الاهلي والزمالك, لما قلت لك ان لعيبه الاهلي اجبروا لعيبه الزمالك ان هم يرفعوا للبلوكات اللي عندنا. فاكر لما قلت لك هم وجهوا السر بحيث انه استحاله ان اشرف يعرف يرفع الحسن يقدر يرفع, هو هيرفع كله اجباري في اربعه, وكان مستنيه اوب وعبد الحليم بالزبط. خدوا كميه بلوكات كبيره جدا. احنا لازم نعمل كده. لازم نجبر قرطاج مثلا ان هو يهاجم من الناحيه اللي احنا عايزينه يهاجم منها. ده بيجي ازاي؟ بالسر, تاكتيك سر. فده اهم نقطه دي, يعني بص المفتاح الرئيسي في الماتش. الناحيه الثانيه الحاجه الثانيه ان احنا ما ينفعش الماتش ده ما ينفعش يبقى فيه غلطات السيلي مستيك دي. ما ينفعش خالص, ما ينفعش ارسال سهل في الشبكه. ممكن لو ارسال جامد خلاص انت بتلعب بريسك شويه خلاص, انما ارسال سهل في الشبكه لا. كوره جايه سهله صعبه يعني ما نحاولش نشوطها, نعمل غلطات ان احنا نشوطها في الاوت, لان لما يحصل في فرق في الماتشات الايكوال دي 3-4 نقط بيبقى صعب تعوضها. غير الماتش ده احنا كنا شفنا في وقت من الاوقات فريده راحت راح جايبها 6-7 نقط ووراها شروق 3-4 نقط وبعدين كده خلصنا 7-8. فانت سهل حتى لو طلعوا عليك 4-5 نقط انت برضو في اي وقت ممكن تعصر في الفاينل. مش هيحصل ده, مش هيحصل كده. فانت محتاج تركيز جدا في كل اللعيبه, وبطالب شروق انها تركز قوي في المباراه دي, عليها حمل تقيل. هي النهارده شويه انا حسيت انها سرحت شويه حقيقه, يعني حسيت انها ما كانتش مركزه شويه او التوتر كمان يعني يا كابتن. فهي محتاجه الماتش الجاي لازم لا ان شاء الله, لان هي اهم لعيبه انها تكون ذهنها حاضر, هتلعب فين, تكون عامله حساب طب لو الاستقبال جه وحش انا هعمل ايه, تكون جاهزه للامور دي وتكون متوجهه للامور. صحيح. طب كابتن خلينا نتكلم برضو عن كرتاج.
احنا اتكلمنا عن نقط القوه عندنا او نقط الضعف كمان، هم اكيد عندهم نقط ضعف ممكن تسهل الجيم علينا جدا. ايه زي ايه مثلا؟ انا قلت لك هم برضو عندهم نفس الموضوع، عندهم بصيره قصيره ممكن تلعب عليها. اللعيبه كلهم عموما اضعف من يعني في الباور غير بقى دول خالص انابيب غير دول يعني. عشان كده بقول لك انت في ماتش الانابيب انت كنت لازم تخلص بالسيرف الاول، لانه عندهم قوه تعمل رالي، لو عملت رالي هم هيكسبوا مصلحتهم. وحضرتك قلت لي لو استقبلوا الكره كويس لما كانوا هم بيستحقوا يخلصوا، لانه عندهم قوه غيرنا خالص في الماتش ده. لا في الماتش ده بقى انت لو جالك يعني كوره صعبه لا عديها، ممكن تعمل ديفنس، ممكن تاخد بلوك، ممكن يبقى فيه رالي فيه فرصه لانهم مش بالقوه دي قوه الانابيب يعني، هم ناس حريفه يعرف يخلص كره تاتش، فنبقى حريصين على الموضوع ده. هيحصقط ارسالات لان نقط بليس كتير، لان احنا نزل فينا بليس كتير النهارده صحيح، فده هيستغلوه. لا يمكن عشان في جاب كبيره ما بين الخط الخلفي وال 100% هيستغلوا الكلام ده. اي محلل كويس او اي مدرب كويس لما يشوف الكلام ده يقول لك في جاب، ففي جاب هنا فهيحط. فالكلام ده حتى اللي كنا بنجيبها كنا بنجيبها بصعوبه، فاكيد هيبقى فيه احسن. يعني انا قصدي لازم نقلل غلطاتنا في الجيم ده، تركيز عالي قوي، مش اقوياء لكن ما بتفرطش يعني. بص انت شفت ماتش النهارده كل الوقت انت بتلاقي الاهلي بيجيب 10 نقط ورا بعض، ده مش هيحصل مع الناس دي. يعني ايه فانت لازم طول الوقت مركز، مفيش ما تسمحش ان في فرق يحصل. استعمل انت بقى العكس، استعمل القوه بتاعتك بقى. انت اقوى بقى بالزبط. انت في الماتش ده اقوى بالزبط. لازم تخلص بقوه، ما تقلقش. البلوك هناك مش بقوه ماتش النهارده على فكره يعني، صحيح. بلوك الناس اللي هناك الفريق التونسي مش بقوه ماتش فانت محتاج بقى ضرب بقوه عشان ديفنسهم احسن. فانت لما تلاقي فرقه لوكها اقل من ديفنس محتاج قوه في الضرب. طيب احنا النهارده طبعا كان المستشار تركي الشيخ في زياره لنادي الاهلي وتفقد منشاته ايضا، ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب استقبل عصر اليوم الثلاثاء المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه السعوديه ورئيس شرف النادي الاهلي. وحرص المستشار تركي الشيخ طبعا على معرض لحضراتكم تقرير مصور حصل علاقات النادي الاهلي طبعا لزياره المستشار تركي الشيخ. وحرص المستشار تركي الشيخ رئيس هيئه الرياضه السعوديه على القيام بجوله تفقديه لمنشآت النادي بدأت بصالة الأمير عبد الله الفيصل قبل أن يتوجه إلى ملعب التتش لتقديم التهنئة للاعبي الأهلي والجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي بعد الفوز ببطولة الدوري. وعقد جلسة مطولة هنا هنأ فيها الجميع ببطولة الدوري وطالب كافة العناصر باستمرار الروح العالية لتحقيق المزيد من البطولات وإسعاد الجماهير النادي الأهلي في كل مكان. واستكمل الشيخ جولته بمدرجات ملعب التتش الجديدة وتفقد أعمال التطوير لغرف ملابس اللاعبين الجديدة. وعقد بعدها جلسة مطولة مع مجلس إدارة النادي تباحث فيها كافة مستجدات النادي وأبرز الخطوط المقبلة في مشروع القرن والمستجدات في هذا الشأن. وفي ختام الزيارة اجتمع الكابتن محمود الخطيب في جلسة سريعة مع الشيخ بملعب التتش قبل أن يغادر الرئيس الشرفي للنادي مقر الأهلي بالجزيرة وسط حفاوة في الاستقبال والوداع، خاصة أنه أحد المساندين للأهلي ومحبيه. ومن جانبه قال الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية إن زيارته لمقر النادي اليوم تعني له الكثير لمدى حبه لكيان النادي الأهلي، وأعرب عن سعادته الكبيرة بزيارته لصالة الأمير عبد الله الفيصل مشيرا إلى هذا الاسم يعني له الكثير. وأتم رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية أن جلسته مع رئيس النادي الأهلي شهدت مباحثات في أمور كثيرة وعديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها من خلال الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في التوقيت المناسب. الحقيقة زي ما شايفين حضراتكم في التقرير حفاوة كبيرة في استقبال المستشار تركي الشيخ خلال زيارته النهاردة لنادي الأهلي أو مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ودي طبعا لقطات في اجتماعه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين اللي طبعا حرص على تهنئتهم بالنجمة الرابعة طبعا قبل نهاية الدوري أو قبل يعني نهاية الدوري بأسابيع عديدة. الأهلي طبعا حسم البطوله رقم 40، وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم اكيد التقرير ده هنزور حضراتكم تاني بعد الاستوديو التحليلي بتفاصيل اكتر. ده طبعا لقاء المستشار تركي الشيخ مع عبد الله السعيد نجم النادي الاهلي، وواضح طبعا حفاوه الاستقبال وان القعده كانت قعده زي ما بيقولوا اخويه، يعني حرصوا كلهم يعني اخذ الصور طبعا مع المستشار تركي الشيخ رئيس شرفي النادي الاهلي. وواضح برضو ايضا في الصوره يعني الترحاب الشديد لهذه الزياره.
وخلينا اقول لحضراتكم ان حصل اجتماع بعد كده وضحنا لحضراتكم في ملعب مختار التتش مع كابتن محمود الخطيب قبل ان يغادر المستشار تركي الشيخ مقر النادي الاهلي. وطبعا دي لقطات ايضا من تفقد المستشار تركي الشيخ لمنشآت النادي الاهلي، وده طبعا اجتماع مع مجلس ادارة النادي الاهلي، وشايفين طبعا نائب الرئيس الكابتن عمرو فاروق وكل اعضاء المجلس بالكامل، كابتن خالد مرتجي، كابتن خالد الدرندلي، استاذ محمد الجرحي، استاذ محمد الضماطي، كل وطبعا حسام غالي كابتن الفريق متواجد ايضا في هذا الاجتماع. الحقيقه طبعا اللقطات بتوضح، مش محتاجه حد يعلق عليها، مدى الترحاب والحفاوه اللي طبعا استقبلنا بيه المستشار تركي الشيخ، واللي بنقول له اهلا بيك طبعا في النادي الاهلي، في يعني مش هنقول بيتك الثاني ولكن يعني مكانك المفضل النادي الاهلي. واكيد هنزيع لحضراتكم التقرير، وهيبقى فيه طبعا امور بالتفصيل هنزيع لحضراتكم عقب انتهاء الاستوديو التحليلي، وبنوه لحضراتكم يعني انتظرونا ان شاء الله هيبقى فيه تفاصيل اكتر عقب الاستوديو التحليلي ولقطات وامور كتيره ان شاء الله خلال هذه حدثت خلال هذه الزياره. طبعا دي ما زالت طبعا اللقطات، دي اللقطات طبعا في زيارة المستشار تركي الشيخ، إن شاء الله هنعيد لحضراتكم اللقطات دي تاني والتقرير بالتفصيل عقب انتهاء الاستوديو التحليلي. طبعا أرجع ندى نرجع لطبعا الحدث الرياضي الأهم الآن داخل النادي الأهلي، وهي نهائي بطولة أفريقيا مع قرطاج. خلينا نتكلم على كابتن هاني، يتكلم على المطالب منا نعمله إيه، إيه المشكلة عندنا. خلينا نتكلم بمنطقية، قال إن إحنا عندنا بعض المشاكل في البلوك، في نفس الوقت عندنا بعض المميزات. انت لو مكان فرقه النادي الاهلي او مكان اللاعبات، شايفه ازاي نقدر نلعب ماتش قرطاج التونسي؟ انا شايفه ان احنا لازم نبدا من اول الارسال، لازم نبدا نهاجم بالارسال من الاول، لازم نهاجم بالبلوك اكتر من كده. انا شايفه ان احنا عندنا يعني امكانيات عاليه في البلوك في فرقتنا، حاسه ان احنا ما استغلناهاش قوي النهارده، كان في تقصير شويه في البلوك في بدايه الجيم، حاسه ان الاطراف كانوا ساحبين شويه، لاعبات تلاتات معاهم كانوا يعني فاتحين الملعب. يعني حسيت ان كان في مشكله في البلوك، احنا كان عندنا البلوك يعني حسيت ان هو مقفل مظبوط، وكان في زوايا مفتوحه، كان في زوايا مفتوحه نتيجه ان الاطراف كانوا ساحبين شويه على على وصيان بتاعه الملعب، فده فتح الملعب شويه، صعب الموضوع على لعيبه التلاتات ان هم يوصلوا قافلين. الاطراف بتاعتنا محتاجه تضم شويه جوه الملعب. طب ما ده لو ضمنا شويه ندى هيبقى عندنا مشكله على اللاين، يعني ممكن الضرب يبقى على اللاين عندنا، فده محتاجه يعني محتاجه انت تبقى قاري برضه. هي محتاجه ان انت يعني هي اللعيب المفروض في الظروف ديت يعني بيبقى لعيبه الفولي المفروض ايدها، يعني لو اللي هي لعيبه اتنينات بتكون قافله الخط بايد وايدها الثانيه على الكوره، تمام. فانا كنت حاسه ان لعيبه اتنينات سحبه شويه، يعني ايديها الاثنين بره الكوره، بره الكوره، فدوت بيخلي الطرف لما بيسحب بره بيخلي لعيب تلاتات يضطر يروح قوي معاه عشان يبقى جنبه بالظبط، يضطر يتسحب. ففي شفنا في زوايا اتفتحت في قلب الملعب، زاويه الملعب مفتوحه، كنا بنشوف ان بيبدا في ضرب من 4 في 4 دي كانت فده صعبة. بيبقى موضوع ورايح صريح صعب. ورايح سهل بالظبط، وبيبقى صعب على الديفنس لان ده مكان مش متوقع فيه الكوره، المفروض ده مكان البلوك قافله بالظبط، المكان اللي بين 4 و5. النقطه دي على فكره الزاويه دي مهمه جدا بالظبط، الزاويه دي المفروض ان هي مقفوله، يعني المفروض انا عندي لعيب التلاتات طوال وبلوكهم عالي، فبالنسبه لي انا كديفنس وراهم المكان ده بالنسبه لي مكان ميت، يعني ما انا مش هاخده في الديفنس، فلو اتفتح فجاه انا ما بقدرش اتوقع فيه الكوره. صحيح، فالطرف لازم يضم جوه الملعب شويه، يعني يساعد لعيب التلاتات. يعني انت تنصحي عندنا اللاعبات خاصه اللي على اطراف الشبكه ما يسحبوش بره على اللاين، يكونوا ضامنين ايد على اللاين وايد جوه الملعب، بحيث ان التلاتايه اللي جاي يقفل معاه البلوك، يبقى الموضوع يبقى سهل كله بالنسبه لهم، يبقى كله مقفل مظبوط، واقفل انا الضرب بسهوله وتقفل الزوايا اللي المفروض ان هي مقفوله بسهوله. صحيح، لان احنا انا شفت النهارده لعيبه اربعات بيبقوا مايلين ناحيه الخط، لو الضرب من 4 بيكونوا الديفنس مايل شويه ناحيه الخط، فهو لو الكره مضروبه على الخط يقدر يطلعها. صحيح، لكن الزاويه الثانيه الليبرو برده نتيجه ان لعيبه 6 صعب. مرحله شويه ناحيه الخط، فلعيب الليبرو مرحله شويه ناحيه 6، فالزاويه دي بقت طب صعبة. خليني اسالك برده حته ان هو يعني قرطاج عندهم ثلاثيه طويله في قلب الملعب وبيترفع لها سريع كتير، انا شفت يعني من متابعتنا محتاجين الثلاثيه بتاعتها تبقى يعني تعمل ايه؟ يعني الموضوع صعب، هي بنت محترفه ايطاليه وبترفع لها سريع وهي جايه مخصوص عشان ماتش النادي الاهلي. طب انت لو مكان زمايلك او مكان يعني الفرقه تعمل ايه؟ انا محتاجه اعطلها،
من اول البلاي ميكر انا محتاجه ان انا اعطل لعيبه التلاتات، ما ارفعش رفع سهل، ما ارفعش رفع متوقع، يعني ما تبقاش الكوره ابقى انا وانا واقفه في البلوك عارفه ان الكوره هتترفع في 4 او الكوره هتترفع في 2. صحيح. عايزه السريع يشتغل، السريع لازم يشتغل كتير كتير عشان يعني اقدر اوقفها. يعني الماتش الجاي السريع انت بتنصحي ان احنا نلعب سريع جدا؟ طبعا لازم العب سريع مفتوح شويه بعيد عن ايديها، ما العبش حاجه في ايديها، العب سي، العب تو، العب وان ليج، العب اي حاجه بعيد عن ايديها بحيث ان انا احركها وفي نفس الوقت اخرها، ما توصلش على الاطراف مستريحه تقدر تاخد بلوك. البلوك عندنا لازم ياخر شويه يستناها. انا النهارده متفرجت على ماتش كارتاج، الكور السريعه يعني الباسيره بتلعب السريع اللي هو واضح، يعني ما فيش عادي، ما فيش بالظبط، ما فيش قوه مش متوقعه، لا ترفع الكور اللي هي السهله اللي هي سريع يعني زي اللعبه اللي فاتت دي. برضو انا بعرف الناس برضو عيدوا اللعبه دي يا جماعه اللي مريم متولي حطتها، شروق رفعتها يعني رفعتها لها، ده اللعب السريع اللي انت بتطالبي بيه. يا ريت بس لو نعيد دي يا جماعه كمان، دي اللي بتطالبي بيه ان احنا نلعب بيه او نكتر لازم منه. لازم نلعب بيه كتير لان النهارده احنا كان كل اللعيبه بتاعتنا بيضربوا باتنين بلوك دبل. صحيح. بلوك صحيح. مع الاطوال ديت مع حد بلوكه كويس بيبقى الموضوع مهمه صعبه قوي على الضريب. لا اللي لا هو لا يا جماعه انا قصدي على اللي هي شروق رفعتها، اللي النقطه اللي احنا جبناها. أيوه. اللي هي دي بالظبط. بص اهي دي اللي بتقول عليه، ايوه ده الرفع السريع بالظبط، ان احنا الكره ما بتلحقش البلوك يطلع. احنا شفنا نلاقي مريم في الهواء ولسه البلوك ما طلعش، شروق بترفع، هي جت قصيره سنه، بس هي ايه يعني، هو ده المقصود بالايه، بالرفع السريع، ان بص كل البلوك لسه ما نطش، او حتى لو نط سنجل بلوك. فانت بتطالبي ان احنا الماتش الجاي نلعب كل لعبنا كده كتير، ده هيسهل علينا حتى في الاطراف، يعني هيخلي ايه تضرب باريحيه اكتر، نهله تضرب باريحيه اكتر، المحترفه كاترين تضرب باريحيه اكتر. صحيح. لان البلوك هيضطر انه ياخر. صحيح. عشان ياخد السريع هيضطر ان هو ياخر، ما يوصلش مرتاح بسهوله. صحيح. وخلينا نقول برضو ان احنا عندنا كل الاوبشن، يعني احنا فرقتنا الحمد لله رب العالمين، وكابتن هاني وضح الكلام ده مرارا وتكرارا، ما عندناش قصور، ما عندناش في مراكز. برافو عليك. بالزبط. يعني احنا نلعب سريع، نلعب براحتنا على الاطراف، نلعب في اي حاجه، بس احنا على حسب الفرقه اللي قدامنا في كل المراكز ما شاء الله، يعني كل واحده فيهم ممكن تشيل فرقه لوحدها. صحيح. فهيبقى بس لازم اسهل عليهم، يعني ما ينفعش ابقى عندي احسن ضريبه وبعدين ازنقها او اخلي معاها على طول دبل بلوك طويل غصب عنها. صحيح. لو عدت كوره الثانيه هتتاخد منها. صحيح صحيح. والبلوكات لما تتاخد من الضريبه نفسيتهم بتهبط شويه. نعم. فاحنا عايزين نقلل من حته ان هو يضرب باتنين بلوك، يبقى بيضرب بسهوله، يقدر يخلص الكوره، ياخد الثقه من اول الماتش، بعد كده هيلعب براحته. صحيح. طب كابتن هاني انا عايز اتكلم مع حضرتك في حته مهمه. مريم مصطفى، الحقيقه احنا يعني النهارده كانت هي كويسه جدا بامانه، يعني وفقت في شكل كبير جدا في الدفاع، وده الطبيعي بتاعها، يعني احنا يمكن ما قلناش ان هي سوبر، يعني ان هي بس هي على طول سوبر الحقيقه. مريم عليها دور كبير جدا المباراه الجايه، تقدر تحيي لنا كور خلصانه او كور بتبقى يعني فاقدين الامل فيها، تنصحها بايه مريم الماتش الجاي يا كابتن؟ الاول قبل الديفنس انا الاستقبال. تمام. اول يعني اهم حاجه انها تفضل مركزه في الاستقبال، لان انا يعني احنا لما بنيجي حتى نقارن بنيجي نختار بين اثنين ليبرو في الماتشات المهمه، تملي بنختار الاستقبال احسن. صحيح. لان دي مهاره في منتهى الخطوره، اول طلعه، يعني دي اللي هتلاعبنا او مش هتلاعبنا. صحيح. فهي فعلا هي مريم دلوقتي بقت خبرتها عاليه رغم صغر سنها، لانها بقى لها دلوقتي 4-5 سنين هي بتلعب بشكل اساسي، خدت خبرات كتير خلاص ونضجت تمام. فهو كل اللي مطلوب منها في الماتش النهائي انها تستمر في تركيزها على الاستقبال، مهم جدا. يعني انت قبل الدفاع، قبل الديفنس، انت عايز الاستقبال اللي هي اول كوره جايه من الارسال من عند الكورتاج، انت بتطالب مريم مصطفى بالتركيز بشكل كبير جدا في استقبالها عشان تريح علينا امور كتير. وبعدين وبعدين نبتدي نتكلم في النقطه الثانيه اللي محتاجين كل الفرقه، الدفاع اللي هو اول حاجه فيه حائط الصد. تمام. النقطه الجميله اللي اتكلمت فيها كابتن ندى اللي هو البلوك بتاعنا كان مسحوب. هي ايه المشكله عندنا في البلوك؟ مش في البنات بس، في البنات وفي الاولاد وفي كل حاجه. احنا كل لعيبه الاطراف عندنا الاولاد بيحبوا قوي ان هم مثلا يمرجحوا، يعملوا زي مرجحه كده ويطلعوا عشان يعني شكل كويس او ينطوا اعلى. فده بيعمل بيطلعوا بعيد عن الكوره، مش ما بيبقاش في ربط بين مكان طلوعهم والكوره. الكلام بتقول عليه ندى النهارده معناه ايه؟ لو مثلا العصايه بتاعت الملعب محطوطه كده، هم بيبقوا فاكرين ان هو المفروض البلوك يطلع جنب العصايه دون النظر الى الكوره،
ده غلط. ده غلط. احنا المفروض اساس الكوره. اساسي الكوره. انا مش بلعب على مكان. لما نقول له امسك لاين الاساسي بتاعك اللاين بتاع الكوره. فالنهارده البصيره بتاعت النهارده كانت الرفع بتاعها شويه مقطوم، يعني هو مش واصل للعصايه اساسا. فكان الحائط الصد بتاعنا بتاع الطرف طالع عند العصايه وسايب الكوره خالص، وبالتالي لعيب ثلاثه بيجي فالمكان بقى مفتوح. يعني انت بتطالب اللاعبات بالتركيز على اللاين بتاع الكوره، مكان الكوره فيه، مكان الكوره فيه، يعني لعيبه الاطراف لو مش اللاين بتاع الانتن، مش الانتن. احنا اللاين بتاعنا الكوره. الكوره فين؟ احنا بنلعب بالكوره مش بنلعب بالعصايه، بندافع على الكوره مش بندافع على العصايه. الفكره دي مشكله كبيره جدا في كل سيستم بلوك بتاع مصر. خلي بالك كابتن، احنا فينا يعني في ناس كتيره جدا بتتفرج علينا الحمد لله. واكيد الكلام ده هيوصل للاعبات، انت بتنصحهم كاخ كبير، وخليني اقول لك ان الحاجات دي ممكن تغير نتيجه مباراه. بس خد بالك، هو ده ما بيبقاش بس بالكلام، يعني هو الموضوع ده محتاج تمرين، وتمرين كتير قوي. يعني انا في تمارين كتيره جدا لتنميه الكلام ده. الكوره بتبقى بص، الفولي لعبه سريعه جدا، الكوره متحركه، يعني اسرع لعبه فيها الكوره متحركه. صحيح. وانت بتتعامل معاها. صحيح. فانت بتتكلم، اللعيبه لازم تكون مركزه طول الوقت. من اهم المهارات اللي يكون فيها تركيز هو حائط الصد. الكوره انت لازم تكون عندك رؤيه، الكوره هتقف فين، اللعيب هيواجهها منين. في بعض الكور بتبقى معموله بوش متزق. طيب الكوره دي سريعه رايحه للدريب سريعه، انه سويت سبوت هيضرب منها الكوره. دي نقطه مهمه جدا، هيكون حائط الصد مركز جدا وطالع قدام الكوره بالظبط، بالتالي هيسهل على السنتر. السنتر مهمته ان هو يضم جنب زميله، ما ينفعش السنتر لوحده ياخد قرار ان هو ياخد مكان، لان هيبقى فيه فجوه بين البلوك، ودي اخطر حاجه. اخطر حاجه هيبقى بلوك مشروخ. دي خطيره جدا. فهو لعيب ثلاثه لازم يضم على لعيب الطرف. فالمشكله كلها في لعيبه الاطراف تكون مركزه شويه، تكون باصه على الكوره قوي طالعه، لان لعيب ثلاثه بيجي جنبه وبيقفل. فانت الاول اساس انت تظبط المقاس عشان يجي ثلاثه جنبك، تبقوا انتوا ظابطين انتوا الكوره مقطومه شويه، خد خطوه لجوه معاه وخلي لعيب عشان يجي ثلاثه يجي يظبط معاك على خطوتك. الموضوع هيبقى بسيط جدا، ونعرف نشغل الدفاع ورا. طيب. لان هو الدفاع مربوط بالبلوك بالظبط. وكمان يا كابتن ساعات بلاقي حاجه، معلش، البلوك بيبقى طالع كويس وكل حاجه، بس ريست ايدينا فاتح لبره مثلا، دي حاجه ثانيه. يعني بحس ان يخبط فينا، انا عايز الكره لما تلمس البلوك تقع في نص الملعب عندي، يا تقع في عندهم، ما لقاهاش تروح بره الملعب. بيبقى ليها حاجه من الاثنين، الكلام اللي انت بتقوله ده، ان هو بيبقى الحائط الصد طالع ايديه عاليه لفوق مش لجوه في الملعب الثاني. الحائط الصد لازم تكون ايديك جوه قوي وريستك مقفول قوي على الكوره، عشان لما تيجي في ايديك تخش في الملعب، لان هي بتبقى زوايا كلها. صحيح. يعني الكوره رد الرياكشن بتاع الكوره فين؟ صحيح. لان الكوره زي ما الريفليكشن بتاع الكوره هيبقى فين؟ يعني انت حامل ريست ايدك، بحيث الكوره تيجي في ريست ايدك تنزل عندهم على طول، تبقى انت طالع عامل ده. صحيح. ما تبقاش ايديك عاليه، مش الشرط في البلوك ان انت تبقى طالع عالي، بالعكس. انت فين مكان الكوره؟ قدامها وايديك جوه هجوم. ده محتاج كله تركيز وبلوك وتمرين كتير عليه. طيب خلصنا من البلوك وقدرنا ننجح في البلوك، نتكلم عن الدفاع بقى. هو مربوط بقى بالبلوك، يعني هو البلوك طلع خلاص، احنا اتفقنا ان هو البلوك هيطلع يقفل المكان. تمام. في لا يمكن ان اي بلوك في العالم مهما كانت مهارته هيقدر يقفل كل الشبكه. مستحيل. خلاص؟ مستحيل. فهو احنا بنعمل ايه في التحليل بالظبط كده؟ بيجي المدرب يقول مثلا لعيب اربعه بيحب يضرب اكتر في على اللاين. تمام. يبقى انا عايز من البلوك يقفل اللاين اكتر. تمام. خلاص؟ طب الديفنس هيعمل ايه بقى؟ هياخد الزاويه الثانيه. الله ينور عليك. صح كده. يبقى هو في تكامل في العمل. صح. بين حائط الصد والديفنس، وهو ده الشغل اللي كل مره. يبقى انا عارف الكوره مش هتجيلي غير من هنا. بالزبط. بس في حاجه بقى كابتن تانية، معلش بعد اذن حضرتك، في كور النهارده شفناها نادا بتخبط في ايد الديفنس، في ايد البلوك، وتقع ورا البلوك ما نلحقهاش. دي غلطه بلوك. غلطه البلوك. غلطه بلوك. لما بتيجي في ايد البلوك دي وما نزلتش الملعب الثاني تبقى غلطه بلوك على طول. خلاص. مش غلطه الدفاع. مش غلطه الديفنس. خلاص. الديفنس بياخد، لو كوره جت تاتش في ايد البلوك وهو صالح صح. بس ضريب ضربها مثلا في تلطيف صابع وعملت تاتش عاليه، الدفاع يجيبها. واحنا عاملين للدفاع احتماليه منهم ان الكوره تيجي كده، لان احنا بنمرن الدفاع على احتمالات. الاحتمال الاولاني في بعض، ما هو احنا بنقول التحليل ليه؟ يعني احنا بنحلل الفرقه الثانيه. فانا بقول للبلوك انت هتعمل كذا، وبقول للدفاع لو البلوك ده عامل كده اللعيبه دي الاحتمال الاولاني انها تحط بليس، فاللي واقف ورا بيبقى عامل حسابه انه يتحرك لقدام. احنا بنقول للي واقف ورا ده بيعمل تاتش كتير، فبيعمل حسابه انه يتحرك لبره كتير. بتسهل عليه. بتسهل عليه كتير. سهل عليه كتير ان هو ياخد قرار. احنا بنحلل عشان يشتهي بين ثلاث اربع احتمالات. بالظبط كده. يبقى عنده احتمال الاولاني الثاني الثالث. واكثرهم حدوثا هو الاولاني. فانت العب على دي. وغالبا بيبقى الاحتمال اللي احنا بنقوله بيبقى الاولاني بيبقى اكتر. بيبقى كتير. لانه خلاص فلو حصل تركيز
هتلاقي الماتش بقى سهل جدا لان هي فعلا اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو ربط الدفاع بالبلوك هو ده اهم حاجه في سيستم الدفاع نظام الدفاع بتاع يعني لو بنتكلم كده بالحرف في الزاويه زي 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 كره القدم انت بتوقف حيطه ايوه بالظبط بتسد زاويه الرميات الحره والجون بيمسك الزاويه الثانيه بس ما ينفعش انت يبقى انت الحيطه اللي انا مامن ناحيتها لا الكره تجيلي منها بالظبط ولا ينفع ان الحيطه هتاخد كل حاجه صحيح هو ده جزء وده جزء برافو عليك بس احنا عشان البلوك اهم يعني بياخد الجزء الاهم الاكبر بس يا كابتن محتاجين عشان ده يتعمل بوزيشننج كويس في الملعب لا بوزيشننج يعني اللعيبه اللعيبه متمركزه في اماكنها صح واقفه في مكان ما هو انا عشان كده بقول حاجه يعني مثلا لو فرضنا ان البلوك خلاص واخد المكان بتاع اللاين يبقى كل الناس الثانيه واخدين الزوايا الحاده بتاعه الضرب وكلهم الثلاثه واقفين مع بعض مستنيين الكوره تيجي هتيجي بقى حته هنجيبها هنجيبها خلاص ما احنا واخدين حته صغيره خالص ثلاث لعيبه صحيح والباقي واخدوا البلوك كده صحيح كلام مظبوط ندى يعني خلينا نقول كابتن هاني فصصها لنا حته حته وده اللي مطالب من فريق النادي الاهلي خلينا نقول كورتاج كورتاج عندهم مشكله برضو ان البلوك برضو عندهم المعده قصيره شويه ومحتاجين ان احنا نعمل فيهم اللي المفروض احنا ما يتعملش فينا محتاجين نوجه الارسال اشرح لنا شويه اكتر ازاي استغل نقطه ان في حد ضعيف على الشبكه او قصير لازم العب اولا ارسال قوي زي ما احنا اتفقنا في اتجاه تحرك البصيره يعني انا عندي البصيره اما هتبقى لو هي قدام هتبقى جايه من اربعه من على الشبكه لا يعني خلينا نقول الناس مش بتشوف طايره انا واقف انا برمي الارسال البصير واقف على الشمال على شمالي وانا برمي السر لا هيبقى بقى البصير قدام فهيبقى على يمين يعني جاي من اربعه وراجع على اثنين علشان كويس. يرفع الكوره ارميها له العب السر العب ارسال قصير في سكته في سكته في سكه البلاي ميكر عشان ما يرفعش عشان ما يرفعش عشان هو بيتحرك الكوره مش جايه الكوره في راحت وهو بيتحرك او جايه في سكته فهو اللي يستقبلها فاي لعيب تاني يرفع لي كوره عاليه سهله اقدر اوصلها بالبلوك تمام لو هي في ثلاثه هلعب في اثنين عكسها بحيث ان هي تضطر ان هي تلف يبقى كرة صعبة عليها مش جاية في عدل جسمها وهي يعني ده لو انا بلعب الارسال لو انا بهاجم يعني خلاص انا لعبت الارسال ودلوقتي عملت دفاع وخدت الكرة تاني الكرة وهرفع لازم ارفع من ناحيتها لازم اشغل السريع الاول عشان اخر كمان لعيب التلاتات في البلوك ما توصلش جنبها مرتاحة ملحقش توصل بالظبط يبقى عندي الزاوية تتكشف يعني يبقى اللعيب القصير على الشبكة لوحده مكشوف ملحقش التلاتة يجي ما يبقاش مسنود بلعيب تاني جنبه سادد عنه شوية او واخد الزاوية التانية كويس احاول اهرب على قد ما اقدر من البلوكات العاليه ما العبش ناحيتهم بس في نفس الوقت ما زنقش ان انا افضل ادي اللعيبه اللي واقفه قدام البلاي ميكر اجهدها صحيح يعني لازم اوزع اللعب يعني لعبه اتنين واروح رايحه بالظبط اوزع اللعب عشان ما اتفاجئش ان البصيره مثلا المدير الفني الناحيه الثانيه هربها وداها في اربعه وجاب لي لعيبه طويله الموضوع عايز تركيز عليه قوي طبعا هي لعبه الفوي كله عايز تركيز في نقطه يعني نقطه وعايز البلاي ميكر تبقى باصه على البلوك الناحيه الثانيه يعني هي بتبقى في جزء من الثانيه هي بتلمح البلوك الناحيه الثانيه فين اللعيبه التلاتات فين اللعيبه قبل ما ترفع الكوره يعني لما بنقول ان صانع الالعاب نص الفرقه ده مش هزار لان هو بص على فرقته طبعا وبص على الفرقه الثانيه وبص على تحركات الفرقه الثانيه يعني مش مثلا عندك وقت انك تبص لا ده انت في يعني مجرد ان الارسال بيتلعب والاستقبال جاي لك قبل ما الكره تلمس ايديك تكون انت بصيت لمحت الناحيه الملعب الثاني فيه ايه وشفت زمايلك يعني انت بالزبط. بصيت على زمايلك وفي نفس الوقت بترفع ايدك بصيت على الفرقه الثانيه وكل الكلام ده اترجم في عقلك لقرار بتاخده في اقل ثواني اقل من ثانيه صح يعني تخيلي صانع الالعاب بيعمل كل ده يعني زي ما بيقولوا تفاضل وتكامل بقى في دماغه صح. انه عشان كده كابتن هاني بيقول شروق مطلوب منها يعني عليها مسؤوليه كبيره جدا ومطلوب منها ان هي تكون مركزه ما ينفعش تسرح في النص ما ينفعش ما تبصش ما تركزش لازم يبقى تركيزها كامل طول المباراه من اولها لاخرها ما ينفعش يحصل الهزه اللي حصلت في اول الماتش النهارده يعني نعدي المرحله ديت ما ينفعش ننزل كل ماتش مهزوزين في الاول لازم ننزل مركزين اكتر من كده واقفين على رجلينا بالظبط احنا خلاص لعبنا ماتش واثنين وثلاثه بنلعب فاينل الازمه قبل النهائي اللي في بين خلاص يعني الموضوع مش لسه احنا ان شاء الله هنكسب يعني قصدي اقول احنا احسن ان شاء الله احنا يعني احسن كامكانيات فرديه احنا احسن بكتير جدا بكتير بالظبط بس لازم نركز لازم نكون نازلين واعيين تماما ان الفرقه ديت مش فرقه سهله صحيح ندي الفرقه حجمها ما نتهاونش من الاول نركز في كل نقط الضعف طبعا كابتن حمدي هيقول كل الكلام دوت وهيديهم بالظبط يعني التعليمات اللي هينزلوا ينفذوها نركز كويس قوي في المحاضره الكلام اللي هيتقال فين نلعب الماتش زي ما كابتن هاني قال نلعب الماتش بالليل
يعني ليله الماتش العب الماتش ما تفاجئش في المباراه بالزبط. لازم ابقى انا مرتبه اوراقي انا كضريبه او انا كمستقبله او انا اي حد في الملعب وعنده دلوقتي مهاره هيعملها لازم يكون هو مرتب لها من قبل كده. هو صحيح في يعني في الدول اللي بره بيحصل اصابات للعيبه بيجيبوا اللعيبه تحضر التمارين بالنظر ده ودي مش لازم تتمرن يعني مش لازم بس لازم تقعد تحضر التمرين ده زي منتال براكتس بالظبط صحيح ده بيخلي عقلها يتنشط وكانها اتمرنت التمرين بالظبط بترجع بعد فتره كانها مارست التمرين مع الفرقه عادي خالص ما فيش اي مشكله ما بترجعش متاخره عنهم صحيح. فده اللي لازم يحصل عندنا ان انت قبل الماتش تبقي رسمه سيناريو للماتش تبقي عارفه انا لو الكوره جات لي مزنوقه هتصرف ازاي انا عارفه ان الديفنس دوت بيبقى مقدم انا عارفه ان الديفنس ده بيبقى مؤخر انا لو اتزنقت في كوره معينه المكان الفاضي بالنسبه لي عند فرقه قرطاج نص الملعب لو انا دلوقتي كره اتزنقت قدامي للمهاجم اقدم لانه الاحتمال الاكبر ان هو يحط بليس حتى لو انا عندي خطه دفاعيه معينه بلعب فيها بيلعب الكره ساقطه ورا البلوك بالظبط انا لو عندي خطه دفاعيه بلعب بيها لازم انا برضو اكون عندي توقع يعني انا كلاعيبه لازم يبقى عندي توقع حتى لو بره الخطه دي اقرا الدنيا فيها ايه بالظبط اقرا الخطه دي الكره مقطومه يبقى اكيد مش هتضرب في الخط فانا اقدم شويه الكره مشدوده على الخط اضطر اخر سنه بالظبط يعني انا يبقى عندي الديفنس بيعتمد اكتر بعد الخطط يعني التكنيكال بتاعتها ان انا التوقع بتاع اللعيبه ايه ده اللي بيفرق اللعيبه عن اللعيبه في الديفنس ان هي بتتوقع صح بتقدم في وقت هو ده الوقت اللي هيتحط فيه الكره هتسقط ورا البلوك بتاخر في وقت البلوك حست ان البلوك فتح فاخرت شويه فخدت الكره في المكان المظبوط محتاجه كل الكلام ده ولازم ان شاء الله باذن الله اتمنى ان اللاعبات يكونوا في اليوم ده في اعلى درجات التركيز باذن الله. طب كابتن هاني خليني اتكلم مع حضرتك ان في مثلا في الباسكت بول لما يبقى فرقه ما عندهاش بنش نبتدي نمسك اللعيبه اللي هي الجامده نجهدهم نفس الكلام في اليد لو لعيب مؤثر وما عندهمش بنش نقعد نخبط فيه ونرزع وناخده هنا ونجيبه على الدايره ونقعد وداخل نعمل معاه فاول جامد. طيب الطايره انت بتضحك انت عارف السؤال الطايره هم عندهمش بنش كبير ما عندهمش بنش كتير لا معلش يعني في نجهدهم ازاي بقى في نقطه مهمه بس في الفولي وفي الوقت اللي احنا فيه ده اللعيب بتاعنا كويس لا اجهده يعني اللي تلعب اللي تكسب بيه العب بيه ده احنا انا بتكلم عليهم بقى هم ست لعيبات هم كويسين بقى. ايوه العكس هم بيكسبوا بيه ما نخليهمش يلعبوا بيه ازاي بقى انا قلت لك بتاكتيك السيرف ان انت تبعد عن المكان اللي عايزينه مش عايزينه يهاجم من هنا ده تكنيكالي انا بتكلم على بدنيا ما هو بدنيا اجهد اللعيب ازاي في الفولي بول بحيث يعني ان انا اخرجه بره تركيزه شوف المستوى اللي هم بيلعبوا فيه دلوقتي واللي احنا بنتكلم فيه في ماتشات الاهلي والزمالك مش هيتعبوا لا يعني انت شفت ما شاء الله لعيبه الاهلي والزمالك الاثنين لغايه اخر نقطه بيلعب خلاص يعني الناس دي احنا متمرنين ما شاء الله الفرقه بتاعتنا متمرنه السنه كلها عندها احمالها عندها مخططين احمال كويسين عندهم فموضوع ده ما نراهنش عليه قوي ما نراهنش عليه خالص مش مراهنش عليه قوي لا يعني انا ايه ممكن تفضل تضرب طول الماتش خلاص الله بقى يعني خلاص بقى يعني ما شاء الله يعني ما عندناش حاجه نخبيها بقى خلاص ده اللي تلعب هي مش الكوره بتعدي من هنا خلاص ان شاء الله هنعملها 10 مرات مليون مره خلاص نكسب احنا في الماتشات انت بتتكلم في الدوري العالمي في الاولمبياد في اي حته احمد صلاح مثلا تلاقيه في الماتش بيضرب 50 كوره في حد يضرب 50 كوره حد يضرب 50 كوره لان هو بيخلص بدل بيخلص هو المان اتاكر بتاعنا كل الفرقه تخدم عليه في الضرب بس في ناس بتعمل حاجات تانية كتير في طبعا بس احنا في التخليص هو التخليص هو خلاص او خلص. هو الحل الاكتر ونبعد شويه نرفع كورتين سريع وبعدين نرجع له هو تاني نرفع كوره في اربعه وبعدين نرجع له هو تاني نرفع كوره باي من سته وبعدين نرجع له تاني كده ده على مستوى الاولاد البنات ايه شغاله خلاص ايه ماشي خلص ده نهائي ده كاس دي بطوله بس انا النهارده يا كابتن حسيت ان ايه في ضربها محذوفه بره الملعب قوي محذوفه بره الملعب انا النتيجه يعني انا متهيألي كانت الكور مش يعني مش رايحه لها على ايديها مش مظبوط شويه لكن انا يعني ما يعني ايه مش بتضيع الكور دي في العادي بس انا حسيت ان جسمها يعني انا شايف طلعتها لا بره الملعب يعني هي مش طلعتها اللي احنا عارفينها اللي شفناها بطوله عربيه وبنشوفها في الدوري وبتاع لا هي طالعه بره الملعب فمش حاسس ان هي واخده عزم يعني في كور كتير جدا طلعت منها ضعيفه برغم شوف انا يعني يمكن انا كلامي شويه بيبقى مايل ناحيه لعب الرجال يعني صح يعني هو انا للاسف يعني ما مرنتش بنات لكن في فرقه البنات اللي احنا شايفينه هو ما فيش الكلام اللي انا بقوله ان في حد هو المميز لوحده
يعني انا في رايي ان فرقه الاهلي مثلا لو الاستقبال كويس والبصيره لعبه الكور كلها سريعه كلها هتخلص. يعني هم برضو قوه هجوميه عندنا جدا. انا لسه بقول لا ده عندنا حلول. لو لعبنا الايه كل كوره في الباك هتخلص كتير جدا. صحيح. فاربعه عندنا النهله بخبرتها هتخلص والمحترفه هايله. فطب يعني يبقى الموضوع ايه بقى؟ يبقى الموضوع ان احنا ايه احسن طريق نهاجم فيه او امن طريق نهاجم فيه. خلاص احنا عندنا كل الطرق الحمد لله كل واحد يقدر يهاجم. طب ايه امن طريق زي ما اتفقنا بقى من ناحيه الاقصر من أو ناحيه الموفق أو الموفق فينا النهارده يعني الموفق وخلص كذا نقطه ورا بعض افضل اديله بالذات في النقط الحاسمه. في نقط بتبقى مثلا ايه كره رايحه جايه كتير ومهمه الرالي دي لما بتخلق اللي بيخلص النقطه بتاعه الرالي بياخد دفعه معنويه عاليه. صحيح. دي مهم. بس انا حسيت النهارده يا كابتن ان الفرقه عندها ثقه في ايه كبيره جدا. طبعا. يعني حسيت ان الكوره اللي حضرتك بتقول عليها دي حسيت الاثنين معدين سواء شروق او دانا لما نزل فيش ثقه عاليه قوي في ايه الحقيقه والكور دي اللي بيبقى مكعبله دي بيحاولوا يخلصوا لنا. بس هو المركز اللي بتلعب فيه ايه هو اجباري يعني من صفاته ان هو يكون كده هو الملاذ الامن لصانع الالعاب يعني الكروس بصير ده يعني اي استقبال وحش لازم كروس بصير اللي يخلصها وقت مزنوق جدا ولازم النقطه دي تخلص 23 والنقطه مهمه كروس بصير اخر نقطه في وقريب السكور يبقى كروس بصير اللي هيخلص ده مش احنا ده العالم ده هو ده بحكم البوزيشن بتاعه هو اهم زي احمد صلاح زي قطب زي هيرود هيكل في الزمالك زي ايه قطب ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني تاتش وود السنه دي يعني وعبد العال يا كابتن بصراحه ما شاء الله عبد العال وعلاء انا بكلمك احنا بنتكلم في معلش بقى انت جبت لي اسمين كده ما اقدرش اسمع اسمهم معلش يعني برضه جبت لي اسمين كده انا الحقيقه مبسوط منهم قوي عبد العال وقطب واحمد صلاح ان شاء الله السنه الجايه باذن الله ببيته باذن الله ان شاء الله. فيعني انا قصدي ان الموضوع كله زي ما اتفقنا كده الحمل كله هيبقى على شروق انها تكون شايفه الكلام اللي احنا بنقوله ده كله واريه ناحيه ثانيه كمان وعارفه الفرقه اللي قدامها ايه هي نقاط ضعفها وتكون مركزه على فكره. بس كابتن برضو النهارده كان التوتر شديد. احنا السنه اللي فاتت جينا في المباراه دي وتعثرنا في ماتش ما كانش معمول حسابه والنهارده برضو مصر كلها بتقول هنكسب البايب لاينز مرتاحين نفس الكونديشن اللي حطينا فيه السنه اللي فاتت اتحطينا فيه السنه دي وضع طبيعي للموضوع ده توتر. البديل للموضوع ده لو 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 حمدي حس بالكلام اللي انت بتقوله يبتدي يقوم بدور الملقن. ده حل برضه. ازاي؟ يعني يفضل يوجهها على طول ترفع فيه. يقول لها بقى ما يسيبهاش بقى هي لو حس انها شويه خرجت بره وده طبيعي التوتر او توترت يبتدي هو بقى العبي في كذا العبي في كذا هتجيني دلوقتي كذا يشاور لها كل مره اشاره ممكن الجهاز كله نفس الكلام طبعا. يعني الجهاز يمسك يعني فرد من الجهاز يمسك الارسال وفرد وكابتن حمدي صافي مثلا ماسك اللي على الشبكه يبقى في بيقدروا يلقنوهم كل يبقى اللي هم بيقولوه في المحاضره يبتدي يقولوا باستمرار بقى في الماتش. ما هو انا كمدرب انا لازم يبقى عندي بدايل لخططي يعني صح. خلاص انا عندي خلاص لو البصير تاه مني هعمل ايه؟ هل هغيره؟ هل البصير زي ما حضرتك بتقول هلقنه في الملعب يعني فاهم؟ انا متهيألي في الظروف اللي احنا فيها هو برضه ما يقدرش ان هو ينزل دانا يعتمد عليها صغيره يعني لسه يعني ما يقدرش يعتمد عليها في ماتش نهائي. فانت الحل البديل قدامه ان هو نلجا للتلقين بقى. انت بقى العبي دلوقتي كده لو حس مع كل كوره لو حس لو هي تمام واخده قرارها مظبوط وفايقه خلاص طبعا مفيش مشكله والحل مع اي لعيب مش المعد بس بالزبط. مع اي لعيب حتى الاثنينات الاربعات كله بيقول له يعمل ايه بالظبط. فاحنا ممكن صحيح لو حس بحاله التوهان دي شويه او ممكن يبتدي على طول يبتدي دور الملقن السريع. لكن ان شاء الله يعني اللي احنا شفناه من الماتشين بتوع قبل النهائي في فرق كبير بين فرقه الاهلي وفرقه قرطاج في كل حاجه في القدرات. بس انا بحس يا كابتن برضو فنيا كاترينا بتضرب كويس قوي ولعيبه بالطراز الاول وبلوكها كويس جدا وارسالها كويس بس في الضرب عندها سنه متاخره سنه كده. لا هي مش متاخره هي بتحب تضرب يعني انا شفت معظم ضربها بتضرب زاويه حاده قوي عايزه تضرب الكوره بمنظرها يعني عارف اللي بيضرب عايز يبان ان انا بضرب من البلوك من الدبل بلوك في الزاويه الحاده فدي بتبقى خطر شويه لو طلع في بلوك ذكي هناك ناحيه قفل الدنيا هتبقى هنلجا يعني هنخش في موضوع مش لطيف. لكن برضو خد بالك احنا مش اعتمدنا الاول عليه لا هي عشان كده لا بالظبط مش اعتمدنا الاول ان شاء الله مش هيبقى فيه خطوره. بس هي ما شاء الله كاترينا بامان عندها ميزه حلوه استقبالها النهارده نجحت في الدفاع خاصه في الدفاع كمان الكور اللي جايه بعنف شديد وزوايا مفتوحه وكره جايه سريعه
على ايد الدفاع نجحت بشكل كبير جدا تستبيل. بص هو يعني مش كلام وفي الارسال كمان كانت مميزه جدا. هم زي ما بنقول كده هم تعليمهم بيبقى تعليم نظيف يعني ايه يعني الاساسيات صح بيفضلوا يتكوا عليها كتير قوي في اوروبا يعني هو بيكبر شارب الاساسيات بالظبط. احنا عندنا بنبقى يومين وقت عايزين نسلق بسرعه عايزين بقى لعيبه كبيره عايزين يبقى في ثلاثه بقى دخل على طول لعيب مش عارف كده يعني احنا عندنا مستعجلين شويه عندنا لازم يتعدل السيستم بتاع تدريب الصغيرين في مصر ولازم نظام المسابقات يتعدل انه يدي فرصه للمدربين ان تعمل ده ان هم يتكوا اسمها يتقل المهاره قوي يبقى شكل المهاره حلو صحيح بياخد الكره من مكان صح صحيح بيتصرف بارتفاعات ايديه الكره هنا بيعمل ايه الكره هنا بيعمل ايه الكره بياخدها منين في الاعداد البلوك بيتحرك ازاي والتشريح بتاع جسمه بيبقى ازاي صحيح. وهو لا يعني حاجات كتير موضوع كبير. طب كابتن يعني وقتنا مر سريعا هستأذن حضرتك كلمه توجهها للجهاز الفني اخواتك والبنات برضو اخواتك كلمه اخيره قبل مباراه النهائي. طبعا اقول حمدي ربنا يوفقك حمدي ده يعني انت اخترت الكلمه الصحيحه هو فعلا اخونا حمدي انا قاعد معانا في الملعب احنا لعبنا مع بعض اكتر من 15 سنه صحيح نتمنى له كل توفيق ربنا يوفقه حمل كبير عليه ان هو يكون بيمثل مصر كلها والنادي الاهلي ما بيقبلش بالمركز الثاني فطبعا ده تقيل عليك ربنا يوفقك انت قدها. ياسر برضو معايا بيشتغل معاه بقلبه جهاز متفاهم بقاله كتير قوي في اتنين احب تملي اتكلم عليهم في جهاز البنات انا بقول الجهاز البنات ده ناجح جدا لانه متفاهم ومتكامل ايهاب المدير الاداري بتاعهم ايهاب حسن ومجدي بيبو المدير الاداري طبعا الاتنين دول يعني شعلت نشاط ما شاء الله عليهم يعني حاجه تفرح ربنا يوفقهم كلهم كلنا مجهودهم معاكم ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله. ندى كلمه اخيره توجهها طبعا لمدربك السابق كابتن حمدي الصافي وزمايلك اللاعبات اقول لهم ربنا معاكم ان شاء الله والماتش الجاي صعب وحمل تقيل بس انتوا قدها وقدود وان شاء الله ربنا هيوفقكم نحاول نكون ناخد الموضوع بجديه جدا ما نتهاونش في اي نقطه نحافظ على كل نقطه وان شاء الله ربنا يكرمهم ويكلل مجهودهم بالبطوله ان شاء الله واحنا كلنا وراهم يعني اكيد طبعا بندعمهم كل قلبنا مش كاس بندعمهم ودعواتنا كمان معهم ان شاء الله ده حقيقي ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين بشكر طبعا ضيوفي اللي نوروني في الاخر طبعا وقعدوا معانا لهذا الوقت حبا في النادي الاهلي طبعا كابتن هاني مصلح نجم النادي الاهلي السابق واحد علامات الكره الطائره في النادي الاهلي يعني بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شكرا شرف لينا دايما ان احنا نكون موجودين في قناه الاهلي الحقيقه طبعا يا كابتن وشرف لينا ان حضرتك تبقى معانا ندى طبعا بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني شكرا لك يا كابتن وان شاء الله تنورينا تاني ونبارك لبعض باذن الله يوم الخميس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى لقاء اخر ان شاء الله موعدنا الخميس الموقع الكبرى الاهلي وكرتاش في نهائي افريقيا للكره الطائره سيدات في نسختها 29 والنادي الاهلي يبحث عن لقبه التاسع من هنا لغايه يوم الخميس كل دعواتنا مع هذا الفريق ان ربنا يكلل خطاه احنا ادرى ناس الحمد لله بيهم قد ايه تعبوا وقد ايه اخلصوا يا رب يا رب نصل ليهم شكرا جزيلا لحضراتكم ولقاء تاني مع ملوك الصلاه.